شفنا الفيديو بتاع فصل الالوان وعرفنا على الفوتوشوب كسوفت وير ازاي نعمله. بعد كده التصميم بيروح لمكتب فصل الالوان بعد ما يخلص التصميم لمكتب فصل الالوان. بعد كده بيروح المطبعه. التصميم ده في مكتب فصل الالوان نفسه بيبقى فيه افلام زي دي اسمها نيجاتيف، زي افلام الكاميرا القديمه الفوجي القديمه بس بالاحجام دي. طبعا في احجام مختلفه، ده مثلا تصميم مثلا مقاسه مثلا تقريبا يعني اف 4 او اكتر شويه، تمام؟ طبعا متكرر زي ما انتم شايفين التصميم هنا والتصميم مره ثانيه بيتكرر دوبليكيت، تمام؟ طيب بعد ما التصميم بيتفصل في مكتب فصل الالوان بيبقى فيه مكنه متوصله بجهاز الكمبيوتر، الديزاينر اللي هو المسؤول عن فصل الالوان بيشتغل عليه. فهو دوره ان هو بيفصل التصميم سواء على الفوتوشوب او على الاستيتور، ممكن طبعا يتفصل على الاستيتور بس الدارك هو الفوتوشوب. طب انا دلوقتي فصلت التصميم بتاعي على الفوتوشوب والمكنه متوصله بجهاز الكمبيوتر، بيبتدي بقى يطبع اللي هو عامله ده على الافلام دي. فده كده لسه في المرحله الوسيطه اللي هي مرحله فصل الالوان، تمام؟ طب طبعنا التصميم على اربع، طبعا الطبع اربع لون، فطبعنا كل لون لوحده في نيجاتيف، فانا كده ماسك نيجاتيف واحمد واسمه ايه؟ عبد الرحمن، تمام؟ وانا طبعا معايا طبعا زي ما انتم شايفين كل واحد مختلف شويه، ده بص ده باهت شويه، ده اجمع شويه، فكل واحد مختص بلون، واحد السيانه ده مكتوب عليه ما اعرفش مكتوب في العلامات، ده مختص بلون، مكتوب في الجنب تقريبا، يعني هو بيبقى فيه كده حاجات ارشاديه بيتكتب عليه لون تقريبا بس انا مش عارف هو مكتوب فين دلوقتي. المهم يعني كل لون بيتطبع على فيلم زي ده. طيب دلوقتي احنا خدنا نموذج
ده نوم، ده نوم واحد بس. نفترض انا هطبع نوم واحد مش هطبع اربع نوم. ايه مصير الفيلم بعد كده؟ الفيلم ده بيتحط على زنكه، لوح زنكه بيتحط عليه كده، اتفرج عليه تمام؟ وبعد ما يتحط عليه بيتحط كده حاجه زي ماكينه التصوير، بيتحط على ماكينه التصوير تتعرض للضوء. الضوء ده بوظيفته ان الفراغات اللي هنا دي في الزنكه يحلقها. يعني الكلام ده ينزل على الزنكه. والفراغات يتم حلقها، فبالتالي اللي هيتطبع فعلي هو الكلام الموجود على الفيلم ده هيتنسخ على الزنكه. طب كده دور الفيلم انتهى. بعد ما عرضته لضوء معين في المكنه المختصه بالموضوع ده. بقى دلوقتي عندي لوح الزنكه تمام؟ بعد كده باخد اللوح ده بحطه في محلول اسمه محلول مظهر بينقي الزنكه من الشوائب اللي فيه. وبسيبه ينشف شويه وبعد كده باخد لوح الزنك ده بحطه جوه مكنه الطباعه اللي هي الاوفسيت. طبعا المكنه بتاخد لون وتدي على الورق. بعد كده انا خلصت اللون ده طبعته على الالف نسخه مثلا، باخد الزنك اللي انا لسه عاملها دلوقتي وبكتب زنكه ثانيه بنفس الفكره. ممكن بقى اطبع لون واحد لونين ثلاثه اربعه. هنا كده فهمنا الموضوع ده ماشي ازاي. موضوع الاوفسيت الحديث او في المطابع الحديثه او الكبيره، ان انا دلوقتي اطبع من الكمبيوتر على المكنه على طول، هل ده يغني عن موضوع فصل الالوان؟ لا ما يغنيش. بس فنيات فصل الالوان بتختلف. يعني دلوقتي انا لما باجي بشتغل في الوضع العادي اللي هو بتاع الاوفسيت باجي بطبع على زنكات. انا بقى لقيت موضوع الافلام والكلام خالص، انا بقى بطبع دلوقتي من الكمبيوتر على الزنكه على طول، ما بقاش في فيلم دلوقتي. طيب موضوع بقى الطباعه نفسها او ان انا ازاي بطبع على الزنكه، الاول كنت بحط الفيلم على الزنكه ويتصور. لا الموضوع ده ليه فنياته، والموضوع الثاني ان انا اطبع من الكمبيوتر على الزنكه مو بشرط ليه فنياته. فده برضه في فصل الوان في الاوفسيت الحديث وفي فصل الوان في الاوفسيت القديم بس مع اختلاف الطريقه. ده بالنسبه للموضوع اللي هو الاوفسيت والنقاط الالوان. برضه حاجه ثانيه نشوفها. في الاوفسيت طبعا زي ما اتفقنا هم اربعه لون، سيان والماجنتا واليلو والبلاك تمام؟ ممكن انا اطبع لون واحد زي مثلا المذكرات بتاعت الثانويه والمدرسين والمدرسين بيطبعوا لون عشان التكلفه، او لونين او ثلاثه او اربعه، اربعه طبعا هو التصميم الملون تمام ده اعلى تكلفه. بس في حاجه هو الستاندرد ان الماجنت الاوفسيت بتطبع اربع الوان، لكن ممكن يبقى خمسه وسته. ممكن في حالات استثنائيه ان انا دلوقتي عملت اللون السيان والماجنتا واليلو والبلاك، عاوز اطلع اللون الفضي ده اللون السيلفر او اللون الفضي ده، عاوز اطلعه ازاي؟ لو عملت خط ما بين السيان والماجنتا واليلو والبلاك مش هيطلع لي اللون ده. فبالتالي انا محتاج زنكه خمسه بعيد عن الاربعه الستاندرد بتوعنا، ان انا اخلي الزنكه دي مخصصه باللون الفضي، وزنكه ثابته خاصه باللون الذهبي. يبقى الذهبي والفضي ما ينفعش اطلعهم اخلطهم من الاربع الوان السيان والماجنتا واليلو والبلاك. ففي الحاله دي عشان اعمل حاجه زي كده تمام، بطبع سيان والماجنتا واليلو والبلاك عادي، طبعا الحاجات بقى الجانا ومش عارف العالم مصر والكلام ده كله، واجي بقى على اللون بتاع القضيه ده اعمل له زنكه خمسه خاصه باللون الفضي. فده بيسموها حالات استثنائيه في الطباعه الاوفسيت. لكن في الطبيعي الطباعه الاوفسيت هي اربعه لون. يعني الطباعه الاوفسيت ما فيش حاجه اسمها خمسه لون سته لون، لا هم اربعه لون. بس انت عشان انت عميل طالب حاجه مميزه او حاجه يعني زي ما انت شايف كده حاجه فضيه او ذهبيه، فالكلام ده بيتعمل له زنكه رقم خمسه وزنكه رقم سته بالاضافه للاربعه الاساسيين طبعا. ده عشان تنفذ الشغل ده. طبعا اللون الفضي ده لان ده الورق نفسه لونه فضي، يعني ممكن انا اجيب الورق الكرتون ده فضي هشتريه تمام واطبع عليه، لان اللون نفسه الورق كان ابيض وانا طبعت اللون على الورق تمام. فده موضوع ان انا ادخل لون سادس او لون خامس مع الاوفس بتاعي. ده نموذج لكتالوجات. تعالوا اوريكم النهارده عينات من الشغل عندنا. ده نظام كتالوج زي ما انتم شايفين كده، بيبقى ليه زي تاب كده او علامه تبويب للصفحه مثلا او حاجه. بس شويه ده من ضمن المنتجات اللي انا اقدر اعملها في الطباعه بتاعتي طبعا. عارفين شنط بلاستيك،
شنطه بلاستيك مش هي مثلا في كارفور في الاماكن دي، بتلاقي كده الشنطه نفسها بلاستيك قويه وعليها تصميم مثلا زي محل ملابس، تمام؟ بتروح تشتري مثلا قميص او تشتري اي حاجه، بيحط لك البائع بتاع المحل مثلا في كيسه كده محترم عليها التصميم بتاعه، عليه اللوجو بتاعه. الكياس دي بتتعمل ازاي؟ الكياس دي الزنجه بتاعتها بتبقى كده بلاستيك، دي زنجه او يعني تسميه افتراضيه ان الشغل بتاع البلاستيك، لما امسك حاجه زي كده يبقى الشغل ده بعمل منه كياس بلاستيك، كياس بلاستيك التصميم نفسه بيطبع على كيس بلاستيك، زي التصميم بتاعت الكياس بلاستيك بتاعت الملابس والكلام الاحذيه والكلام ده. فدي طبعا زي الزنك ده التمبلت او الحاجه ده انا بحط التصميم عليها وبيطبع بعد كده، تمام؟ ده نموذج ميدالية جلد محفوظ عليها الشعار بتاع الشركة، خد مروحة كده على فيكم وبتمرن. ده نموذج الاي دي، عارفين الاي دي اللي هو مثلا ممكن احطه كده مثلا مسؤول خدمة العملاء او مثلا كذا، تمام؟ فده بيتعمل طبعا يتحط التصميم ويتقفل ويبقى فيه كليبس، فده نموذج للاي دي. ده شغل معقد بالنسبه للقشور، بس معمول ازاي؟ طبعا ادوات صحيه يعني بيعوزها منتجات فده برضه فنيات من ضمن الحاجات اللي هي المنتجات بتاعنا. في الاخر بص مثلا كده اظن حاجه راقية جدا، حاجه كده صغيره بتتفتح بعد كده، تمام؟ والشغل طبعا اجزاء كتير جدا، انا بتكلم مثلا في حوالي يعني 18 مقطع او حاجه، كل الكلام ده بيتعمل على الفوتوشوب وبيتظبط بفنيات معينه. ده برضه شغل معقد تاني، بصوا ده كده مفهوم بيتفتح بعد كده في المطويات زي ما انتم شايفين، بعد كده بقوم عادي خلاص كده بقى مطوية بالشكل ده. ده برضه شغل اشغال خشبية، يعني ممكن احط اللوجو بيتحافظ على الخشب زي ابلكاشة كده، ده برشوت معمول على كام تانية، 1 2 3 4 5 6 على 6 تانيات. طبعا البرشوم ممكن يتعمل بكذا تانية، ممكن يتعمل ثلاثي، ممكن ده ثلاثي التانيات بتاعته سداسية، فممكن انا اعمل كذا تانية وكذا كذا طريقة للتانية نفسها الطوي البرشوم. والكلام مكتوب على الفلوس ده لوجو معمول على الاستريتور عادي وبيتحفظ بيتحفظ على الخشب، يعني اللوجو ده موجود على الفوتوشوب بالارقام بكل حاجه، بعد كده بيتحفظ على الخشب بفنيات معينه. دي مأساة الزنجة. لا طبعا هي مش مأساتها كده، هي بس هو ايه ده زي كود تعريفية. عندي مثلا زنجة مقاس 150 في 200 سم، وعندي زنكة 126 في 163 دي كبيرة، وبعد كده عندي زنكة تانية 103 في 77، وعندي زنكة رابعة 61.5، طبعا كل الكلام ده بالسنتي، 61.5 في 72.4، تمام؟ وأصغر زنكة عندي 40 سنتي في 51 سنتي. إذا زي ما وريتكم الأفلام كده دي ليها أحجام، الزنكات برضه ليها أحجام، فدي المقاسات بتاعت الزنكات، تمام؟
بص هنا الخط الفردي ده الكيرف ده اسمه سبوت يو في. انا هقول لكم دلوقتي الخط اللي بيكون مصور مفهوم عليه كده تحس بالخامة. يعني ده كده خامة عادية خط. وهنا ده لو تحس هتلاقي كده فرق كده الخط ده بيبقى حاجة زيادة تكلفة. يعني مثلا البرايات مثلا بيبقى طبعا كده بتزود التكلفة عليه عشان يبقى ايه اشقي يعني شيك اكتر يعني تمام. فده اسمه سبوت يو في تمام. اللي فوق ده اسمه كوفراج عليه بصمة فردي سيلفر. يبقى ده كوفراج بصمة في بصمة ذهبي تمام. وده اسمه سبوت يو في. حط كده صوابعكم على الكيرفين دول شوفوا ايه اللي هتحس بملمس معين وشوفوا المفروض الاوتوميشن دي هو نفس الحكاية. دي كده تعيينات من بعض الحاجات الخاصة بالطباعة. في حاجة بس اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت الناس ده لما قلنا الفرق ممكن نقسمه على كذا حاجة. طبعا الفرق العادي 170 في حاجة اسمها الجاير الكبير والجاير الصغير الكلام ده هنتكلم عليه المرة الجاية اللي هو مقاسات مخصصة للفرق مختلفة عن ال 170 العادي. فاحنا قلنا الفرق لما نيجي نقسمه على 16 بيطلع لنا الورقه دي. طبعا الورقه دي اسمها يعني الورقه دي كده بي 5 مش اي 5. لكن لما اجي انا اطبع كتاب يعني ده كتاب اي 5 فبيطبع بفرده على صفحه تكون واسعه عليه شويه. الكتله النصيه دي او كتله الكلام ده اي 5 مطبوع على ورقه بي 5. اذا الفرق بتاعنا بيطلع 16 قطعه بي 5 تمام. انا بجيبه عشان اطبع عليه 16 صفحه اي 5 ده بالنسبه للفرق. تاني حاجه بالنسبه للفرق لما بيطلع قلنا بيطلع 8 اي 4 بيطلع 8 اي 4 وبعدين بيسيب اماكن هادره. يعني هو ما بيطلعش مثلا عندي الفرق اهو طلع 8 بالظبط وما يسيبش اي حته هادره. لا بيسيب بعض الاماكن هادره. ممكن اتفضل يا استاذ. في بعض الفنيين بتقص في ناس بتستسهل فيطلع لك هادر كتير بالنسبه للورق وفي ناس بتحاول بقدر الامكان تحقق لك اعلى نسبه بالنسبه للقطع اللي هتطلع 8 اي 4 او 9 اي 4. فكده بقى عارفين ان في اماكن في حاجات هاتر بالنسبه للفتح. طيب هنتكلم دلوقتي احنا قلنا المره اللي فاتت ان في معادله حسابيه بتحسب لي الكعب بتاع الكتاب. انا دلوقتي عملت الغلاف الكتاب على الفوتوشوب بفرده كده. طبعا الغلاف لما بيجي يتصمم ما بتعملش انت ملف الوش لوحده وملف للكعب وملف للضهر. ممكن كان يتعمل مش مستحيل بس الصح او اللي احنا بنعمله ان التصميم كله مع بعض. يبقى كده انا فاتح فوتوشوب عندي التصميم كده. طب انا دلوقتي لو انا بشتغل كتاب عربي زي ده كده بحط الوش فين؟ على ايدي الشمال. يبقى انا فاتح التصميم بتاعي على الفوتوشوب. لو جينا مثلا جبنا الفوتوشوب اهو وفتحنا تصميم مثلا بالعرض A4 ونخليه بالعرض تمام. انا لو حاطط الكتاب بتاعي كده على التصميم تمام. فكده بالتالي احنا هنقسم التصميم زي ما اتفقنا الوش العربي طبعا ده كتاب عربي يبقى نخليه كده الوش هنا والضهر هيبقى هنا. طب نفترض ان ده كتاب اجنبي كتاب انجليزي يبقى العكس. وش الكتاب الانجليزي لو مثلا كتاب من امريكا ولا حاجه يبقى الوش هنا والضهر بتاعه هنا. طبعا عشان ما تدوخش نفسك ايه ده اغلب شغلك هيبقى كتب عربيه. يعني لو انت سافرت دوله اجنبيه ولا حاجه هيبقى الموضوع مختلف. لكن طبعا انت شغال في مصر يبقى كل الكتب اللي هتجي لك كتب عربيه. الكتب العربيه تشتغل الوش بتاعها من هنا والضغط هنا وفي النص طبعا الكعب ده سيبه. طيب احنا قلنا لما نيجي نعمل الكعب نحسبه قلنا في معادله حسابيه. طب المعادله دي انا ازاي انا احدد السمك بتاع الكعب ده واحدده بناء على ايه عشان ما يطلعش غلط في الطباعه والكعب ده يجي هنا مثلا ويجي الناحيه الثانيه ويتقص من جزء منه. الكلام ده لازم يتحسب بدقه. طب يتحسب بدقه ازاي؟ انا عندي حاجتين بقيس بيهم الغلاف او بقيس بيهم الكعب. اول حاجه عدد الصفحات بتاعت الكتاب. تاني حاجه وزن الورق. طبعا الورق ليه اوزان فيه 70 جرام فيه 80 جرام. طب يبقى انا هستخدم اثنين معيار اثنين بارامتر بالنسبه لي واحد للوزن الورق والتاني للمقاس بتاع عدد الصفحات بتاعت الكتاب.
طب الكلام ده نحسبه ازاي؟ لو جينا مثلا جبنا كتاب مثلا صغير كده، الكتاب ده تمام هو 160 صفحه، بس هنفترض ان الكتاب ده كام؟ 100 صفحه. تمام. طب الكتاب ده دلوقتي عدد صفحاته كام؟ 100 يا جماعه. جميل، مفيش مشكله. طب وزن الورق 80 جرام. طب هنحسب بقى الكعب ازاي؟ هنيجي اول حاجه لو عاوزين تكتبوا الكلام ده اكتبوه برضه معايا، بس افهموا بس الموضوع الاول، انا سيبكم تكتبوا الكلام ده في النص كده. ماشي تمام. اول حاجه يا جماعه بجيب عدد صفحات الكتاب واقسمها على 16. طب ليه بقسمها على 16؟ عشان اتفقنا ان الملزمه 16 صفحه، اي ملزمه في كتاب كده بيبقى عباره عن ملازم ورا بعض فوق بعض كده، وبعد كده بيتقفل بالكل ده. فانا كده كل ملزمه، ده مثلا كتاب 160 صفحه، يبقى بالتالي في كام ملزمه؟ في 10، يعني الملزمه 16. تمام. طيب انا دلوقتي عندي عدد صفحات الكتاب مثلا 100 صفحه، بقسمها على 16 هيديني الناتج. تمام. الناتج ده نضربه في 1% من وزن الورق. طب وزن اتفضل يا جماعه، واحده واحده. انا دلوقتي عدد صفحات الكتاب 100 صفحه، هنقسمه على 16 هيديني ناتج. تمام. الناتج ده نضربه في 1% من وزن الورق. طب ايه هو وزن الورق؟ ايه هو وزن الورق؟ 70 جرام. مثلا نعمل اغلب الكتب دلوقتي 80 جرام، اللي هي الحاجه دي زي الكتاب ده مثلا، ده 80 جرام، في 60 جرام اللي هو بتاع الجرايد، 50 و60 جرام ده الورق الجرايد الخفيف ده، وفي اتقل من كده، وفي مثلا ده ورق كوشيه، يعني الغلاف نفسه ورق كوشيه، ده ممكن 270 250 جرام كوشيه، اللي هو الكرتون ده، الغلاف الكرتون ده 250 او 300. تمام؟ طيب خلينا في الورق الداخلي، الورق الابيض اللي هو جوه الكتاب ده 80 جرام. يبقى اذا دلوقتي انا عرفت اثنين معلومات، اول حاجه عدد صفحات الكتاب اللي هو 100 صفحه، وتاني حاجه وزن الورق 80 جرام. طيب نبتدي نشتغل على الموضوع ده. بجيب عدد صفحات الكتاب 100 صفحه بقسمها على 16 يديني الناتج. باخد الناتج ده بضربه في 1% من وزن الورق اللي هو 80 جرام، يبقى اضرب 1% في 80. تمام؟ مثال عدد صفحات الكتاب 100 صفحه، وزن الورق 80 جرام، يبقى عامل ايه دلوقتي؟ عجيب. اول حاجه تمام. هجيب ال 100 بقسمها على 16، طلع لي كام؟ 6 وربع، 6.25. تمام كده؟ يبقى كده 6 وربع. طيب معايا القيمة دي، بعد كده بجيب ال 80 جرام أو ال 80 بتاع وزن الورق بضربه في 1% عشان يطلع لي 1% منها. دلوقتي ال 80 جرام عايز أطلع 1%، بضربها في 1% طلع لي 8 من 10. يبقى 8 من 10 دي 1% من ال 80. يبقى اصبح دلوقتي معايا 8 من 10، عندي دلوقتي ال 6 وربع اللي هي ناتج ضغط قسمه ال 100 صفحه على 16. تمام؟ طيب باجي بعد كده بضرب ال 6 وربع في 8 من 10، هيديني في الاخر الناتج اللي هيطلع بالملي متر 5. حد مش فاهم الموضوع ده؟ كمان وصل كده؟ يبقى كده دي معادله حساب الكعب بتاع الكتاب. لو انتوا عاوزين تصوروها او تكتبوها انتوا معايا. بالنسبه في بعض الناس اشتكت من موضوع اللينك بتاع الفوتوشوب، قال ان اللينك مش شغال. انا عملت تشيك عليه النهارده ونزلته من الميديا فايل دي لحضراتكم، نزل عادي، عمل داونلود وسطبته مفيش اي مشاكل خالص، فممكن تعيد التسطيب تاني، او لو انتم مش عاوزين تحملوا من اللينك ده في موقع، لو موقع معتز هناخده دلوقتي مع بعض مش نتعرف عليه. اكتبوا بس الموقع ده الاول. www.معتز.net. تمام كده؟ طيب لما اجي اخش على الموقع ده، طبعا اسمه مختصر وسهل، هيطلع لي في الاخر واجهه الموقع تبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. الموقع ده لشاب سوري عامل موقع لتحميل برامج الكاميرا، برنامج بالكلام بتاعه كل حاجه، بس مصنفه حسب التصنيف بتاعته،
عندي هنا البراوزر والبلاجنز تمام، عندي هنا الادوبي برودكتس اللي هي المنتجات بتاعت ادوبي تمام، عندي مايكروسوفت برودكتس تمام، عندي هنا السيستم والتولز، عندي هنا المسجنج والشات الحاجات البرامج بتاعت الشات والمحادثه والكلام ده، عندي الريكفري بروجرامز اللي هي برامج استرجاع الملفات، عندي درايفرز بروجرام برامج التعريفات اللي بتجيب تعريفات للكمبيوتر، عندي الاوفيس والنيوز، عندي اللينكس لو حد مهتم بنظام تشغيل لينكس ده نظام زي الماكنتوش زي الويندوز تمام، عندي الكوبي سي دي والدي في دي البرامج اللي هي بتاع زي النيرو والكلام ده اللي بتنسخ الدي في دي والسي دي، عندي البرامج الخاصه بالموبايل، عندي ايه تاني، عندي الديسكتوب بروجرامز، عندي السيستم، عندي انتي فايروس والفاير وولز برامج الحمايه، عندي برامج ضغط الملفات والاسترجاعها وعمل الباك اب منها، عندي البرامج الهندسيه بتاعت المهندسين المعماريين والفنون الجميله والمدني والكلام ده كله تمام، عندي برامج الصوت والفيديو تعامل مع الصوت والفيديو، عندي برامج الفايل ترانسفير والنتورك الحاجات الخاصه بالنقل الملفات والنتورك تمام، عندي منتجات شركه اوتوديسك اللي بتعمل اوتوديسك مايا واوتوديسك 3 دي ماكس واوتوديسك كاد اوتوكاد والكلام ده، عندي اللانجوج شباك اللي هي الواجهات بتاعت اللغات بتاعت الويندوز نفسها اللي ممكن اخلي الويندوز باللغه الفرنسيه بالعربي حسب ما انا احب، بس طبعا افضل يبقى بالانجليزي. كل دي تصنيفات او يعني اقسام للبرامج هو مصنفها عشان لما تيجي تدور على البرنامج تبقى عارف انت صافي. طب ما يعنينا في الموضوع ده هو القسم ده اللي هو ايه؟ ادوبي برودكتس اللي هي منتجات شركه ادوبي بما اننا بنشرح الفوتوشوب. طب هو جايب لك هنا كل منتجات ادوبي او الحاجات المشهوره فيها. فانا على سبيل المثال عندي انا بشرح الفوتوشوب 2018 فعندي هنا فوتوشوب سي سي 2018 اللي هو 32 بت تمام؟ وعندي هنا الفوتوشوب 64 بت تمام 2018 برضه. فانا لو ضغطت مثلا على سبيل المثال على الفوتوشوب 2018 64 هيطلع لي الاطار ده، بضغط على داونلود هيطلع لي الكلام ده في شاشه لوحدها او في صفحه لوحدها. هنا بيقول لي البرنامج اسمه فوتوشوب، هنا النسخه دي تدعم الكتابه باللغه العربيه 64 بت، رقم الاصدار الفني بتاعها، نوع النسخه 64، الحجم بتاعها 1.85 ميجا يعني 1 او 2 جيجا يعني داخل على 2 جيجا. ده معرف الملف ده حاجه عشان تكشف الملف يعني صالح ولا مش صالح يعني. وبعد كده التحميل من رابط مباشر او التحميل من رابط بديل. فانا لو ضغطت مثلا تحميل من رابط مباشر ضغطت هنا تمام هكتب بقى دلوقتي ايه بيقول لي هكتب لي حاجه برنامج طبعا اللي انتوا عارفينه كله الانترنت داونلود مانجر كله عارفينه تمام. فلو ضغطت هنا ستارت داونلود هيبتدي يحمل بشكل طبيعي جدا مفيش اي مشكله. فاذا دلوقتي الموقع المعتز ده اي برنامج عاوزينه بنخش عليه ونقدر نحمل على سبيل المثال فوتوشوب او اي برنامج ثاني انستيتور بليدج اي حاجه. طب دي حاجه مش هيحتاج كود عشان لا ما هو معاك كلاك يعني كل برنامج بتحمله هو حاصل معاك كلاك بتاعه الاكتيفيشن جوه الفولدر جوه الملف المضغوط اللي هو انت بتحمله تمام. برضه عامل حاجه ثانيه ده كل الكلام اللي احنا شفناه ده خاص ببرامج الويندوز. في عندي الاندرويد لو انا عاوز برامج خاصه بالاندرويد ابلكيشنز الاندرويد كلها هو برضه فيها عامل صفحه او جزء مختص بالحاجات اقسام الاندرويد مثلا انتي فايروس بتاع الاندرويد البرامج المتصفح على الاندرويد على كل ده على الموبايلات. عندي مثلا الصوت والفيديو برامج مشغلات الصوت والفيديو الميديا على الموبايل تمام. عندي الفوتو والكاميرا البرامج اللي بتتعامل مع الكاميرا والتصوير والكلام ده كل دي برامج وتطبيقات خاصه بالاندرويد تنزل على موبايلات السامسونج الاندرويد تمام. طب عامل قسم ثالث للماك. طبعا انا قلنا ان في اجهزه ماك وفي اجهزه اي بي ام. طب انا دلوقتي لو شغال على جهاز ماك وعاوز انزل برامج برضه نفس الحكايه عامل انتي فايروس للماك ينزل على نظام ماكنتوش اللي هو بيشتغل على اجهزه الابل تمام. كل دي تصنيفات برضه نفس الحكايه بالظبط تمام. ده بالنسبه لقسم الماك. عامل على الايفون الناس اللي معاها ايفون تمام. احنا اتكلمنا عن اندرويد سامسونج والكلام ده. دلوقتي لو حد معاه الايفون دي البرامج الخاصه بيه اللي تنزل على الايفون بس تمام جميع الاصدارات. دي بقى حاجات تانية انا مش عارف دي بتاعت ايه بس يعني هو الراجل مظبط الدنيا يعني عامل موقع متكامل في برامج للويندوز في برامج للاندرويد في برامج للماكنتوش في برامج للايفون فعندك كل حاجه موجوده بالاقسام بتاعتها فوق كده تختار اللي انت عاوزه. ده بالنسبه للموقع معتز لو حبيتوا انتوا تحملوا اي برنامج على سبيل المثال لو الفوتوشوب. طيب هناخد اول حاجه المحتوى بتاع المحاضره بتاعتنا الطبقات.
هنتعرف اول حاجه على موضوع الطبقات. احنا طبعا اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا يعني ايه طبقات، قلنا ان التصميم بيبقى عباره عن طبقات فوق بعض، كل طبقه لان بيبقى فيها عنصر لان فيها اكتر من عنصر، او ممكن يكون طبقه شفافه ما فيهاش اي عناصر خالص. تمام. طيب انا دلوقتي عاوز اعرف الاول ايه انواع الطبقات اللي في الفوتوشوب. لو فتحنا الملف ده تايبس اوف لايرز، اول حاجه عندي طبقه الخلفيه اللي هي الباك جراوند لاير. هنا بيقول لي هذه الطبقه تجدها في اسفل لوحه الطبقات، وهي تعبر عن الارضيه التي توضع فوقها العناصر والمكونات المختلفه للتصميم. دي بتلاقيها تحت خالص في اللوحه او البليتة بتاعه الطبقات. كل الكلام ده هنشرحه نظري وهنخش نقول الكلام ده عملي ونتعرف عليه. بعد كده عندي طبقه شفافه ترانسبيرنت لير، هذه الطبقه يوضع عليها عنصر او اكثر من عناصر التصميم باستثناء النصوص فيها، فلها طبقه خاصه بها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي ممكن اعمل كرييت نيو ترانسبيرنت لايرز واحط عليه اي حاجه، احط صوره البطه، احط اي عنصر، اي حاجه مفيش مشكله، باستثناء النص. لو جيت انا اكتب كتبت مثلا الفوتوشوب او كتبت مثلا دوله الفوتوشوب، لما اجي اعمل كتابه باستخدام اداه الكتابه اللي الفوتوشوب بيوفرها لي، هو اوتوماتيك بيعمل طبقه مختصه بالكتابه عليها حرف الكي، بعيده خالص عن موضوع الترانسبيرنت. تمام. فدي ليها طبقه واحده. طب طبقه النص اللي هي قلنا عليها دلوقتي اللي هي تكست لاير، هذه الطبقة مخصصة لوضع النصوص بها، حيث يتم إنشاؤها تلقائيا بلوحة الطبقات بمجرد البدء في استخدام إحدى أدوات الكتابة بصندوق الأدوات. يعني مجرد ما أنا أختار أداة الكتابة في صندوق الأدوات وأبتدي أضغط كليك داخل التصميم عشان أكتب اللي أنا عاوز أكتبه، هو أوتوماتيك بيكريت لير خاصة بالكلام اللي أنا أكتبه دلوقتي. بعد كده عندي طبقة التأثير الإفكت لير أو الستايل لير، هذه الطبقة تحتوي على تقسيم معين تتم إضافته للعناصر الموجودة بالطبقة الشفافة أو إلى محتوى طبقة النص. يعني الكلام ده إيه؟ أنا دلوقتي عندي طبقة شفافة حط فيها مجموعة عناصر، وعندي طبقة تانية خاصة بالنص كاتب فيها، تمام؟ ممكن أضيف طبقة فرعية للطبقة الشفافة عليها تقسيم معين، مثلا على سبيل المثال أنا عندي طبقة شفافة حاطط فيها صورة البطة، تمام؟ ممكن اعمل تاثير في طبقه ثانيه فرعيه يطبق التاثير ده على البطه نفسها على العنصر ده، وممكن نفس التاثير اطبقه على التكست او العباره اللي انا كتبتها في اللايرز اللي خاصه بالتكست. تمام. يبقى دي طبقه فرعيه، وتعتبر طبقه التاثير طبقه فرعيه تابعه للطبقه المطبق عليها التاثير، سواء كانت طبقه شفافه او طبقه نص. طبعا كل ده ما تلاقوش هنتعرف عليه عملي، بس احنا بنشرحه بس الاول نظري. طبقه القناع او الماسك لير، هذه الطبقة تعد بمثابة قناع يستخدم في إظهار أو إخفاء جزء معين من إحدى الطبقات التي تقع أسفل الطبقة المرتبطة بها طبقة القناع. يعني إيه طبقة القناع؟ يعني عندي طبقتين فوق بعض، تمام؟ طبقة القناع دي إن أنا فاتح التصميم بتاعي مثلا تصميم معين أو صورة معينة، تمام؟ طبقة القناع وظيفتها إن هي تظهر لي أماكن معينة من الطبقة اللي تحتيها وتخفي لي أماكن تانية باستخدام اللون الأبيض والأسود. دي طبقة القناع أو الماسك لير. يبقى كده اتفقنا على موضوع اللي هو طبقات او انواع طبقات تانية. في طبقات اخرى متقدمه هنتعرف عليها لاحقا ان شاء الله. طيب نبتدي بقى ناخد الكلام ده بشكل عملي. هنفتح تصميم جديد ونقول له مثلا الخلفيه بتاعتي خليها لي مثلا ايه بلاك، تمام؟ نخلي مثلا التصميم بتاعنا ورق اي 4 عادي ريزوليوشن 300 او جي بي كولر، ماشي تمام. كل الكلام ده نخليه بلاك، او نخلي مثلا لون احمر او مثلا لون ايه مثلا اخضر، تمام كده. فتحت تصميم جديد باللون الاخضر للخلفيه، فعندي دلوقتي الباك جراوند محطوط عليها اف، يبقى دي طبقه الخلفيه اللي هنتكلم عليها اول حاجه، تمام. طيب انا دلوقتي تركيزي كله على موضوع الطبقات النهارده. طيب اذا اول حاجه نتعرف عليها هي الباليتا بتاعه اللايرز، نجيبها كده في النص زي ما انتم شايفين. الباليتا دي بيبقى كل طبقه موجوده في التصميم بيبقى لها بس اللي هي نموذج معين اللي هو بيتقال عليه سامبلين اللي هو النموذج المصغر بتاع المعينه، تمام. انا بما اني لسه فتحت تصميم جديد فما فيش قدامي الا طبقه واحده بس اللي هي مكتوب عليها باك جراوند وهي باللون الاخضر وعليها رمز الاف، لان هي دلوقتي بيقول ان هي مقفوله. طبعا الكلام ده على اخره يعني ايه مقفوله ومفتوحه، كل الكلام ده اعرفه. طيب انا دلوقتي مطلوب عاوز اعمل طبقه جديده. اول حاجه انا هاخدها دلوقتي ازاي نعمل طبقه جديده. الطبقه الجديده اللي انا عاملها هتبقى ترانسبيرنت، هتبقى طبقه شفافه. ازاي اعمل طبقه جديده؟ باجي هنا تحت في الباليتا بتاعت اللايرز، في عندي ايقونه على ايدينا اليمين كده بعد الايقونه بتاعت الريسايكل بن دي بتاعت الباسكت،
الايقونه دي عباره عن ورقه يعني فيها كده ايه شبه ثانيه بسيطه كده. لو وقفت عليها مكتوب في النيم مكتوب كرييت نيو لاير. لو ضغطت ضغطه واحده كده عمل لي ايه لاير جديده شفافه زي ما انتم شايفين كده تمام. بيسميها اوتوماتيك لاير 1 ده باي ديفولت بالنسبه لي. طب لو حبيت اضغط ضغطه ثانيه على نفس الزر ده او نفس الرمز ده بيطلع لي لاير 2 تمام. لو ضغطت مره ثالثه لاير 3 لاير 3 فكده اصبح ان هو دلوقتي بيكريت لي طبقات. طب ممكن اعمل كده ازاي بحاجه ثانيه؟ ان انا اجي هنا في لاير واقول له نيو وبعدين اقول له نيو لاير هيعمل لي هيقول لي هنا عاوز اسميها ايه لاير 4 على اساس ان هو كان في 1 و2 و3 موجودين اصلا احنا لسه عاملينهم دلوقتي فهيقول لي دلوقتي لاير 4 تمام فاقول له اوكي تمام. في طريقه برضه ثانيه ان انا بدل ما اضغط نيو الكلام ده اقول شيفت زائد كنترول زائد ان يعني انا واقف هنا اضغط على مفتاح الشيفت زائد كنترول زائد الان كده برضه فتح لي النافذه دي بيقول لي انت عاوز تسميها ايه لاير 5 هو لاير 5 باي ديفولت هنقول له اوكي كده حط لي اللاير الخامسه. طبعا اسهل طريقه اللي هي الايقونه اللي تحت دي بدل ما يطلع لك بقى مربع وتقعد تقول له الاسم اللاير ايه لا تقول له على طول كده كرييت ا نيو لاير هبتدي ايه كده زي ما انتم شايفين اهو ضغطه واحده عماله تجي بص انا كرييت لغايه كام؟ 30 لاير لغايه دلوقتي جميل كده؟ طيب في امر احنا خدناه قبل كده اللي هو ريفيت لو انا مثلا فاتح بس هو مش هيطبق هنا عشان لسه فاتحين تصميم جديد لسه ما سايبلوش. طيب نلغي الكلام ده كله طبعا هقول لكم ازاي تلغوه بس ايه مبدئيا كده هلغيه. رجعنا الباك جراوند بتاعتنا او اللاير الوحيده الموجوده. طيب انا دلوقتي لما جيت قلت له هنا نيو لاير سماها لي لاير 1 طب انا مش عاوز يبقى اسمها لاير 1 عاوز يبقى لها اسم تاني فانا مثلا اغير الكلام ده ازاي او اعمل الكلام ده ازاي؟ النموذج بتاع المعاينه الموجود في الباليتا بتاعت لاير في كذا مكان او في كذا جزء انا واقف ده بص زي ما انتم شايفين كده بص معايا الوقت كده كذا معايا الجزء اللي انا بشاور عليه بالماوس ده الجزء ده خاص بنموذج المعاينه لللاير اللي انا واقف عليها. لو انا ضغطت هنا غير لو ضغطت هنا غير لو ضغطت هنا. يعني لو جيت انا ضغطت هنا رايت كليك هيطلع لي القايمه دي في الجزء اللي هو خاص بالمعاينه. طب لو جيت ضغطت هنا رايت كليك هيطلع لي قايمه ثانيه. طب لو جيت هنا ضغطت دبل كليك هنا بالماوس هيطلع لي اللاير ستايل اللي هي النافذه الخاصه بالتاثيرات. طب برضه لو جيت ضغطت هنا هيطلع لي برضه نفس النافذه اللي هي لاير ستايل. لكن في حاجه بقى انا دلوقتي عاوز اغير اسم اللايرز دي فلما اجي اضغط ما اضغطش هنا يعني لو ضغطت هنا دبل كليك هيفتح لي اللاير ستايل انا مش عاوز اللاير ستايل ولو ضغطت هنا برضه دبل كليك هيطلع لي اللاير ستايل برضه مش عاوز اللاير ستايل. لو عاوز اغير اسم الملف اغيره ازاي؟ بضغط دبل كليك على الكلمه نفسها او على النص اللي انا عاوز اغيره يبقى انا مكتوب هنا لاير 1 اضغط دبل كليك عليه بالظبط هيبتدي يفتح لي زي ما انتم شايفين هنا خانة عشان اغير الاسم المكتوب هنا ومظهر لي الاسم الحالي اغير الاسم ده بالاسم الجديد فانا دلوقتي امسح الكلام ده لو مكتوب لاير 1 وبعدين اكتب هنا طبقه شفافه بالعربي مثلا جديده مثلا يعني تمام وضغطنا ضغطنا انتر طلع المسمى الجديد بتاعي اللي هو طبقه شفافه جديده يبقى كده عرفنا ازاي نغير اسم اللاير نفسها. تاني اول حاجه انا بس لو عملنا كنترول الت زد تمام انا دلوقتي عملت لايرز جديده عرفنا ازاي نعمل كرييت لير. طب عاوز اغير اسم اللاير دي لو انا ضغطت في اي في هنا على نموذج معين هنا يعني بص دي واحده لو ضغطت في النموذج بتاع المعينه ده هنا هيفتح لي النافذه بتاعت لاير ستايل انا مش عاوز الكلام ده ولو جيت ضغطت هنا برضه هيطلع لي نفس النافذه. طب انا عاوز اغير اسم اللايرز اللي هي اسم اللايرز مكتوبه زي ما انتم شايفين لاير 1 تمام بضغط على النص نفسه في الجزء بتاع الكلمه دي بضغط عليها دبل كليك هيفتح لي خانه صغيره كده الخانه دي بكتب فيها الاسم الجديد يعني لو ضغطت دبل كليك فتح لي الخانه هنا يعني. بمسح المكتوب شايفين انا مسحت دلوقتي وبعدين بكتب اي حاجه مثلا دوره الفوتوشوب هو معلش انا معذره نسيت انا اغير الريزوليوشن اغيره برضه بالمره عشان ايه يبقى اوضح حاسس ان هو مش زي المره اللي فاتت اقل شويه صح؟ كده اوضح شويه ولا نرجعه زي ما كان؟ كده احسن؟ لا زي الاول احسن. طب كويس كده صار تمام صار اوكي.
يرجعوا زي ما الاول كده. هو مع زيادة بس ان بروجيكتو مشكلته ان هو الريزولوشن بتاعه مهما تعمل مش هيبقى زي الشاشه. يعني هو طبعا زي ما انتم شايفين الحجم بتاع بروجيكتو ده لو جبنا شاشه نفس الشاشه دي نفس الحجم ده هتبقى شاشه 60 بوصه اللي سامسونج تلاقيها في كارفور وفتح الله كده شاشه كبيره سامسونج تمام. طبعا الشاشه بتبقى افضل في الريزولوشن لكن البروجيكتو بيفيدك في الاماكن اللي فيها تعداد كبير. يعني مثلا ساعه على سبيل المثال السينما مثلا فيها مثلا 100 واحد او 200 واحد فطبعا عشان يعمل لك شاشه تخلي ال 200 دول او 500 واحد في السينما يتفرج على فيلم طبعا ما اخترعوش لغايه دلوقتي شاشه مثلا 30 متر في 30 متر. لكن بروجيكتور لو انت بعته مسافه بعيده ممكن يجيب لك اعلى من كده بكتير. يعني كده بالنسبه له صغير ممكن مثلا يبقى ايه 20 متر في 20 متر. ليه؟ لان البروجيكتور كل ما تبعت يعني كل الجهاز ده ما تبقى تطلع بيه ورا كل ما يزود الحيز بتاع الشاشه. لكن الشاشه العاديه مثلا في قاعه زي دي بتبقى افضل بالنسبه للريزولوشن لكن البروجيكتور بيبقى ضعيف شويه. ده الفرق يعني ما بين الشاشه وما بين البروجيكتور. نرجع لموضوعنا. طب انا دلوقتي جيت انا غيرت دوره الفوتوشوب كتبت انا الاسم جديد. كتبنا الاسم الجديد دوره الفوتوشوب. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه لو انا عملت رايت كليك على الكلمه هيطلع لي القايمه دي. في عندي هنا امر اسمه رينيم. على ايه ثواني لا هو مش موجود في القايمه دي. طيب يعني ما علينا. المهم يعني لما اضغط دبل كليك اقدر انا ايه اغير اسم اللي هي بتاعتي زي ما انا عايز. فكده اسميها مثلا طبقه شفافه هي دي كده عرفنا ازاي نغير اسم اللير. في اي مشكله؟ تمام كده. طيب عاوزين نحرك المحتوى بتاع الطبقه نفسه. احنا خدنا المره اللي فاتت في السليكشن ان هنحرك السليكشن. في فرق ما بين نحرك السليكشن وما بين نحرك الجزء اللي هو محدد. ناخد الكلام ده تاني نسترجعه. لو جينا فتحنا اوبن وجبنا التصميم بتاعنا على سبيل المثال جبنا التصميم ده جينا عملنا سليكشن على شكل مربع جميل كده. لو انا واقف على الاداه اللي هي بتاعت السليكشن لما يخش جوه الحيز بتاع السليكشن هيطلع لي شكل راس المثلث لونه ابيض وتحت كده مربع. لكن لو ضغطت على الموف تول هيطلع لي راس اللي هو المثلث الاسود ده ومعاه مقص كده يوضح لي هو هيقص. طب انا دلوقتي في المحاضره اللي فاتت قلنا ان احنا بنحرك السليكشن براحتنا بالطريقه العاديه بتاعتنا. طب المفترض انا مش عاوز احرك السليكشن انا عاوز احرك الجزء اللي هو محدد نفسه. فبضغط على الموف تول وباجي بتحرك كده اتحرك معايا الجزء ده تمام. فده اسمه تحريك او ده اللي انا بتكلم عليه ده تحريك الجزء المحدد نفسه. طيب بعد كده هنتكلم عن انطلاق طبقه باكملها بلون او نمط جاهز. احنا طبعا في السليكشن المره اللي فاتت قلنا ان احنا عملنا دلوقتي سليكشن ومش عارفين وظايفه ايه او ايه اللي نقدر نستفيد فيه. خدنا حاجه واحده بس ان احنا نلغي او نقطع جزء عن طريق الموف تول فكده عرفنا ان احنا مثلا بنلغي الجزء. طب في استخدامات ثانيه للسليكشن؟ اه في استخدامات ثانيه. الاستخدامات الثانيه دي زي ايه مثلا؟ زي انا مثلا الجزء المحدد ده انا عاوز املي بلون. يعني انا مثلا لو جيت اخترت هنا لون طبعا قبل ما نختار اللون انا اعرف بس الجزء ده نتعرف عليه. الجزء ده يا جماعه بيبقى عندي اثنين نموذج لاختيار الالوان. بمعنى ايه؟ اشرح لكم كده بشكل ايه يعني ايه عام كده. انا نفترض عندي اثنين مثلا برطمان او اثنين حاجه مثلا بحط فيها لون معين تمام. الفوتوشوب بيوفر لي ان انا اخترت مثلا درجه لونيه معينه وعاوز احافظ على الدرجه دي وعاوز اختار لون ثاني جنب الدرجه دي فعندي اثنين نموذج اقدر اختار فيها اللون. فعندي حاجه اسمها الفور جراوند كلر وفي حاجه اسمها الباك جراوند كلر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اكني عندي جالون بحط فيه لون احمر وجالون ثاني بحط فيه لون مثلا اخضر تمام. غيرت في الاحمر الاخضر زي ما هو تمام. غيرت في الاخضر الاحمر زي ما هو. فكده بيبقى عندي اثنين نموذج او اثنين نموذج ان انا اختار اللون بتاعي براحتي. اول نموذج اللي هو الفور جراوند كلر لو ضغطت كليك
كليك واحده بس هيطلع لي حاجه اسمها كلر بيكر. كلر بيكر يعني هو ملتقط الالوان، يعني هو دلوقتي الكلر بيكر ده وظيفته ان هو يلتقط درجه لونيه معينه عشان يطبقها. طب الكلر بيكر ده بيتم تخصيصه وفقا لطبيعه الاداه او طبيعه الحاجه اللي انا باخدها. فانا دلوقتي هو فتحه لي الكلر بيكر الخاص في الفور جراوند كلر اللي هو النموذج الاولاني اللي انا بقدر اختار منه الدرجه اللونيه. طب ازاي اختار الدرجه اللونيه بتاعتي؟ هنا عندي لو انا حركت المؤشر كده معايا ضغطت كليك وبعدين اتحركت هبتدي اغير في لون النيو. يعني بص لو خدتوا بالكم هنا عندي الجزء ده الكرنت اللون الحالي كرنت تمام، وعندي ده اللي بيحصل هنا هو اللون الجديد. فلو جيت اتحركت كده ركزتوا في المربع اللي انا اشرت عليه جيت اخترت مثلا اللون ده لاحظوا اللون بيتغير، شايفين اللون بيتغير؟ اللون اللي فوق بيتغير واللون اللي تحت ايه؟ ثابت على البرتقالي. انا دلوقتي اخترت الاخضر فوق اللي هو الجديد وتحت البرتقالي ده اللي هو القديم او الحالي. لو جيت مثلا اخترت كده كده الازرق هو الجديد وتحت البرتقالي تمام. طب النافذه دي او الكلر بيكر دي بيفيدني انا اختار درجه من اللونيه معينه وفقا لدرجات الالوان المتاحه. الكلام ده طبعا هناخده بالتفصيل في المحاضره الجايه مع الالوان والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي اخترت اللون مثلا زي الاحمر تمام وقلت له ايه اوكي كده خليت اللون عملت ست للكلر الموجود هنا في الفور جراوند كلر خليته باللون الاحمر. طب عندي تحت في مربع صغير مكتوب معمول فيه اللون الاصفر ده بقى بيقول لي ست باك جراوند كلر لو ضغطت عليه هيغير لون الخلفيه. طبعا مش خلفيه التصميم، الخلفيه اللي هي النموذج او النموذج. فانا مثلا بدل ما هو اللون الاصفر اخليه ايه لون الازرق تمام كده قلت له اوكي. اصبح دلوقتي انا عندي اثنين عينه لونيه، عندي اثنين نموذج، نموذج باللون الاحمر ونموذج باللون الازرق. اقدر استفيد من النموذجين دول كان انا جايب اثنين جالون، واحد حاطط فيه لون ازرق، واحد فيه حاطط فيه لون الاحمر. عاوز اختار حاجه مثلا معينه اخليها باللون الازرق يبقى الجا للباك جراوند كلر. عاوز اللون الاحمر الجا للفور جراوند كلر، تمام؟ طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه لو انا حبيت اخليها باي ديفولت اللي هي اللون الابيض والاسود بضغط على الايقونه اللي تحت دي، شايفين الهيله دي؟ ممكن اجيب لكم تول بوكس كده شويه بحيث تقدروا تشوفوه اكتر. عندي الايقونه اللي هي اللي انا بشاور عليها اللي عباره عن مربع ابيض واسود، لو ضغطت عليها هيخلي لي الديفولت الفور جراوند باللون الاسود والباك جراوند باللون الابيض. طب نفترض عاوز اعكس بضغط على السهمين المتقاطعين مع بعض دول بيعكس لي يخلي لي الابيض الفور جراوند واللي تحت هو الباك جراوند. طب الكلام ده لو عملته مع الالوان مفيش مشكله، اخترت مثلا لون احمر بالنسبه للفور جراوند وبالنسبه للون الباك جراوند اخليه اللون الاخضر تمام. خليه دلوقتي الفور جراوند احمر واللي تحت الاخضر. طب عاوز اعكس بضغط على الايقونه دي بتعكس لي تخليه اللون الاخضر فوق واللون الاحمر تحت. لو ركزوا كده معايا شوفوا اللي بيحصل. بعمل ايه دلوقتي؟ بعمل سويتش، بعمل سويتش ما بين اللونين الاخضر والاحمر ببدل. بيتبدلوا هناك فين؟ ما هو ده النموذج كويس انت ملاحظ الموضوع ده، نموذج اللي هو سويتشز اللي هي لوحه اختيار الالوان. فلما باجي اعمل اي تقسيم هنا بيجيب لي اخر الوان اتعاملت معاها، فالصف ده خاص باخر الوان انا اتعاملت معاها. فبالطبيعي ان انا لما باجي اغير هنا بيتبدل معايا هناك في السويتش زي ما انتم شايفين. ليه؟ برضه بيتبدل هنا نفس الحكايه، ما هو نفس الكلام ده معمول له هنا برضه، ما ده فور جراوند كلر وده باك جراوند كلر، فلما بعدل هنا بيعدل هناك. اكن الحاجه اكن مثلا على سبيل المثال ده مفتاح الكهرباء، في مفتاح تاني ممكن اولع النور من هنا واطفي النور من الناحيه التانيه. فاهمين الفكره؟ فهو ده نفس الفور جراوند بس انا مره عملوه لي هنا في التول بوكس ومره عملوه لي في الباليتا بتاعت الكالرز، موفقوه لي هنا وموفقوه لي هنا. نفس الفكره مفتاح نور بفتحه في اي حته. لما بغير هنا بيغير هناك وبيغير هنا زي ما انتم شايفين. ماشي يا جماعه كده تمام؟ انا بس ناكل يا جماعه ميعادنا بعد كده واحده ونص يا جماعه عشان ايه؟ واحده ونص يعني بس ما شاء الله انا جاي الساعه 2 ما كانش فيه الا ثلاثه بس في القاعه. فعايزين بس واحده ونص بالظبط عشان نقدر نمشي بدري، في ناس برضه بيبقى عندها كورسات او حاجه نمشي 5 ونص تمام؟ نرجع للموضوع. كده انا عرفت دلوقتي ان انا اختار لون معين في الفور جراوند خليته باللون الاحمر تمام. لو جيت انا ضغطت مفتاح الت مع باك سبيس اكتبوا الكلام ده الت زائد باك سبيس هياخد لي اللون الموجود في الفور جراوند كلر ويخليه لي في النطاق المحدد. يعني هو ليه دلوقتي خلى النطاق ده باللون الاحمر؟ لان انا قايل له هنا اللون الاحمر موجود في الفور جراوند ده لون احمر،
حطه لي لما اعمل امر الفيل جوه النطاق المحدد. طب يعني انا لو انا لغيت السليكشن ده لغيته خلاص كنترول زائد دي وعملت الت مع الباك سبيس ايه اللي هيحصل؟ ليه بقى؟ لان هو مش محدد له جزء معين، انا دلوقتي بقول له املي لي، يعني هو دلوقتي بيعمل فيل، يعني الالت زائد باك سبيس كده بيعمل فيل، بيملي بلون معين، اللون ده انهي لون اللي بيمليه؟ اللون الموجود في الفور جراوند كلر. طب وانا ممكن اخد اللون الموجود في الباك جراوند كلر واملي بيه التصميم؟ بس ساعتها بقى مش هضغط الت زائد باك سبيس، هضغط كنترول زائد باك سبيس. لو جينا بس ضغطنا كده الاول بس ده اللون الاحمر هنا في الفور جراوند وفي الاخضر الباك جراوند صح؟ يبقى المفروض دلوقتي لو ضغطت كنترول زائد باك سبيس هيملي لي التصميم كله باللون ايه؟ الاخضر. تمام؟ اللون صعب صح؟ هنغيره خليه لون اصفر مثلا. تمام كده؟ كده هنضغط ايه؟ عشان اخليه لون اصفر. تمام عشان ده اللون الاماميه. طب لو اخضر يبقى كنترول باك سبيس. الت باك سبيس يخليني لون الاماميه اللي هو الفور جراوند. نراجع تاني عشان ما نتلخبطش يا جماعه. الجزء ده فيه نموذج لون او نموذج معين بحط فيه اللون اللي انا عاوزه، نموذج واحد ونموذج اثنين. نموذج واحد اسمه الفور جراوند كلر اللي هو اللون الامامي، انا عملت له ست دلوقتي او خصصته خليته اللون الاصفر، وعندي نموذج ثاني يحافظ لي على النموذج الاول زي ما هو، والنموذج الثاني خليه باللون الاخضر. انا دلوقتي عاوز استخدم اللونين الموجودين هنا، عندي اوامر في الكيبورد، لو ضغطت الت زائد باك سبيس هياخد اللون الموجود في الفور جراوند كلر اللي انا معمله له ويحط بيه الحاجه اللي انا او يملي بيها الحاجه اللي انا عاوز امليها، سواء بس التصميم كله او سلكشن جزء معين من التصميم. طب نفس الحكايه، لو بالنسبه للباك جراوند كلر لو قلت له كنترول زائد باك سبيس هياخد الجزء الاخضر او اللون الموجود في الباك جراوند كلر ويملي بيه التصميم. طيب خلينا بقى موضوع في السلكشن، لو عملنا كنترول الت زد دلوقتي انا عندي كنترول الت زد، لو عاوز ترجع كذا خطوه ورا بعض مثلا 15 خطوه 20 خطوه كنترول الت زد مع بعض. خطوه واحده. خطوه واحده كنترول زد بس. والعكس بقى لو عاوز اطلع لقدام كنترول شيفت زد. وشيفت زد بس لو خطوه واحده. يعني خطوه واحده للامام شيفت زد. خطوه واحده لورا كنترول زد. كذا خطوه للورا كنترول الت زد. كذا خطوه لقدام كنترول شيفت زد. طبعا الاوامر دي كلها هتلاقيها في قائمه ايديت لو انت عاوز ترجع لها هتلاقيها موجوده فوق هنا. تمام يا جماعه؟ طيب دلوقتي انا عامل دلوقتي ايه اللي موجود على التصميم معايا؟ ايه اللي موجود دلوقتي؟ سلكشن. تمام؟ طيب انا عملت دلوقتي طلاق او مليت طبقه باكملها بلون، لو دلوقتي عاوز ادغي السلكشن ده وعاوز املي الطبقه بحالها فبضغط الت زائد باك سبيس او كنترول زائد باك سبيس على حسب اللون الموجود في الفور جراوند او باك جراوند. في حاجه ثانيه انا ممكن اختار من قائمه ايديت الامر فيل. هيطلع لي النافذه دي هنا بيقول لي الكونتنتس المحتوى لا الا اخد اللون من فور جراوند كلر لا الا اخد اللون من باك جراوند كلر لا الا انت هتقول لي كلر معين انا بخش اختاره براحتي. تمام؟ لا الا باترن اللي هي النقش هناخد يعني ايه دلوقتي باترن. تمام؟ في عندي البلاك لو عاوز اللون الاسود عاوز 50% جراي عاوز وايت، المهم يعني دي خيارات كتير عشان اقدر املي التصميم باللون. طبعا هختار الباترن. لما نيجي نختار الباترن في عندي في الكاستم باترن لو ضغطنا على المثلث الصغير ده او العلامه السبعه دي هيطلع لي الباترن اللي موجوده في الفوتوشوب. هناخد مثلا على سبيل المثال حاجه مثلا عشان نفهم يعني ايه باترن، نضغط على النموذج ده. ده باترن. بمنتهى البساطه السجاد او مثلا ورق الحائط دي عباره عن ايه؟ نقوش. تمام؟ فدي تطبيقات للباترن. ده مثلا كأني بعمل ورق حائط فده المقصود الباترن او النقوش. تمام؟ طب انا ممكن اختار حاجات تانية لو ضغطت قائمه ايديت بعدين فين زي ما اتفقنا الفوتوشوب في حاجات جوه الفوتوشوب وممكن في حاجات ممكن اجيبها من بره الفوتوشوب. فانا عندي دلوقتي الباترن موجود، هل هم دول بس الموجودين؟ يعني هو هل دي النماذج الموجوده؟ لا، لو حبيت ازود مفيش مشكله، عندي علامه الترس دي هنا بيقول لي مجموعات، دي مجموعات من الباترن. لو اخترت مجموعة تانية على سبيل المثال الويب باترنز هنا هيقول لي الرسالة دي مشهورة جدا عاوزين نحفظها. لو ضغطت مفتاح اوكي هو بيقول لي دلوقتي ريبليس كارنت باترن وذ ذا باترنز فروم ويب باترنز. يعني ايه؟ يعني اعمل ريبليس للباترن الموجود دلوقتي بالباترن الجديد اللي انا هجيبه لك دلوقتي
من مجموعه الويب باترن. تمام؟ فانا ضغطت اوكي، هيشيل الموجود، هيشيل دول، شايفين دول؟ هيشيلهم. تمام؟ ويحط مكانهم الجديد اللي لسه جاي في السكه. طب لو ضغطت ابنت، مفتاح ابنت اللي موجود زي ما هو حافظ عليه وزود لي عليه اللي جاي في السكه، ده الفرق ما بين الاثنين. تمام؟ فانا اضغط على ايه؟ بص خليكم كده مركزين، لو ضغطت ابنت اللي فوق زي ما هو وزودت عليه مجموعه اضافيه. لو حبيت اكبر النافذه دي شويه تقريبا دي ما بتكبرش. طب تمام، في بعض النوافذ بتكبر بس دي ما بتكبرش. تمام. طب انا زودت باترن اهو. طب لو اخترت مجموعه ثانيه، بضغط هنا على علامه التاس وبختار مثلا تكتشر فايل اقفل، وبعدين بنت ماشي، وبعدين بضغط على النموذج ده، وبعدين اقول له اوكي. كده غير لي شكل الباترن نفسه بقى شكل تاني، فده المقصود بالباترن. طب كده احنا عرفنا ازاي نعمل او نعمل فيل الباترن معين. في حاجه ثانيه قبل ما نقفل الموضوع ده، لو حبيت احمل باترن انا جايبه من النت، يعني دلوقتي احنا عرفنا الباترن ده اللي جوه الفوتوشوب، كل الكلام ده جوه الفوتوشوب بالمجموعات بتاعته كلها. طب لو حبيت اعمل اجيب باترن من النت من مواقع واحملها جوه الفوتوشوب، ازاي بدخل الباترن جوه الفوتوشوب؟ في عندي حاجه بالظبط كده، لود باترن. لو اضغط عليها بيفتح لي هنا عندي لود، بيقول لي فين الملف الديسكتوب اهو، فين الملف مثلا انت حاطه بتاع الباترن. انا سي مثلا محمله على سطح المثل، بعرف البرنامج على الباترن. طبعا الباترن بيبقى الاكستنشن بتاعه، طبعا اتفقنا يعني ايه اكستنشن، لو امتداد بتاع الملفات. الاكستنشن بتاع الباترن دوت بات بي اي تي. تمام؟ ده لما الاقي الملف بالامتداد ده يبقى ده باترن. تمام؟ بقول الملف فين وبعدين اقول له لود. اتفضلي. القايمه عشان اعمل ادخل باترن جديد جوه الفوتوشوب، بختار اول حاجه الكونتنتس بتاعتي المحتويات، بعد كده اختار الباترن. اخترنا الباترن خلاص، بعد كده بختار الكاستم باترن، بفتح النماذج اللي هي معروضه قدامي. بعد كده في علامه التس، اول حاجه بضغط هنا بختار في الكونتنت. طبعا انا النموذج الشاشه بتاعت الفيل دي انا عارف ازاي نجيبها. تمام؟ اخترنا هنا من الكونتنتس باترن، وبعد كده بختار الكاستم باترن النماذج دي. في علامه التيرس بضغط عليها من هنا، اول ما اضغط عليها يطلع لي القايمه دي. تمام؟ في عندي هنا اللود باترن، بختار الخيار ده يبتدي يظهر لي المربع الحوالي اللي هو بيقول لي فين الباترن بقى، انا عاوز دلوقتي اعرف البرنامج عليه. تمام؟ بعدين اقول له لود. الباترن ما ينفعش تتلون؟ اه ممكن تغيري فيها. هي اصلا بتبقى يعني الباترن دي بتبقى يعني ايه، بيبقى حد عاملها بدرجات لونيه. تمام؟ بس هي بتبقى نازله كده، لكن في حاجات ثانيه بقى زي التاثيرات هي اللي نقدر نلون فيها اكتر. طب كده عرفنا ازاي نملي التصميم ككل بلون معين او باترن. لو عاوزين جزء محدد نفس الفكره بالظبط، انا مثلا لو جيت سيب الباترن زي ما هو وبعدين قلت عملت سيلكشن كده، طبعا انتوا مش شايفين عشان ايه الباترن غامق. طب انا كده عملت سيلكشن على شكل ايه؟ مستطيل. جيت عملت قائمه الفيل او شيفت زائد اف 5 وقلت له هات لي الباترن، وبعد كده غير لي مثلا حاجه ثانيه، مثلا على سبيل المثال هات لي اللي هو ده مثلا. تمام؟ وبعدين اقول له اوكي. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ هو الباترن اصلا اللي موجود على التصميم ده كل ده لسه عاملينه زي ما هو، لكن انا عملت له سيلكشن في جزء من التصميم وخليت الجزء اللي معمول سيلكشن ده يتحط فيه باترن مختلف عن الباترن العادي لو الباترن التاني اللي احنا اخترناه في الاول. بكده عرفنا ازاي نملي جزء محدد. طب لو جيت مثلا عملت جزء تاني، عملت هنا ري سيلكت وجيت عاوز اخليه مثلا بلون مختلف، او مثلا اخليه اللون ده مثلا. تمام؟ قلت له ايه؟ الت زائد باك سبيس. كده شال الباترن الموجود وحط لي مكانه لون عادي. فكده اقدر اعمل فيل او ملء بلون او باترن، سواء لجزء محدد او للتصميم ككله. تمام يا جماعه؟ الموضوع كده مفهوم ولا في اي مشكله؟ تمام؟ طيب هنتكلم عن ترتيب عرض الطبقات، ازاي نغير العرض بتاع الطبقات نفسها ازاي.
لو جيت انا قلت له مثلا عاوز تصميم يبقى فيه كذا طبقه، اخترنا مثلا التصميم ده، طبقه شويه، ده كفر صفحة فيسبوك خاصة بمصنع العقاري بتصنيع وتجارة الأحذية. طب لو جبت الليرز، البلاتة بتاعت الليرز بتاعتي، هلاقي زي ما أنت شايف كده كل دي ليرز موجودة بتكون منها التصميم، تمام؟ لو جيت غيرت الكفتيب بتاعها، يعني إيه؟ أنا دلوقتي عندي مثلا على سبيل المثال الخريطة اللي تحت دي، لو جيت للموف تول وقفت عليها موجودة في ايه؟ لاير 5. لو جيت سحبت اللايرز دي حطيتها مثلا ايه؟ فوق اهو مثلا، ايه اللي هيحصل؟ الخريطة غطت على كل العناصر دي. ليه؟ لأن ترتيب زوغة، ترتيب زوغة الفوتوشوب من تحت لفوق، بمعنى إن اللاير اللي موجودة فوق خالص دي تعتبر فوق كده واقعيا فوق. طيب اللايرز اللي موجوده تحت، اخر لايرز الموجوده هنا في الباليتا بتاعت اللايرز هتبقى اخر طبقه موجوده تحت، فنفس الترتيب المنطقي بالظبط. التصميم بتاعي لو انا ماسك في ايده، ماسك التصميم في ايدي، عليه اللايرز كلها فوق بعض، تمام؟ طيب نفس الفكره بالظبط، اللي فوق اول لايرز اخر لايرز هي الموجوده في التصميم. ده بالنسبه للترتيب اللي هو الطبقات بتاعتي، مثلا ممكن ارجعها هنا في حاجات ظهرت اهي زي ما انتم شايفين. ليه؟ لان انا بغير ترتيب الظهور بتاعها. تمام؟ طيب نقفل التصميم ده. طب لو عاوز انسخ جزء محدد من الطبقه الحاليه والزقه او يعني الصقه في طبقه اخرى، اعمل له كوبي وبيست يعني. باجي هنا في التصميم بتاعي اعمل له مثلا سلكشن على شكل مثلا دايره، تمام كده؟ انا خدت الجزء ده. لو عاوز اخد كوبي بقى منه واحطه في طبقه جديده، بعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه باجي انا اعمل طبقه جديده بتاعتي كريت نيو لايرز، وبعد كده باجي اعمل كنترول زائد سي لوحه المفتيح. هو طبعا مش هيقول لي رساله خطا ليه؟ لان مفيش اي حاجه انسخها، الطبقه شفافه. باجي انا في الطبقه بتاعتي واشيل الاف ده، وبعدين اقول له كنترول زائد سي، كده انا سخ لي الجزء بتاع الدايره ده. باجي بقى اقف على الطبقه اللي هي الطبقه الجديده او الطبقه الشفافه واضغط كنترول زائد في. ثانية قلت لك انا سخ. او لا كده اتعمل بس خلاص. زي ما انتم شايفين اهو النموذج اهو ظهر. طيب هو طبعا انتم مش شايفين اي تغيير، لان طبعا الاثنين فوق بعض، لان انا لو خفيت الخلفيه كده هيظهر لي الجزء اللي انا عملت له كوبي، تمام كده، ونسخته في طبقه جديده، تمام. طبعا انا دلوقتي لما اجي اعمل سيلكت لطبقه معينه، لما باجي اقف عليها كده، ان لو جبنا اللايرز نخليها في النص، لما اجي اقف كده لو تاخدوا بالكم النموذج المعين بقى لونه رمادي فاتح شويه. لو وقفت كده اللي تحت ده بقى غامق واللي فوق ده ايه؟ يعني ده رمادي فاتح وده رمادي غامق. بيعبر عن ايه الكلام ده؟ لما الاقي حاجه زي كده في التصميم اللايرز بتاعتي اعرف ان اقول ان انا واقف او عامل سلكت على اللايرز دي اللي هي بالرصاص الفاتح، والرصاص الغامق دي معناها ان انا مش واقف عليه، يبقى انا واقف دلوقتي على اللاير اللي فوق اللي هي لاير 1. تمام. بعد عملت سلكت على اللاير، تمام كده؟ انا ناخد نعيد الخطوات دي تاني. انا عندي تصميم اهو، تمام؟ ما فيهوش الا لاير واحده بس اللي هي الباك جراوند، تمام؟ عاوز انسخ جزء من التصميم على وفقا للجزء المحدد. بعمل كده ازاي؟ بختار اول لاير جديده كرييت نيو لاير، تمام؟ وبعد كده باجي اقف على اللاير اللي انا انسخ منها اللي هي الباك جراوند. بقف عليها ازاي؟ بضغط كليك واحده. اتفقنا ان في ثلاث انواع من الكليك، في دبل كليك وفي كليك عاديه وفي رايت كليك. انا بضغط دلوقتي كليك واحده بس عشان اتنقل ما بين اللاير دي واللاير الثانيه زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي واقف على اللاير ايه؟ اللي هي الباك جراوند اللي تحت خالص. بشيل علامة القفل عشان افتحها، وبعد كده بعمل سلكشن على شكل معين مثلا على شكل دايرة، تمام؟
بعد كده بقى اختار مفتاح الكنترول زائد السي من لوحه المفاتيح كده، انا ساخلي الجزء المحدد في الذاكره بتاعت الكمبيوتر، او من قائمه ايديت بختار كوبي، من قائمه ايديت كوبي، نفس الامر بالظبط. طب انا كده نسخت الجزء خلاص، باجي اقف على اللايرز اللي انا هنسخ عليها اللي هي لاير 1 واضغط كنترول زائد في، كده حط لي ان هو الجزء اللي انا نسخته. طب انا شايف الاثنين مفيش اختلاف في لوحه التصميم او في الحيز بتاع التصميم، لو خفيت لاير 0 اللي هي اللاير بتاع الباك جراوند هيظهر لي الجزء اللي فوق اللي موجود في لاير 1، تمام كده؟ يبقى كده انا نسخت الجزء المحدد ده. طيب لو عايز اعمل قط او قص من قص الجزء ده، لو جينا قلنا كنترول الت زد وجيت عملت مثلا سلكشن على سبيل المثال على شكل ايه؟ مربع، تمام؟ لو قلنا كنترول زائد اكس من لوحه المفتيح، لازم اوقف عليها الاول، كنترول زائد اكس، هيحصل ايه دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ مسح الجزء، هو ما مسحش، هو خد الجزء اللي انا محدده قط، يعني ايه؟ قطعه، عمل قط وحطه في الذاكره، فاصبح دلوقتي الجزء ما بقاش موجود، هو خده يعني ايه قط؟ ظهر الجزء اللي تحتيه اللي هو الخلفيه اللي تحت، لان طبعا ده اتعمل له قط. طب لو عاوز اعمل له بقى بيست، باجي اقف على اللايرز اللي هي اللي انا هنسخ عليها واقول له كنترول زائد في نفس الامر، فكده حط لي الجزء اللي انا عملت له قط، تمام كده؟ ممكن بقى احركه زي ما انا عاوز، انا هو دلوقتي واقف على اللاير 1، لو جيت اخترت الموف تول واتحركت كده يبقى انا كده بحرك انهي جزء اللي انا عملت له قط. اتفضل. طب ازاي اعمل ريسايز؟ هناخد الكلام ده يعني مع الوقت يعني اثناء البناء بتاعنا. طيب دلوقتي انا اخترنا الموضوع اللي هو ان انا اعمل قط لجزء من الصورة. طيب لو عاوز اخد جزء محدد من الصورة يشمل كل الطبقات، يعني ايه الكلام ده؟ لو جبنا تصميم في كذا طبقة، زي ما انتم شايفين ده بيعرض منتج مصنع الاحذية عبارة عن اسم الحذاء، شروط الحذاء واللوجو بتاع المصنع والفريم والخلفية السوداء، وبعدين كده اسم الموديل كذا، الكود، المقاسات، الالوان، السعر، كل قصد ناوي يعني ايه اتصلوا بينا، بعد كده ايه العنوان بتاعي. طيب انا لو حبيت اخد جزء محدد، انا عندي دلوقتي لو فتحت الاف بتاع الكلام ده كله، لو ضغطت رايت كليك على الحذاء ده هيقول لي الصوره ايه؟ الايمج دي الصوره نفسها بحركها هنا، تمام كده؟ لو انا جيت انا قلت له كنترول، لو ضغطت سوري لو ضغطت على المربع وجيت هنا قلت له اعمل سلكشن على الجزء ده بس، وبعدين قلت له كنترول زائد سي، وبعدين عملت طبقه جديده قلت له كنترول زائد في، ايه اللي هيحصل؟ هو نسخ الجزء المحدد في طبقه جديده، خد الجزء المحدد ده من الصوره نفسها. طب انا مش عاوز كده بقى، انا عاوز ينسخ لي من جميع اللايرز الموجوده في التصميم، من الارضيه كلها بما فيها كل اللايرز، ازاي ده؟ لو ضغطت كنترول الت زد ارجع تاني، لو اعمل امر ريفيرت بيرجع لي التصميم في حالته باي ديفولت. لو جيت عملت سندكت كده على الجزء ده، ايه المفروض يكون موجود في الجزء اللي انا هقطعه او الجزء اللي انا هاخد كوبي؟ شوفوا مع بعض. هيجيب لي جزء من الحذاء، تمام؟ مع جزء من الكتابة أو الكتابة دي طبعا باستثناء الفردي والأزرق، وهيجيب لي جزء من الشيب اللي هو مكتوب عليه السعر، تمام؟ فالمكتوب الكلام ده إيه؟ إن هو يجيب الجزء ده المحدد جمع لي فيه كل اللايرز الموجودة، بس اقطع لي أو يعني خد نص، خد نسخ على قد الجزء ده بس، تمام؟ لو جيت قلت له كنترول من قائمة إيديت كوبي، اختار حاجه اسمها كوبي ميرجت، كوبي ميرجت او شيفت زائد كنترول زائد سي، ده غير الكوبي العادي. الكوبي العادي بياخد لي الجزء المحدد في الطبقه اللي انا واقف عليها او الطبقات اللي انا واقف عليها، لكن كوبي ميرجت يجيب لي الجزء المحدد في الطبقات كلها. فانا دلوقتي اخترت كوبي ميرجت وبعدين قلت له تصميم جديد او سوري لايرز جديده واقول له كنترول زائد في،
وبعدين خفيت مثلا دول، ايه اللي حصل بقى؟ فدلوقتي جاب لي الجزء المحدد عادي، وجاب لي الجزء الاجزاء اللي هي مكونه منها التصميم في الدايز كلها، الحذاء، اسم الموديل، الجزء بالشيب، فهو كده عمل لي نفس اللي انا عاوزه بالظبط. حد مش فاهم الجزء ده؟ يا جماعه في اي مشكله؟ نعمل كنترول الت زد. كده رجعت للتصميم بتاعي فلات. طب لو عاوز اعمل دوبليكيت، دوبليكيت اللي هو نسخه تبقى الاصل، يعني بروح عند مكنه التصوير بصور المستندات بعمل دوبليكيت، يعني ايه؟ نسخه تبقى الاصل. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ باجي هنا في اللوحه بتاعتي، عاوز مثلا اخد نسخه من الحذاء ده تبقى الاصل، بقف عليها بعدين رايت كليك وبختار الامر دوبليكيت لير. هنا بيقول لي عاوز اسميها لك از الاسم ده اللي انا موجود كوبي جنبيها، ولا اختار اسم تاني، اختار مثلا ايه؟ نسخه، نسخه مطابقه مثلا، اكتب اي حاجه نسخه مطابقه وبعدين اقول له اوكي. يبقى كده عملت نسختين اهو، شايفينهم؟ نسخه مطابقه بالظبط من الناس. طبعا نسخه مطابقه بكل الحاجات اللي عليها، الافكت اللي عليها، كل حاجه. كنترول سي هينسخ لك جزء من اللايرز، بس لو عليها تاثير ولا حاجه مالوش دعوه بيها. يعني انا دلوقتي لو جيت مثلا على سبيل المثال، انا جيت مثلا اعمل الجزء ده، لا انا معلش خلي معاك. جميل. بعدين عملت كنترول في. تمام. الشوز ايوه بس الفيلم جديد. تمام ماشي. طب انا ممكن اعمل دوبليكيت على الحاجات، يعني ممكن اعمل دوبليكيت اقف على الليرز نفسها واعملها دوبليكيت بحيث تنزل زي ما هي تبقى الاصل يعني. تمام. يعني لو عملت، بص لو عملت كده بالطريقه العاديه هيحط لي في ليرز جديده بس مش هيبقى لها الافكتس دي، يعني ما اقدرش اتحكم في، يعني الافكتس موجوده بس ما اقدرش اعمل ايه؟ هايد ليرز. فاهماني؟ يعني هيبقى ايه؟ جزء مقطوع كده او جزء انا واخدها كوبي، واخده كوبي فبحطه عادي كده، مش هيبقى عليه التأثيرات يعني. يلا تعالى ناخدها برضه عشان ماشيين ايه بالترتيب كده، مش عاوزين نسمع الاحداث. تمام. طيب انا دلوقتي خدنا اخر حاجه خدناها ان انا اعمل دوبليكيت من ليه. طيب احمد كان بيسال على موضوع الريسايز، ان اعمل ريسايز لجزء معين. لو جينا هنا نقفل بس الكلام ده، عاوزين نجيب حاجه بسيطه كده نفهمكم الدنيا. لو فتحنا مجموعة صور بي ان جي عشان نكون منها التصميم بتاعنا الجديد، لو جينا هنا دي مجموعة عناصر كلها صور بي ان جي، هدخلها جوه التصميم بتاعي. كده فتحتها كل واحدة في تصميم لوحدها او كل واحدة في ملف لوحده. باجي اسحبها جوه التصميم، بسحبها ازاي؟ باجي التصميم بتاعي، نفترض هو ده التصميم بتاعي، ده الخلفية، بختار مثلا النموذج ده او الصوره دي بسحبه كده، وبعدين بتجه لراس التبويب بتاع اللايرز نفسها او التصميم يعني، وبعدين احطه كده، حطيته دلوقتي في التصميم، بعدين كده ده خلاص شكرا مش عاوزينه. اللي بعده الكلاود، بختار الكلاود اسحبها وبعدين ادخلها هنا جوه التصميم داخل في الكلاود. ممكن تمسخها كذا مره، ممكن تدخلها تسحب العنصر من تصميم تدخله في تصميم تاني. تمام كده الكلاود خلاص. بعد كده الصن الشمس نروح ساحبها برضه نفس الحكايه ومدخلينها جوه التصميم بتاعنا. بعد كده الجزء ده حطيناه جوه التصميم، يبقى كده خلاص الصن مش عاوزينها، والطويل خلاص عندنا ايه؟ هي النخله دي نحطها جوه التصميم. ده كده تصميم بسيط جدا، توضيح بس ايه الموضوع. عندي دلوقتي ايه اللي موجود في اللايرز؟ عندي دلوقتي طبقه للباك جراوند، تمام، وطبقه فيها الطائر، وطبقه ثانيه فيها الشمس، الشمس بتاعتنا، وفي الطبقه اللي هي فيها الكلاود السحابه والجزع والنخل. تمام، كل واحده ايه في طائر واحده، في طبقه واحده. لو جينا كنا واقفين عند اخر حاجه اللي هو الفري ترانسفورم،
احنا خدنا المره اللي فاتت لو حبينا نعمل سيلكشن كده وبعدين عملنا رايت كليك وقلنا له ترانسفورم سيلكشن، بيبتدي ايه اتحكم في السيلكشن نفسه، اعمل له تطوير، اصغره، اكبره زي ما انا عاوز، احركه من مكانه. تمام، هنا مثلا عندي مركز الدائره، ممكن اخلي المركز هنا مثلا عشان لما يجي يلف يلف على المركز ده، ممكن انقل المركز نفسه الناحيه الثانيه، لما يجي يلف يلف على المركز من ناحيه ثانيه. لو جيت هنا مثلا خليته هنا في النص يبقى لف في النص، يبقى ده ايه ترانسفورم سيلكشن. ممكن اغير شكله، تمام، اخليه مثلا الاشكال دي فلاج كده، شكل فلاج كده بقدر اعمل اللي انا عاوزه في السيلكشن. تمام، اللي هناخده النهارده مش الفري ترانسفورم، مش هو مش السيلكشن نفسه المره دي. بقى ناخد ايه؟ احنا كده عملنا في السلكشن، المره نعمل الجزء نفسه اللي احنا هنحدده. يعني مثلا سبيل المثال لو انا حددت الشمس دي جيت سحبتها هنا، لو قلت كنترول زائد تي من لوحه المفتيح، كنترول زائد تي كده هيعمل لي المخابط حوالين الشمس. لو حبيت ادور الشكل نفسه كده بيتدور معايا عادي عكس عقارب الساعه او مع عقارب الساعه. تمام، لو حبيت اكبره ايوه، حبيت اصغره يبقى كده اقدر اتحكم في الشكل او ايه اكبره واصغره زي ما انا عايز. نفس الحكايه ممكن اعمل معاه اللي هو الاشكال دي، نفس الفكره بالظبط. تمام كده، طبعا احنا لازم نفرق ما بين لو جيت ضغطت هنا لازم نفرق ما بين ترانسفورم سيلكشن وما بين الفري ترانسفورم. ايه الفرق ما بين الترانسفورم سيلكشن والفري ترانسفورم؟ اللي هو الفري ترانسفورم ده احنا نقدر نتحكم في الشكل نفسه، في الحجم، لا مش سيلكشن، في الشكل نفسه اللي هو الحجم بتاعه اكبره واصغره، اعمله تدوير، اغير شكله. ده بالنسبه للعنصر نفسه، ده الفري ترانسفورم. طب الترانسفورم سيلكشن شكل السيلكشن نفسه، يبقى كده فرقنا ما بين نغير شكل السيلكشن ونغير الشكل نفسه. تمام، ده الفرق ما بين الاثنين. الفري ترانسفورم ده خاص بالشكل نفسه، الترانسفورم سيلكشن خاص بالسيلكشن. يعني ايه؟ يعني الصوره كلها ولا يعمل؟ لا مش هيعمل الصوره كلها، هيعمل عنصر انا واقف عليه. طبعا انا مثلا واقف على الشمس فهيبتدي العنصر نفسه يعمل كده، لو الصوره كلها لو انا محدد له الصوره كلها. تمام؟ اتفضل. تمام كده يا جماعه، لو في حاجه مش فاهمينها وقفوني. تمام، انا النهارده بس معلش المحاضره دسمه جدا ف استحملونا النهارده معلش. طيب ده بالنسبه للفري ترانسفورم والترانسفورم سيلكشن. لو عاوز اخفي الطبقات، ايه موضوع اخفاء الطبقات ده؟ لو انا جيت دلوقتي كبرت كده، هنرجع التصميم مع بعض. دلوقتي انا عندي خلفيه، تمام كده خلفيه عشان ايه؟ عندي خلفيه يعني. تمام؟ فين ما يمثلها في لوحه الطبقات؟ موجوده هنا اللي هي صفر، تمام كده؟ طب عندي الطائر ده فين ما يمثله هنا في لوحه الطبقات؟ اللي هي الطول، تمام؟ اللي هي الواحد من اللي هي الواحد، تمام؟ طب عندي الشمس موجوده فين؟ اللي هي السنين، تمام كده؟ طيب يبقى اذا نفس المفهوم اللي اتكلمنا فيه، ان كل طبقه تشمل عنصر. طبعا انا عامل الكلام ده ايه؟ كل طبقه فيها عنصر واحد، لكن في احيانا طبقات ثانيه بيبقى فيها اكتر من عنصر، او طبقه شفافه ما فيهاش عناصر خالص. لو دلوقتي انا مثلت الطبقات دي كلها، الطبقات اللي موجوده في التصميم ده عندي ممثله في النماذج المعينه المصغره. طب لو عاوز اخفي اي حاجه موجوده في التصميم، على سبيل المثال عندي الشمس عاوز اخفيها من التصميم، اخفاء مش الغاء، اخفاء يعني شيء بضغط على علامه العين الموجوده الاي، علامه الاي موجوده جنب الليزر، يبقى هنا رمز العين. تمام؟ طيب لو ضغطت عليها كده
ضغطة واحدة بس. ايه اللي حصل؟ اختفت الشمس. لو ضغطت مرة تانية كده ظهرت. يبقى انا عمال ايه؟ شايفين عيني عم تتحرك دي في الباليتا بتاعت اللايرز؟ الضغطة دي كده خفتها. لو طبعا عيني اختفت يبقى ايه؟ يبقى مش ظاهرة دلوقتي المحتوى بتاع الطبقة. لو ضغطت تاني كده هيظهر المحتوى بتاع الطبقة. طيب هل انا ممكن اخفي كل الكلام ده مرة واحدة؟ كده اخفاء الطبقات تمام. يبقى خلينا ايه نشرح الموضوع ده كله. طب عاوز اخفي الكلام ده كله، انا عندي دلوقتي لاير 0 ولاير 1 ولاير 2 ولاير 3 ولاير 5 ولاير 4 سوري ولاير 5، عاوز اخفي الكلام ده كله مره واحده. لو جيت ضغطت كليك وثبت صبعي على الماوس الايسر، افتح الماوس الايسر وبعدين سحبت كده بعدين سبت ايدي، ايه اللي حصل؟ كله اختفى. طب لو عاوز ارجع الكلام ده تاني ممكن اضغط، اجي اقف هنا واضغط كليك واثبت صبعي على الماوس واتحرك لفوق. وبيعمل ايه دلوقتي؟ بيعيد اظهار العناصر تاني، واسيب ايدي مع الماوس وارجعها لي تاني. طب هل لازم من الاول والاخر؟ لا، لو جيت انا في النص هنا مثلا وضغطت كليك وبعدين سحبت خفالي الثلاثة لايرز اللي انا اتحركت عليهم. طب عاوز ارجعهم تاني بضغط كليك وبعدين اسحب كده اظهرهم لي تاني. يبقى كده موضوع اخفاء واظهار الطبقات. طب لو عاوز احدد اكتر من طبقه بلوحه الطبقات، يعني دلوقتي انا واقف لو جيت ضغطت هنا يبقى انا حددت الايه؟ الطبقه رقم 4 او لاير 4، لو جيت وقفت هنا حددت لاير ايه؟ 1. طب عاوز احدد اكتر من طبقه. لو عاوز احدد اكتر من طبقه بستخدم مفتاح الكنترول مع الماوس، يعني باجي اقف مثلا على سبيل المثال انا عاوز احدد الطبقه اللي فيها الطائر واللي فيها الشمس، فباجي اقف على الطبقه اللي فيها الشمس عملت كليك عليها وبعدين اثبت ايدي على مفتاح الكنترول وبعدين اضغط على اللاير 1 اللي هي فيها الطائر. تمام؟ طبعا سوري لا في حاجه انتبهوا بس للنقطه دي. لو انا جيت وقفت هنا وبعدين جيت وقفت على النموذج المعينه هنا، لو النموذج ده ضغطت هنا كليك هيعمل لي سيلكشن للموجود في شكل الطائر، هيعمل لي سيلكشن ليه؟ على شكله. تمام؟ انا مش عاوز كده، انا عاوز اضغط هنا وبعدين اضغط هنا مش اضغط هنا. تمام؟ نيجي نشوف الموضوع ده تاني. عندي دلوقتي اللايرز، اللاير 3 لو جيت وقفت عليها ضغطت كليك كده حددتها، بعد كده ضغطت على مفتاح كنترول وبعدين وقفت او ضغطت على اللاير 1 كده عمل لي ايه؟ تحديد اللاير 3 واللاير 1. تمام؟ يبقى كده عرفت احدد. طب لو حبيت ازود اللاير الثالثه على اللي موجود باجي اضغط على مفتاح الكنترول وبعدين اضغط على اللاير 5 مثلا كده زود لي الثلاثه متحددين، هو لاير 1 ولاير 3 ولاير 4 اللي هي 5 سوري. تمام؟ يبقى ده تحديد اكتر من طبقه. طب لو عاوز احددهم كلهم ممكن اجي هنا اقف على اول لاير فوق كليك واحده بعدين اجي تحت هنا اضغط على مفتاح الكنترول وبعدين سوري اضغط مفتاح الشيفت وبعدين اضغط كليك تاني. ايه اللي حصل دلوقتي؟ حددهم كلهم من لاير 5 للاير 0. طب لو جيت انا وقفت على لاير 4 جيت وقفت على لاير 1 ضغطت بس شيفت الاول ضغطت على لاير 1 كده حدد لي من لاير 4 للاير 1. يبقى مفتاح نراجع مع بعض، مفتاح الكنترول بيساعدني ان انا اختار كذا لاير متفرقه مثلا. تمام؟ طب لو انا عندي نطاق، انت عارفين النطاق اللي هو الرينج، الرينج بيبدا من حاجه وبينتهي بحاجه. طب انا لو حددت له وقلت له الرينج بتاعك ابدا لي من لاير 4 وانهي لي مثلا في لاير ايه؟ 3. طبعا انا بنتكلم كده يعني بشكل مبسط على مثلا 6 لايرز، لكن احيانا التصميم بيبقى فيه 100 لاير. تمام؟ فانا عاوز احدد بقى، فاجي اقول له مثلا ابدا لي من لاير 27 وخلص لي او اعمل لي انهاء للرينج بتاعي في اللاير 35. يبقى كده حدد لي كام لاير؟ حدد لي 8 من 27 ل 35، فابتدي هنا اضغط كليك واحده بعدين اثبت صبعي على الشيفت وبعدين اضغط هنا اعمل لي بقى نطاق ما بين اللاير الاولاني واللاير الاخير. ده بالنسبه للطرق اللي هي انا اعمل سيلكت ليه. طب سؤال هيتسال، طب ايه اللي انا استفيد ان انا اقعد يعني احدد؟ بستفيد ان انا اجي اعمل اجراءات زي ما انا عملت السليكشن. لما جيت انا اعمل سليكشن كده استفدت ايه ان انا عملت سليكشن؟ ان انا بعد كده ممكن اعمل ليه بلون، ممكن امسحه، ممكن اخده قط، فده اجراءات بتتم على الحاجه. برضه نفس الحكايه، انا عملت دلوقتي سليكشن على لاير 5 وعلى لاير 4، ممكن اروح اسحبهم كده الاثنين لغيت كده لغيتهم، يبقى عملت اجراء دلوقتي. تمام؟ او ممكن ادمجهم مع بعض، كل الكلام ده انا اخده مع بعض.
تمام. طيب هنتكلم عن ضبط الطبقات. يعني ايه ضبط الطبقات؟ يعني انا لما اعمل لير لينكينج اللي هو انا دلوقتي لو سحبت اللير 4 مع لير 2 او 3 دول لير 4 ولير 3 ولير 2 ممكن اعمل لهم لينك يرتبطوا مع بعض. لو ضغطت على الايقونه اللي تحت دي اللي هي علامه اللينك لينك ليرز هيعمل لي زي ايه؟ علامه كده يعني ايه حاجه متشابكه مع الثانيه فكده عامل ليه لينك ما بينهم الثلاثه. برضه نفس الحكايه انا بعمل لينك عشان اعمل اجراء بعد كده. الاجراء ده هيتم على الثلاثه ليرز اللي هم مرتبطين ببعض. طب ايه الفرق ما بين التحديد وما بين اللينك؟ طب انا دلوقتي ليه؟ طب انا مثلا على سبيل المثال عملت تحديد على لير 5 ولير 4 تمام؟ وعاوز الاثنين لير دول امسحهم او احط مثلا فيهم لون معين تمام؟ طب ما انا استغنى عن موضوع اللينك واحدد اللي انا عاوزه واعمل الكلام ده. اللينك ميزته ان هو بيبقى معاك. يعني يبقى معايا لو انا مثلا لير 5 ولير 4 لو ضغطت الاثنين كده مع بعض كده ربطتهم ببعض مؤقتا او حددتهم مؤقتا. لو قفلت التصميم كده خلاص التحديد ده راح. او لو ضغطت كليك كده التحديد راح. لكن لو عامل لينك ما بينهم كده لو قفلت التصميم وفتحت ثاني هيبقى التحديد او الارتباط ما بينهم موجود. يبقى ده ارتباط ثابت. انا يعني كده ثبتهم مع بعض كده ارتباط تمام. يبقى كده عرفنا اللينك. طب ازاي نفك اللينك ما بين الاثنين لير؟ مثلا عندي اثنين لير اهو ازاي افك اللينك ما بينهم؟ بضغط على اللايرز اللي انا عاوز افك اللينك واضغط على الايقونه بتاعتها دي سوري اقف كده وبعدين اضغط تحت كده خفى لي اللينك ما بينهم او يعني ايه لغالي. لو عندي مثلا ثلاثه معمول لهم لينك مع بعض واحده فيهم عاوز استثنيها ليكن مثلا لاير 4 لو ضغطت كنترول وبعد كده ضغطت هنا بضغط تحت الثلاثة دول عامل لهم لينك. باجي عند اللاير دي وعامل لها ان لينك كده ايه انفصلت عن المجموعة. واضحة كده يا جماعة ولا نشرحها تاني؟ ايه؟ تمام كده تمام. يبقى كده انا فصلت واحدة من المجموعة اللي هي معمول لها لينك. طبعا لما باجي اتحرك اقف في اي لاير ثانية بيختفي الايقونة اللي بتعبر ان في لينك. لكن لما اجي اقف على لايرز فيها لينك مرتبطة مع لاير ثانية بيطلع لي الايقونة ثاني. ده الارتباط ما بين اللايرز. لو عاوز ادمج عدد من الطبقات في طبقه واحده يعني لو جيت انا قلت له ادمج لي دلوقتي انا عندي الشمس في لايرز والطائف في لاير تاني. لو حبيت ادمج الاثنين ده في طبقه واحده بختار هنا الشمس بس نشيل لينك ما بينهم بس كده نشيل ده لينك خلاص كده بختار اعمل تحديد للشمس مع الطبقه بتاعت الطائف وبعدين بختار الامر كنترول زائد اي من لوحه المفتيح كده دمج لي الاثنين في طبقه واحده. لو جيت انا ضغطت كده الاثنين بيختفوا مع بعض. ليه؟ لان دلوقتي بقت في طبقه واحده. جميل؟ كنترول زائد اي كنترول واي لوحه المفتيح كده دمجهم الاثنين مع بعض. طب لو عاوز ادمج كل الطبقات الظاهره بالتصميم في طبقه واحده يعني ايه الطبقات الظاهره؟ يعني انا عندي مثلا دي طبقه مخفيه اللي هي لاير 4 دي خفيتها ولاير 2 خفيتها تمام كده. لو عاوز ادمج الظاهره بس ايه هي الطبقات الظاهره؟ ايه هي الطبقات الظاهره عندي؟ انا عندي الطبقه دي مخفيه طبعا علامه العين مش ظاهره جنبها يبقى دي طبقه مخفيه وعندي الطبقه دي برضه مخفيه تمام. يبقى اصبح دلوقتي عندي كام طبقه ظاهره؟ عندي طبقة اللي فوق اللي هي لاير 5 وعندي الطبقه اللي هي لاير 3 وعندي اللاير 0 اللي هي ايه؟ الطبقات الظاهره. طب هو دلوقتي ممكن في امر يخليني ادمج الطبقات الظاهره بس ومالوش دعوه بالطبقات المخفيه. نعمل الكلام ده ازاي؟ من قائمه لاير اختار هنا الاول بس بحدد خلاص تمام كده في عندي الامر اللي هو الميرج في سيبل اللي هو اختصاره شيفت زائد كنترول زائد اي. ده لو ضغطت عليه هيدمج لي كل الطبقات الظاهره في التصميم في طبقه واحده زي ما انتم شايفين. ثلاث طبقات اللي كانوا ظاهرين دمجهم لي في طبقه واحده والطبقات المخفيه ما جاش جنبها. ده لو حبيت انا ادمج طبقات مع بعض اعمل كنترول الت زد تمام.
لو عاوز ادمج كل طبقات التصميم بلا استثناء في طبقه واحده، لو جيت التصميم بتاعي اهو قلت له ليه، بعدين بختار امر فلاتن فلاتن ايمج فلاتن ايمج تمام. لو ضغطت عليه هنا بيقول لي ايه ديسكارد هايدن لايرز، يعني ايه يعني استثني الهايدن لايرز، اقول له ايه اوكي كده سوري مش استثني يعني هو ايه تمجهم كلهم مع بعض، اه يعني المخفي ما ظهروش في الدمج الجديد، هو كده دمج واللي هو كان مخفي ما جاش جنبه تمام. كده لما بقول كله في ايه في لايرز واحده، ده بيسموه الامر اللي هو فلاتن ايمج. هو مسح المخفي اه ما جاش جنبه يعني استثناء تمام. طيب لو عاوز احذف طبقه من لوحه الطبقات، لو عندي هنا طبقه مثلا على سبيل المثال الطبقه دي انا واقف عليها اللي هي فيها ايه الطائر والشمس تمام، لو جيت ضغط ديليت من لوحه المفاتيح هيمسحها لي خلاص اوتوماتيك كده مسحها. في طريقه ثانيه ان انا ممكن اسحبها للايقونه اللي تحت دي اللي هي بتاعت سله المهملات كده مسح لي الطبقه تمام، او اعمل رايت كليك عليها واختار طبعا مش عارف ان رايت كليك الناحيه الثانيه واختار الامر ديليت ديليت لير كده هيقول لي ايه ديليت مسألة التاكيد ديليت ذا لير اللي هي لير 4 اقول له يس كده لغاه تمام. طيب لو عندي مثلا كذا طبعا انا عامل كنترول الت زد كده رجعت تاني التصميم بتاعي كل حاجه لوحدها في اللي هي لوحدها. لو مثلا خفيت الشمس وخفيت السحابه مثلا تمام كده خفيت الشمس والسحابه كده دول اتنين لايرز بس اللي هما مخفين وبقيه اللايرز بتاعت التصميم ظاهره. لو جيت هو هنا بيقول لي ايه بيقول لي حذف كافه طبقات التصميم المخفيه دفعه واحده، يبقى انا دلوقتي عندي طبقتين هو بتاع الشمس والطائر سوري الشمس والسحابه هما دول مخفين. لو جيت من قائمه لير وضغطت على الخيار ديليت في عندي هايدن لايرز، لو ضغطت عليها طبعا اقول له يس كده هيلغي كل الطبقات المخفيه في التصميم. لو انا دلوقتي الطبقات دي كلها خلاص ما بقاش محتاجها وعامله لي زحمه في لوحه اللايرز ممكن الغيها مره واحده عن طريق الامر ده اللي هو الغاء كافه الطبقات المخفيه اقصر المخفيه بس دفعه واحده. طيب هنتكلم عن موضوع الترانسبيرنت اللي هو الشفافيه بتاعت الطبقات. لو جيت هنا انا عاوز مثلا ايه اللي في الايه طيب مثلا الشمس تمام ايه اللي عملته دلوقتي؟ انا جبت صورة الشمس على الطبقة الشفافة بتاعتها عادي وبعدين عملت خلفية جديدة او طبقة جديدة خليتها بلون اسود تمام؟ دلوقتي عاوز اتحكم في درجة شفافية الشمس اللي هي موجودة في اللاير زيرو. في عندي هنا امرين، بص ركزوا معايا في اللايرز، عندي امر اسمه اوباستي وعندي امر اسمه فيل، الاثنين بيتحكموا في درجة الشفافية، بس ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق بان الاوباستي بيتحكم في درجة شفافية العنصر بما فيه التأثير الموجود عليه، لكن الفيل بيتحكم في درجه شفافيه العنصر بس وما يجيش جنب التاثير المحطوط عليه تمام. طبعا هنعرف يعني ايه تاثير بس نعرف بس مبدئيا كده وهنعرف الكلام ده عامل ايه قدام. طب انا دلوقتي عاوز اتحكم في الشفافيه بتاعت الشمس دي، بختار الاوباستي بضغط على المؤشر ده يبتدي ايه يغير في درجه الشفافيه زي ما انتم شايفين كده خفينا خالص كده ايه بنسبة مثلا 43% كده بنسبة 18%. لو جيت انا اخترت الخيار اللي تحتيه على طول هو الفيل 46% نفس الفكرة بالظبط. طب هو ليه ما عملتش فرق ما بين الاثنين؟ انا مفيش تأثير انا حاطه دلوقتي، لما نحط التأثير هيبان. ده الشفافية بتاعت العنصر. طيب هنتكلم بقى عن موضوع التأثيرات.
هناخدها بس بعد البريك احسن عشان ايه نعرف نتكلم فيها براحتنا. هناخد بريك مثلا ساعه 3 و ساعه 4 من الغرب، ناخد بريك لغايه الساعه 4 كده تمام. يومين من الساعة 2 بالليل لحد الساعة 6 الفجر.
اخلص يومين بقى مع بعض ونقول لك الثالث. لا هتبقى حلوه لو لو انا خشب تنزلوا كل التسجيلات الصوتيه من على الموقع. خلاص
بس نسجل اسمائهم ما ننساش الصورة الشخصية معاك. المرة الجاية لو معاك دلوقتي مفيش مشكلة. معاك شوية؟ لا مش دلوقتي. عشان تعمل حساب كل صور دلوقتي يعني. اسمي انا ما اتصورتش صورة قديمة بقى لها سنين. صورة من ثانوي. صورة عشان تحطيها على الشهادة. لا ما عندناش. ما عندكيش صورة؟ أنا هتصور كامل. ما عندكيش صورة. مفيش صورة قديمة طيب؟ قديم حاجة طبعا. طب احنا ممكن ناخد صورة من على الفيسبوك ولا حاجة ولا ماسكارا؟ أنا ممكن ماشي ده كتير. ماسكارا يعني. ممكن أقعد؟ ممكن جدا. نعمل لك ماسكارا وناخدها على الفيسبوك. هما يظبطوها في مصر في الفلاير عادي. تمام. اللي بيصورك كفتة وفشل. يعني في ناس بتجيب تيشيرت فبياخدوها الصورة ويظبطوها في الفلاير بقى بدلة وكرافتة وبتاع. عادي. لا لسه خلاص يا أحمد ثلاثة كلام واحد مش عارف كل أكتب يا رجل عليها حسنا ثلاثة كلام مش عارف كتب لسه لا كان في سنة الفريق
الشوك بطنه اللي هو البلاس او لا يعني لو في مرشي كنا في الوقت اللي حصل يا عشان يدينا لسه كنا متأكدين من الوسم ولو بخشها بطنه بس نصفه مش عارف أعمل الدنيا بك هيكسر بقى الحقيقة بس أنا عامل هو بيعمل لي حتى بكسر بقى الحقيقة تكييف او سقعته صح؟ انت سلكته مش سقعته حاسس اول ما دخلت افتح الاثنين دلوقتي واوريكم دلوقتي بيفتح معاك الفولدر عادي يعني الفولدر بتخش عليه لا ما دي الفولدر بيفتح اليمين اللي انا عملته بتاعي طيب ثواني كده او ممكن في السيرش انا اشتغلت بوست تاني على حس ايه صافي بالظبط لا هذا اللينك او اللي سوي اوكي شاركين فيه الحاجه الفولدر اللي انا الحاجات اللي انا بناخدها في المحاضره من شغلتها جوه الفولدر ده فدلوقتي انت كتبت اللينك خلاص لو جينا عملناه كوبي كده خدناه كده كوبي قلنا له هنا بيست وبعدين جو
زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي عملنا بيست لللينك، فتح لي الفولدر بتاعي تمام. زميلنا اسمه حضرتك ايه؟ مصطفى. هو معنى زي ما انت بس اتاخرت عليكم، انا نزلته امبارح يعني اللي هو المحاضره اللي فاتت اهو موجود هنا فوتوشوب سي 2018 تمام ليكشر 3 فويس 5 اهو مكتوب عليه ايه؟ ليكشر 3. اتفضل. بس هو فتح تقريبا دلوقتي عشان ده الايميل بتاع حضرتك. لا لا انا ما عامل شير، انا عامل دلوقتي شير في الفولدر، انا متاكد برضه ادي الفولدر بتاعي اهو شير زيس فولدر. كده اضغط انا ببعت لك اللينك مباشره اهو كده، وخدت اللينك تاني. هو ملوش دعوه بالايميل يعني، انا مثلا اخد خالص عشان اقول لك بس اني عملت لوج اوت، انا كده عملت لوج اوت من الحساب خالص تمام. لو جيت ضغطت على دخلت تاني على الميديا فاير تمام. هو دلوقتي لازم انا اخش بحسابي. لازم تخش بحسابك، هو كده انا مش داخل باي حساب، هي لازم تخش بحسابك يعني، لازم تخش بالايميل بتاعك دخلت بيه. المفروض يعني هو عامل مشاركه يعني، في حد طب ما عرفش يخش على الفولدر ده؟ انا عملت له ابلود ولا ده الفولدر المشاركه اللي المفروض يعني، لو جيت ضغطت انا عملت له لوج ان. لحظه واحده قلت له لوج ان ده المفروض الفولدر اللي نحط فيه الحاجه بتاعتنا كلها تمام، الملفات بتاعتنا كلها. في حد طب ما عرفش يخش على الفولدر او في حد دخل عليه؟ حد حضرتك الفلاشه عشان كده حضرتك خدتيها على الفلاشه تمام، لكن في حد دخل على الفولدر ده اونلاين خالص؟ هو المفترض يعني هو بيقول لي شير، يعني المفترض ان انا بشارك الفولدر ده مع، حتى عندي هنا في الداونلود في ناس حملت يعني، انا وقفت هنا هنا بيقول لي في ثلاثة في اتنين داونلود بالنسبة للملف ده، اتحمل مرتين تمام؟ طيب افتح الفايل بتاع الداونلود اللي هو ممكن تكون عنده داونلود، ممكن بقى الملف نفسه أو الفايل نفسه بقى، بس المفروض هو الفولدر في مشاركة مفيش مشكلة. هو تقريبا المفروض نعمل كل ده ماشي، بس هو المفروض الفولدر لما أجي أخش عليه عادي، ما مش عارف ليه هو ما ضغطتوش تخش هنا تمام؟ مفيش مشكلة. عندي دلوقتي اللينك بتاع المحاضرة اللي فاتت، كوبي امسح ده، المفروض تحمله على طول بقى، امسحه مع بعض. دي واحدة ماشي يا جماعة. طبعا HTTP لو بروتوكول عادي، بعدين لوجتين دوت سلاش www.mediafire.com عادي سلاش فايل سلاش فايل، بعدين سلاش تاني هتكتب بقى الكود ده تي واي جي اي جي 0 B S A D 7 5 A 4 A. برضه اكتبوه مرة ثانية. شايفين كده الحروف واضحة على البورد؟ حروف واضحة؟ اكتبوه كده مرة ثانية. كده المفروض أنا لما أجي آخد الكوبي من اللينك ده بعد كده نرجع الجزء ده عشان بس لو إيه حد مش عارف. بعد السلاش بعد من الاول ميديا فايل دوت كوم سلاش 5 بعدين سلاش ثانيه تي واي جي بعدين اي بعدين جي بعدين 0 بعدين بي بعدين اس بعدين اي بعدين دي بعدين 7 بعدين 5 اي 4 اي تمام كده. تمام يا جماعه، لو انا اخدته كده كوبي وجيت احط هنا حطيته بيست وجو، كده اوتوماتيك هيظهر لي مفتاح الداونلود وحجم الملف بتاع المحاضره اللي فاتت 184 ميجا بايت تمام، وبضغط عليه يبتدي يحمل على طول تمام.
ده بالنسبه للميديا فايل. وقلنا برضو في الناس اللي جت متاخر، في عندنا موقع معتز معتز.net، موقع معتز.net ده موقع اقدر احمل منه الفوتوشوب والبرامج الثانيه، اي برنامج اقدر اخش جوه الموقع. متقسم هو اقسام زي ما انتم شايفين، كل قسم خاص بمجموعه برامج وفقا للتخصص. يعني انا مثلا عندي ادوب برودكت، المنتجات بتاعت الادوبي اقدر احمل فيها منها اللي انا عاوزه سواء فوتوشوب او غيره. طيب نرجع لموضوعنا. انا عندي دلوقتي عنصر موجود قدامي اللي هو الشمس على طبقه شفافه ترانسبيرنت، عاوز دلوقتي احط له افكت. ايه هو الافكت الاول؟ الافكت لو جينا هنا فتحنا قائمه ويندو وبعدين جبنا الستايلز تمام وجبنا الباليتا دي جبناها على الشمال كده، عليها مجموعه من الافكتس الجاهزه او ستايلز الجاهزه اللي البرنامج بيوفرها. لو جيت وقفت على العنصر وبعدين ضغطت على اي واحده فيهم هيبتدي ايه يطبق الافكت على العنصر الموجود معايا تمام. طيب هل دي بس التأثيرات الموجوده في البرنامج؟ لا، في تأثيرات تانية. لو جيت ضغطت على الشوط اللي فوق بعض دي واخترت مجموعه تانية من المجموعات، مثلا على سبيل المثال اخترت المجموعه دي وقلت له ابند الباليت نفسها اسمها ستايلز، ستايلز تمام، بتتجمع من ويندو وبعدين قائمه ويندو وبعدين اختار ستايلز هتطلع لي الباليت على طول. طبعا اتفقنا ان في مفتاح الاوكي ده معناه ايه؟ ان انا اعمل ريبليس، يعني اشيل اللي موجود هنا واحط مكانه جديد. وعندي المفتاح تاني هو الابند، الابند ده بيضيف ان انا جايبه جديد على اللي موجود. فلو ضغطت هنا ابند ضاف لي مجموعه جديده من الستايلز. فمثلا لو جينا نجربها كده كل دي ستايلز زي ما انتم شايفين حضرتك تمام. طب الستايلز دي كلها ستايلز جاهزه. لو حبيت انا اعمل ستايلز مع نفسي بعمل ستايلز ازاي؟ لو نيجي نقفل الكلام ده كله، نقفل الستايلز دي ونقفل الكلام ده نلغيه. انا دلوقتي عندي الشمس او العنصر بتاع الايتم بتاعي زي ما هو كده، عاوز اعمل له افكت. في عندي ايقونه تحت في الباليتا بتاعت اللايرز اسمها اف اكس تمام. لو ضغطت عليها هيطلع لي قايمه فيها التابات الرئيسيه بتاعت الاقسام اللي هي بتاعت الافكتس، انا اقدر اعمل منها افكتس. على سبيل المثال هنتكلم عن الستروك. الستروك عباره عن ايه؟ الستروك ان انا اخلي الحواف بتاعت العنصر عليها لون، يعني الحدود الخارجيه. لو جيت مثلا على سبيل المثال اخترت اللون اللي هو الفسفوري ده مثلا وقلت له خلي الستروك مثلا المقاس بتاعه 13 وقلت له اوكي، كده عمل لي ايه؟ عمل لي ستروك خارجي، يعني ايه؟ عمل لي لون حوالين الحدود الخارجيه للعنصر. لو انا قللت الستروك بتاعي، لو جيت عملت دبل كليك على الكلمه بتاعت الستروك وقلت له هنا المقاس خليه لي مثلا ايه 5 قلت له اوكي، كده قلل لي السايز شويه بتاع الستوك. ده من ضمن التاثيرات اللي احنا بناخدها. طب نيجي نتعرف الاول على بعض الايفكتس الموجوده او السايز الموجوده في البرنامج. عندي تأثير اسمه دروب شادو. الدروب شادو زي ما انتم شايفين جايب البطه كده، بيفيد هذا التأثير في عمل ظل خارجي للعنصر الموجود بالطبقه الحاليه. يعني دلوقتي انا واقف على عنصر معين بيعمل لي ظل خارجي على العنصر ده اسمه دروب شادو. في عندي انر شادو، ده عكس الدروب شادو، ده بيعمل لي تأثير داخلي، يفيد هذا التأثير في عمل ظل داخلي للعنصر الموجود بالطبقه الحاليه. ملحوظه هذا التأثير يكون بدور عكسي للتأثير السابق له. زي ما انتم شايفين هنا عندي الايفكت نفسه او الشادو خارج البطه او خارج الحدود بتاعتك، هنا جوه البطه نفسها.
فده انر هاند شيل، يعني التاثير داخل الحدود الداخليه بتاعت العنصر، وده تاثير خارج الحدود بتاعت العنصر نفسه. التاثير اللي بعد اللي بعدين الاوتر جلو ده بيخليني عامل زي اضاءه حول العنصر، يعني في هذا التاثير في عمل اضاءه او هاله من النور حول الحدود الخارجيه للعنصر الموجود بالطبقه الحاليه. الانر جلو يفيد هذا التاثير في عمل اضاءه او هاله من النور حول الحدود الداخليه للعنصر من جوه بقى زي ما انتم شايفين كده، حول الحدود الداخليه للعنصر موجود بطور حراري ملحوظه. هذا التاثير يكون بدور عكسي للتاثير السابق له. بعد كده عندي التاثير اللي بعدين اللي هو البيفل اند امبوز، يفيد هذا التاثير في عمل تكسين ثلاثي الابعاد للعنصر الموجود بالطبقه الحاليه، عامل له ايه كانه 3D. التاثير اللي بعدين بيعمل اجزاء مظلمه تظهر على العنصر الموجود بالطبقه الحاليه. بعد كده التأثير اللي هو الكالر اوفرلاي ده بيفيد هذا التأثير في عمل ملء للمساحة الكلية للعنصر اللي هو شكل البطة للعنصر الموجود بالطبقة الحقيقية، وذلك بأي لون تختاره، يعني تعمل له فيلم على شكل البطة لون أخضر أحمر زي ما أنا عاوز. اللي بعديه عندي اللي هو الجريدينت اوفرلاي، يفيد هذا التأثير في عمل ملء المساحة الكلية للعنصر الموجود بالطبقة الحالية، وذلك بواسطة تدرج لوني تقوم باختياره من نماذج التدرجات اللونية التي يوفرها لك البرنامج. هناخد يعني ايه جريدينت كمان شوية. طبعا احنا خدنا الباترن، عرفنا يعني ايه باترن. طب لو حبينا نخلي البطة نفسها الجزء الداخلي بتاعها كله باترن، يبقى نستخدم التأثير ده هو الباترن اوفرلاي. التأثير اللي بعدين اللي احنا خدناه أول حاجة اللي هو الستروك، يفيد هذا التأثير في عمل خط خارجي بلون معين حول حدود العنصر الموجود بالطبقة الحالية، ويمكن التحكم في سمك هذا الخط الخارجي وفقا لرغبة المصمم. دي بعض النماذج للتأثيرات اللي انا ممكن اشتغل بيها في التصميم بتاعي. طيب انا عشان اجيب اللوحة او النافذة بتاعت الستايلز، لو الا بعمل دبل كليك على العنصر يطلع لي هنا لاير ستايل، اقدر اتحكم في اي حاجه. مثلا على سبيل المثال الستروك، انا دلوقتي واقف في القسم بتاع الستروك نفسه، تمام؟ هو دلوقتي ليه عمل لي ستروك اخضر؟ عشان انا مختار لون اخضر. لكن لو حبيت اخلي الستروك لونه مثلا اي حاجه مثلا اصفر، بضغط هنا بيطلع لي حاجه اسمها الكالر بيكر اللي انا خدناها قبل كده، بس المره دي مش مكتوب فور جراوند كالر، مكتوب ستروك كالر. يبقى الكالر بيكر دي بتتشكل وفقا لطبيعه الحاجه. يبقى هنا عندي الكالر بيكر للستروك كالر، بختار اللي انا عاوزه على سبيل المثال اخليه لونه ايه اصفر، وقلنا اوكي. بعد كده طبعا ظهرت هنا النموذج المعينه باللون الاصفر. قبل ما ادوس اوكي في عندي كذا حاجه كده بختارها. هنا عندي السايز، طبعا لما اجي بتحرك بالنافذه دي هجيبها على جنب كده. طبعا بلاش اللون الاصفر عشان هو اصلا اصفر، نخليه مثلا ايه احمر مثلا. اوكي، هنا اول حاجه بالنسبه للخيارات بتاعت الستروك عندي السايز بقدر اتحكم فيه، ممكن دلوقتي اخليه واحد، ممكن اخليه اتنين. طبعا كل ما اشتغل في النافذه دي كل ما يظهر اوتوماتيك على النموذج المعين. عندي ثلاثه مثلا زي ما يقصر، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، 10. بص زي ما انتم شايفين ايه السومبيشن بتاعه بيزيد، يبقى انا بتحكم دلوقتي في السايز بتاع الستروك، تمام؟ وفقا للخيار ده. في عندي البوزيشن، انا دلوقتي الموضع بتاعه لإلا اوت سايز يعني خارج يعني الحدود الخارجية، تمام؟ لإلا سنتر. طب يخبط؟ خبط ثاني. طيب الحدود الخارجية لإلا سنتر يعني على الخط نفسه، يعني انتوا شايفين الخط ده على الخط نفسه كده، لإلا من جوه بقى. طب نشوف الكلام ده ازاي؟ لو قلنا انسايت، لو قلنا سنتر كده في النص بالظبط، لو قلنا انسايت يبقى ايه من جوه. طب هل انا ممكن اعمل كذا ستروك في وقت واحد؟ انا دلوقتي عامل ستروك لونه احمر صح كده؟ شويه خليناه مقاس 3 وجينا هنا ضغطنا على الستروك التاني ده، خلينا بدل ما هو باللون البرتقالي ده تقريبا هنختاره باللون ايه؟ الازرق، تمام؟ او البترولي ده، واكبره شويه عشان يبان. اصبح دلوقتي انا عندي اثنين ستروك زي ما انتم شايفين، عندي واحد بالازرق اللي هو الخارجي ده، وعندي واحد بالاحمر، تمام؟ ممكن اتحكم بقى في البوزيشن بتاعهم، يعني على سبيل المثال اخلي مثلا الاحمر ده
يبقى انسايد او زي ما هو كده انسايد، والخارجي ده نخليه اوتسايد. يبقى كده الخارج يبقى واحد من جوه وواحد من بره، يبقى كده عامل اتنين ستوك. ممكن ازود واحد تالت مفيش مشكله، بعمل ستوك تالت نخليه مثلا بلون ايه، اي لون مثلا، اللون ده مثلا. تمام، اكبر شويه السايز بتاعه. بص دلوقتي ايه، يبقى دلوقتي عندي ثلاثة ستوك مشغلهم مع بعض كلهم مع بعض في وقت واحد. دلوقتي ده مثلا الازرق، وده تمام، دي ده ايه ده بقى، ده اللي فوق ده الاحمر، نخليه مثلا ايه بالاخضر مثلا اهو عشان يبان اكتر. تمام كده، في حد بيسأل على حاجة؟ الفوشيا، الفوشيا لا ثواني، الفوشيا موجود بس انا اكبره شوية. وعاوزين الاخضر برضه، فين الاخضر؟ نكبره شوية بس كده، كده معقولة اوي. كده بقى عندي ثلاثة ستوك، واحد ازرق لو زي ما انتم شايفين، واحد اللي هو الفوسفوري، والتاني الفوشيا التالت ده. طبعا انا بقدر اتحكم في الستوك، اي ستوك فيهم، لان اخليه انسايد يعني الحدود الخارجية بتاعت العنصر اخليه داخلها، او سنتر يعني على الحدود بالظبط، واقف على الحدود. زي مثلا ايه، انا دلوقتي في بلاطة، ده صف من البلاطات، لان انا واقف على البلاطة بالظبط، لان انا واقف بره البلاطة، لان انا واقف جوه البلاطة، يبقى كده ايه انسايد واوتسايد وسنتر. ده بالنسبة للستوك. طبعا بقدر اتحكم في الدرجة بتاعته زي ما انا عايز. لو تاخدوا بالكم انا دلوقتي كنت قلت في بداية المحاضرة ان التأثير بيبقى ليه طبقة فرعية خاصة بيه. فين هي الطبقة الفرعية اهي؟ لو جبنا اللايرز معانا هنلاقي هنا مكتوب ايه؟ خليها لكم بس بنص فيها شوية كده. هنا الإفكتس الموجودة على التصميم، عندي هنا لايرز دي ولاير دي ولاير، كل دي لايرز. لو جيت انا ضغطت على الرمز بتاع العين هيخفي التأثيرات كلها، ليه؟ لأن انا كده خفيتها. طب لو عاوز اخفي تأثير معين بالستوك ده، الستوك ده كمان اخفيه كده بقى الفوشيا بس، لو كده خفيت ده كمان وحطيت ده يبقى ده الاخضر بس اللي عامل. شايفين انا بخفي التاثيرات وعمال اظهرها. تمام، طيب طبعا دي تاثيرات ملحقه بالطبقه اللي هي بتاعت الشمس، يعني لو خفيت الطبقه نفسها كل حاجه اللي عليها اختفت. تمام، طيب انا ممكن اتحكم في التاثير ده، يعني مثلا لو جيت ضغط دبل كليك على الستروك هيطلع لي النافذه اللي هي خاصه باللاير ستايل. ممكن اجي بعد كده انا دلوقتي اخترت بوزيشن اوتسايد. تمام، طب الاوباستي نفسه ممكن اتحكم فيه؟ ممكن اتحكم فيه عادي، واحسبها كده. انا برضه بجيب لكم نموذج المعاينه كده. بصوا عمال ايه اقلل في الشفافيه بتاعت اللي هو الازرق. تمام، لو جيت الستوك اللي هو الفوشيا مثلا وجيت انا في الاوباستي بتاعته كده عمال ايه قللت جامد لغايه ما اختفى تماما. برضه نفس الحكايه، ممكن في الاخضر اقلل في الشفافيه بتاعته. بس بيخفي جزء من الصوره، مش بيخفي جزء من الصوره، هو بيخفي التاثير نفسه، مفيش الجزء الصوره زي ما هي، الصوره ما فيهاش اي تغيير خالص. تمام، ممكن نخلي الستروك على بعد معين من الصوره؟ لا، يعني عندك ثلاث خيارات، لا الا انسايد الحدود الخارجيه، لا الا اوتسايد الحدود الخارجيه، لا الا سنتر الحدود بالظبط. تمام، هنا الفيل تايب ممكن اخليه كلر، ممكن اخليه جريدينت. تمام، بس اخليه جريدينت مثلا، او مثلا خليه ده بالنسبه لو اكبر شويه طبعا اقلل الاوباستي برضه عشان يبان. نخفي الاثنين التقسيطه، نختار نعمل استوى كده نبينه الاخضر. تمام، ونيجي هنا نقول له خليه جريدينت مش كلر. تمام، وبعد كده اتحكم في الجيرجنت نفسه، التدرج اللوني، هناخد دلوقتي يعني ايه تدرج لوني اهو مثلا. تمام كده، بص يا جماعه كده هو عامل دلوقتي ايه؟ عامل الستروك مش لون بقى، احنا كنا بنتعامل معاه ان هو لون، دلوقتي مش لون، انا عامل ستروك على جيرجنت تدرج لوني، هنا اخضر وبعد هنا مش عارف تدرج اخضر مع برتقالي كده، تدرجات لونيه. تمام، يعني ايه تدرج لوني؟ تدرج لوني لو انا حبيت كده اعمل مثلا تصميم جديد. تمام، فاضي تماما، مش عاوز انا باللون يعني، نخليه ايه في ده الاف يحذفه. طبعا هو ما رضاش يحذف معايا ليه؟ لان دلوقتي ما فيش الا طبقه واحده، فلازم
على الاقل طبقه واحده تكون موجوده في اللوحه. ما ينفعش يبقى اللوحه ما فيهاش ولا طبقه. فكده اعمل له طبقه جديده شفافه والغي اللي هي زيرو دي كده لغيتها. يبقى كده عندي الطبقه الشفافه بتاعتي اللي انا عملتها. تمام. طيب انا دلوقتي بنتكلم على الجريدينت. انا دلوقتي عندي زي ما انتم شايفين تصميم فاضي تماما، طبقه شفافه، عاوز اعمل جريدينت. باجي هنا بختار لونين عامل ما بينهم جريدينت. على سبيل المثال هختار هنا لون البنفسجي ده او الفوشيا، واللون اللي تحتيه ده اللي هو الباك جراوند هخليه لون ابيض. تمام كده. وبعدين اضغط على اداه الجريدينت اللي موجوده هنا في التول بوكس اسمها جريدينت تول. بقدر انا استدعيها عن طريق حرف الجي من لوحه المفاتيح. لو ضغطت على حرف الجي هو واقف مثلا موف تول، دلوقتي ضغطت على الجي اوتوماتيك هيتوجه للجريدينت، او انا اضغط عليها واختار. طب انا اختار دلوقتي الجريدينت تول. تمام. بعد ما اختارها باجي اقف عند النقطه اللي عبدا من عندها الجريدينت واروح ساحب. يعني مثلا عبدا النقطه اللي فوق دي شايفين، انا ببدا من هنا اروح ساحب كده. وبعدين مثلا واقف ايه، انا بعمل جريدينت بزاويه كده، ممكن اعمل بالطول او بالعرض زي ما انا عايز. كده عملت زاويه يا جريدينت. وبعدين اسيب ايدي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ عمل تطابق لوني ما بين الفوشة والابيض. لو انا مثلا قللت شويه كده ايه غيرت. بصوا شايفين بيعمل ايه تطابقات لونيه ما بين لونين. اسحبه كده يعني طبعا ايه مع المقاس كده تظبط الجريدينت بالظبط. ممكن بالعرض برضه كده عملت ايه تطابقات لونيه. طب في تدرجات لونيه موجوده جاهزه في البرنامج؟ ايوه في تدرجات لونيه اقدر اجيبها من بره برضه نفس الحكايه. لو قطعت التدرج ده وجيت سحبت اعمل لي بس تدرجات لونيه ما بين الوان كتيره، مجموعه الوان مع بعض. اذا اقدر اتحكم في اي جريدينت انا عاوزه لو التدرجات اللونيه اللي انا عاوزها وهسحبها كده. طبعا الحاجات دي ما تنفعش يعني في التصميم كبدايه بس عشان تتعلم، لكن مع الوقت بقى تتعلم الجريدينت الاحترافيه. محدش طبعا يعمل كارت او حاجه يحط جريدينت زي دي كده، كده صعبه جدا يعني. كل الحاجات دي للتعلم بس يعني. تمام. طيب يبقى كده عرفنا جيد. نرجع تاني للتصميم بتاعنا. قلنا لو حبينا نخفي اي تاثير رمز العين ده بيرمز لاخفاء او لاظهار. تمام. في حاجه بقى عاوزين نشوفها مع بعض دلوقتي. لو جينا مثلا ده لغيناه بقى دلوقتي عندي التاثير بتاعي. قبل ما نشوف الحاجه دي نتكلم عن موضوع دي واحده. الموضوع اللي هو الاوباستي والفيل. احنا قلنا في فرق ما بين الاوباستي وما بين الفيل. الاوباستي بيقلل شفافيه العنصر بيبقى فيه التاثير اللي عليه. فين التاثير؟ هنحط مثلا التاثير ده اهو، ده التاثير اللي عليه. ايه هو التاثير؟ انا عامل دلوقتي تاثير استروك لونه فوسفوري على العنصر نفسه. فلو جيت انا ضغطت وسحبت المؤشر بالنسبه للاوباستي قللته مثلا اهو، بصوا دلوقتي ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ العنصر بما عليه كمان الايفكت الاثنين الاوباستي بتاعته او الشفافيه قلت. طب انا مش عاوز كده، انا عاوز العنصر بس هو اللي يقل الشفافيه والتاثير زي ما هو ما حدش يلعب فيه. بختار الامر اللي تحتيه اللي هو الفيلم. طب جيت سحبت كده ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيقل؟ العنصر نفسه، لكن الايفكت زي ما هو ثابت في مكانه ما بيتغيرش. الايفكت نفس الدرجه بالظبط كده. بص عمال اغير اهو. تمام. العنصر عمال يتغير معايا والايفكت زي ما هو ما فيش اي تاثير عليه. فده الفرق ما بين الاوباستي وما بين الفيلم. طبعا ما فيش حاجه في الكمبيوتر اسمها اثنين اوبشن بيعملوا نفس الوظيفه وما فيش فرق ما بينهم. لا اكيد طبعا المبرمج اللي عمل الاوبشن اكيد في فرق ما بين اوبشن 1 واوبشن 2. فده الفرق ما بين الاثنين. الاثنين بيتحكموا في الشفافيه، بس واحد بيتحكم في العنصر بالايفكت اللي عليه، والتاني بيتحكم في العنصر بس ويسيب الايفكت في مكانه ما يجيش جنبه. ده الفرق ما بين الاوباستي والفيلم. تمام. طيب هنتكلم بعد كده على موضوع اللي هو الايفكتس الجاهزه. لو جبنا اللوحه بتاعت الستايل اهي الباليت بتاعت الستايل، لو جينا انا خفيت التاثير ده زودت الاوباستي الفيل بتاعه 100% زي ما كان، وجيت انا ضغطت على نلغي الايفكت ده خلاص مش عاوزينه. تمام. جيت ضغطت مثلا على الايفكت اللي هو ايه ده مثلا، حط لي ايفكت صار. لو تاخدوا بالكم مجرد ما ضغطت على الايقونه دي تمام الايقونه اللي هي تقريبا هنا، الاقي دي صفر. عمل لي ايفكت وطبقه لي على عنصر. بس في حاجه مهمه بقى ناخد بالنا منها، اللي هي عمل لي ايفكتس موجوده هنا في الدايركس. تمام. بمعنى كان الايفكتس الجاهزه دي لما جاء طبقها هو كان نموذج جاهز بتعمل المكونات بتاعتها. فالمكونات بتاعتها عشان عندي ستروك وعندي جريدينت اوفرلاي وعندي
بيفل اند امبوز الثلاثه دول لو جيت خفيت واحد فيهم لو خفيت الاستروك مثلا او التقسيم بص اتغير لعبت في التقسيم الجريدينت كده خليت البيفل بس لو جيت انا خليت الاستروك مع البيفل لو بص انا بختار انا بغير في الافكتس براحتي الافكتس الجاهزه دي مش حاجه يعني ثابته انت ممكن تلعب فيها يعني دلوقتي انا اخترت افكتس جاهزه موجوده في البرنامج او ستايل جاهز ممكن بقى اتحكم فيه هو عمل لي نزل لي ستوك ونزل لي البيفل اند امبوز ونزل لي الجريدينت اوفرلي الثلاثه دول بيكونوا الافكت اللي هم انتوا شايفينه على الشاشه لو حبيت العب في الستوك بتاعه دبل كليك على الستوك هو مختار ايه جريدينت ده جريدينت جاهز ما انا مختار حاجه ثانيه مختار مثلا على سبيل المثال ده اوكي كده انا لعبت في الايه في الايفكت اللي هو جاهز اصلا البرنامج جابه لي جاهز يبقى اذا انا اقدر اتحكم في الايفكتات الايفكتس جاهزه او ستايلز جاهزه اقدر اتحكم فيها زي ما انا عاوز واعدل فيها زي ما انا عاوز ده بالنسبه لموضوع الستايلز طبعا الستايلز انا ممكن اطبقه على عنصر او ممكن اطبقه على التكست لما يجي المحاضره الجايه ان شاء الله ناخد التكست برضه ممكن نعمل تكست عليه ستايل تمام ده بالنسبه للستايل بتاع طيب في بقى حاجه جميله جدا انا لو عندي مثلا نجيب التصميم بتاعنا ده انا عندي التصميم بتاعي دلوقتي فيه كذا عنصر زي ما انتم شايفينه كده في السحابه في الشمس في الطائر لو انا جيت اخترت مثلا الشمس وحطيت عليها افكت مثلا نخليها مثلا ايه شادو دروب شادو تمام طيب دروب شادو برضه بالمناسبه دروب شادو دلوقتي بتحكم في لونه يعني مثلا لون الزرد لون اسود رمادي شويه تمام بتحكم في الاوباسيتي بتاعته بس اكبر لكم عشان تشوفوا معايا الشاشه لو جينا اخترنا الدروب شادو ممكن اتحكم في اللون بتاعه خليه مثلا لون ايه رمادي ايه اتحكم في اتجاه بالظبط كل اللي عليك دلوقتي اللي هو ايه رمادي تمام وبعد كده الاوباستي بتاعته الشفافيه بصوا لو ناخد بالكم ايه كده بزود درجه الوضوح بتاع كده بخليه ايه شفاف تمام بعد كده الزاويه زي ما عبد الرحمن صح تمام زي ما عبد الرحمن قال الانجل عندي اهي بتحكم في زاويه الزل بصوا شايفين بيتغير ازاي على الشاشه كده الزاويه كده زاويه ايه ماينس 135 هنا زاويه 120 هنا زاويه 63 كل ما انا اتحرك كده بيغير لي في الزاويه بتاعت الدروب شادو طب السايز ممكن ازود السايز ممكن هنا من هنا ازود له السايز بتاعه شويه بصوا الزل بيزيد معايا تمام في حاجه اسمها سبيد اللي هي ايه الحد يعني حاجه درجه الحده او الوضوح يعني تمام والديستنت برضه الديستنت يعني الموضع بقى بص انا بحطه فين انزله تحت شويه كده اكن ايه بحرك الزل اكن الزل بتاعه بخطفه تمام ده ايه الزل بحركه من مكانه يبقى كده عشان احرك الزل من مكانه هنا درجه القوه بتاعته او الحته بتاعته هنا السايز اللي هو حجم الزل نفسه تمام في عندنا امر هو الانتي الياس اللي خدناه المره اللي فاتت اللي هو ايه تنعيم الحواف نخلي الحواف تبقى ناعمه تمام يعني دي برضه الحاجات المهمه بالنسبه للدروب شادو تمام اقول له اوكي طيب ممكن احط برضه تاثير ثاني احط له الاستروك اخليه باللون ده تمام كده خليت الاستروك بس نقلله شويه نخليه مثلا ايه واحد كده حط له ستوك بس ايه خفيف شويه تمام مش كده اوضح صح طيب يبقى دلوقتي عندي اثنين افكت حاططهم على العنصر بتاعي واحد الستوك اللي هو الحدود الخارجيه والتاني اللي هو الدروب شادو اللي هو الزل تمام طب انا لو جيت انا جيت سحبت مثلا السحابه دي عايز اسوي الطائر وجيت حطيته فين؟ في التصميم معايا هنا، دخلته معايا في التصميم. تمام؟ وجيت كبرت مساحة التصميم شوية، ازاي اكبر مساحة التصميم؟ لو ضغطت على الايمج وبعدين الكانفاس سايز وقلت له بس زود لي شوية مثلا ايه بالعرض كده بالعرض خليه مثلا ايه 40. طب ازود لك المساحة اللي أنت عاوزها المساحة الجديدة الفاضية دي ازودها لك في أنهي اتجاه؟ يمين ولا شمال؟
لا احطها لي يمين يبقى اضغط على السهم الشمال العكس واقول له ايه اوكي كده زود لي ايه مساحه فاضيه يمين زودها لي على التصميم يعني عشان اقدر احط فيها الطاق بتاعي يبقى جنب ايه الشمس وهنا اخليها فيل برضه باللون الابيض كده خليتها الابيض طبعا ننزلها تحت عشان ايه الشمس تبان طيب لو عملت فيل على الشمس نفسها طب نيجي هنا نعمل ايه فيل تمام كده نيجي نسحب صار شويه تمام كده بحيث ايه الشمس مع الطاقه زي ما انتم شايفين الشمس دي عليها افكت الستروك مع الشادو طب لو عاوز انسخ نفس الستايلز بالظبط في نفس الاعدادات بتاعته واطبقها طبق الاصل يعني ستايلز طبق الاصل على العنصر الثاني بعمل كام ده ازاي؟ باجي اعمل رايت كليك على العنصر اللي هو فيه الشمس اللي هو فيه التاثير رايت كليك هنا وبعدين بختار حاجه اسمها كوبي لاير ستايل يعني ايه؟ يعني بقول لك بقول للبرنامج يا فوتوشوب شايف اللايرز دي اللي فيها الشمس هات لي كل التاثيرات بجميع اعداداتها بمواصفاتها بالسايز بتاعها بدرجه الظل بكل ده كله خدها زي ما هي كتيبيكال وحطها لي طبقها لي على العنصر الثاني اللي هو الطاقه فهنا اقول له كوبي لاير ستايل نسخها لي في الذاكره اجي اقف على الطبقه الثانيه واقول له بيست اقف هنا بيست لاير ستايل كده عمل لي ايه؟ خد نفس التاثيرات الموجوده على العنصر الاولاني كوبي وطبقها لي على العنصر الثاني بيست تيبيكال بالظبط بدرجه الزاويه بكل حاجه واضحه كده يا جماعه؟ طب هل انا ممكن الكلام ده اعمله في تصميم تاني؟ يعني مثلا انا عملت الكلام ده كلايرز جوه التصميم الحالي، هل ممكن اخد الكلام ده واطبقه على لايرز موجوده في تصميم تاني؟ اه ممكن، ممكن نفس التاثير ده التاثير ده انا اعمل له كوبي تمام؟ نيجي التصميم التاني على السحابه مثلا. نيجي هنا نوقف على السحابه ونقول له بيست لاير ستايل. حاطين ايه؟ شايفين؟ نفس التاثير بالظبط في تصميم تاني مش نفس التصميم في ملف تاني. فده ممكن ان انا اعمله. يبقى ده التأثيرات نقفل بس الحاجات دي. طيب يبقى كده عرفنا ازاي نضيف تأثيرات لعناصر الطبقات وعرفنا ازاي ننسخ التأثيرات من طبقة لأخرى. طيب لو عاوز أحذف أي تأثير يعني مثلا عندي الطبق ده عليه الستروك وعندي الدروب شادو عاوز أحذف الدروب شادو بس بعمل إيه؟ لو جبنا هنا اللوحة كده نقف على كليك واحد على الدروب شادو وهسحبه كده للأيقونة اللي هي اللي تحت دي اسمها إيه؟ ريسايكل بن الديليت دي تمام كده انا مسحت الدروب شادو طب لو عاوز اخفي تاثير بضغط على الستوك مثلا كده العين الجنبيه دي خفت يبقى كده اغنيت الستوك او خفيته قصدي طب لو عاوز احذف جميع التاثيرات الموضوعه على طبقه معينه يعني دلوقتي عندي تاثيرات اهي مثلا خلينا هنا تمام حطيت مثلا هنا كذا تاثير هات الستايلز مثلا حاجه زي كده هو كده واخد لي جريدينت كذا جريدينت يعني عاوز كل الكلام ده احذفه مره واحده وانا ساحب الافكتس كلها بقى كده زي ما هي كده من الراس بتاعها واعمل ديليت يبقى كده انا لغيت كل التاثيرات الموجوده طب لو عاوز اخفي كل التاثيرات مش الغيها يعني انا اعمل كنترول زد عاوز اخفيها بس اروح انا واقف كده ساحبها كده اختفى اول انا اضغط على الرمز المجمع بتاعهم الافكتس كلها الرمز الكبير هنا زي ما انتم شايفين هنا بيقول لي الطبق دي عليها افكت ده الراس بتاعتهم او ايه التايتل الرئيسي وتحتيه الافكتس دي فانا ممكن اخفي الافكتس كلها مره واحده بالعين دي اضغط على العين اللي فوق دي الرئيسيه تخفي لي كل اللي تحتيها او ممكن اخفي التاثير والتاثير عن طريق العين الموجوده هنا تمام نفس الفكره ممكن اسحب الافكتس دي كلها للسايكل بين تحت او انا احذف واحده بس من هنا وسجل يبقى انا حبيت الغي او اخفي التاثيرات. طب لو حبيت اجيب تاثير من على النت يعني دلوقتي انا عندي التاثيرات جايبها من موقع النت باجي انا اقف على اللي هي الباليته اللي هي الستايلز وبختار الشروط اللي فوق بعض دي وبعدين بختار لود ستايلز واقول له فين سطح المكتب دور عليه الاكستنشن بتاعت الفايل الاكستنشن بتاع الستايلز بيبقى دوت اي اس ال اي ملف دوت ASL يبقى ده ستايل فوتوشوب تمام ده بالنسبه للستايلز هنتكلم بقى دلوقتي عن موضوع السمارت اوبجكت والفرق ما بينه وبين الراستر والفيكتور الثلاث حاجات دول تمام يفتح تصميم نقفل الدنيا دي كلها اتفضل اللايرز
طبعا لازم ممكن اختار اف 7 من لوحه المفتيح يظهر لي ليزر. تمام فضيله. اعمل رايت كليك على اللي هي من ايوه اعمل رايت على اي ليفل. اي ليفل؟ تمام. لا الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه تمام. في اللي هي راسترايز. ايوه الكلام بتاع ناخده ما تستعجلوش يا جماعه. كل ده انا ماشي واحده واحده بس مش هتنساش كل ده هنعرفه ان شاء الله. لسه المحاضره معانا طويله بس ان شاء الله. تمام؟ طب هنتكلم عن سبارت اوبجكت وهنتكلم عن الفيكتور والراستر. نراجع مع بعض. يعني ايه راستر؟ يعني ايه راستر؟ لا لا ده اهم سؤال ده انت مش هتقول. الراستر قلنا دي تكنولوجيا بتعتبر ان الصوره عباره عن جاتو مربعات صغيره هي بيكسل. تمام. الفيكتور عباره عن بيبص للصوره انها منحنيات ولاينز. تمام. هندسي. تمام. طب انا بقول الكلام ده ليه بقى؟ عشان عاوزين نعرف حاجه اصلها ونمشي بيها. بمعنى انا عندي صوره جايبها من النت، صوره البط مثلا جايبها من جوجل مقاسها 1000 بيكسل في 1000 بيكسل. ده المقاس انا جايبها السورس بتاعي جوجل. تمام. يبقى الصوره دلوقتي حملتها على جهازي صورة راستر عادي جي بي جي او بي ان جي 1000 بيكسل في 1000 بيكسل. تمام. طيب جيت سحبتها على الفوتوشوب اول ما دخلتها جوه التصميم عملتها ريسايز عن طريق امر اللي هو فري ترانسفورم اللي انا خدناه وعملت ريسايز للصوره. بدل ما هي كانت 1000 بيكسل في 1000 بيكسل غيرت المقاس بتاعتها خليتها 100 بيكسل في 100 بيكسل وضغطت انتر اعتمدت التغيير الجديد. جيت بعد كده عملت فري ترانسفورم تاني وعملت ريسايز وكبرتها ل 1000 في 1000. هل الصوره هترجع زي اصلها؟ مش تجليل لان هي بكسلت كده او هي ايه غيرت السايز بتاعها للوضع التاني. طيب بالنسبه للفيكتور لو انا راسم لوجو على الاستيتور تمام وجيت في الاستيتور مثلا كبرت عملت ريسايز انا مثلا رسمه مثلا على الاستيتور مثلا كام 1000 بكسل في 1000 بكسل تمام على الاستيتور جوه البرنامج نفسه تمام وجيت كبرت عملت له ريسايز هيكبر معايا 10000 بكسل في 10 بكسل 10000 بكسل. طب جيت عملت له ريسايز صغره تاني خليه مثلا 50 بكسل 50 بكسل هيصغر معايا. اجي اعمل له ريسايز تاني هيكبر معايا. هل هيبكسل؟ مفتوح بقى اعمل ايه بقى؟ اكبر واصغر انا عاوز الدنيا مفتوحه ما فيهاش اي مشاكل خالص. طبعا مع اختلاف ان في حدود للبرامج يعني مثلا في برنامج اقصى حاجه في الاستيتور مثلا اللي مش عارف مثلا كام متر في كام متر مثلا 100 متر في 100 متر. طب 102 لا خلاص الاستيتور جاب اخره لان اكتر من كده هيبقى تقل على الجهاز فالاستيتور دي حدود معينه. لكن انا بتكلم لوجيكال بتكلم كفوم كفيكتور طالما السورس اصلا معاك شغال بيه كديزاين فانت بتكبر وتصغر زي ما انت عايز مفيش اي مشكله. والراستر مشكلته قلناها. طب ايه بقى السمارت اوبجكت؟ السمارت اوبجكت معناه ان حاجه وسيطه ما بين الفيكتور والراستر. يعني انا عندي دلوقتي الصوره جي بي جي انا جايبها من على النت 1000 بكسل في 1000 بكسل جبت دخلتها جوه الفوتوشوب تمام وجيت عملتها ريسايز خليتها 100 بكسل في 100 بكسل في وضع الراستر او في وضع البكسل لو ما اجي اكبرها ثاني على البكسل زي ما اتفقنا. لكن لو انا محولها سمارت اوبجكت ال 1000 بكسل في 1000 بكسل لما اجي اصغرها اخليها 100 بكسل في 100 بكسل كسمارت اوبجكت وبعدين ارجع ثاني اكبرها من 100 بكسل ل 1000 بكسل هترجع لاصلها. طب لو جيت انا السمارت اوبجكت ده خليتها 3000 بكسل في 3000 بكسل هل هتطلع مكسله ولا هتطلع كويسه؟ مكسله سمارت اوبجكت. طب ليه مش سمارت اوبجكت كويس يعني؟ لان هي ما رجعتهاش انا رجعتها لفوق اصلها تمام. يعني مثلا عندي 1000 في 1000 رجعتها خليتها 3000 في 3000 كده فوق طايصه تمام. ناخد بقى الكلام ده عملي على الكمبيوتر وهنعرف يعني ايه السمارت اوبجكت بيفيد في ايه. لو جبنا فتحنا فايل جديد في حد عاوز يسال حاجه؟ التكييف انا كنت مش هتعرف اقفله لو جبنا مثلا اي تصميم مثلا نختار مثلا ايه 1000 بكسل الشمس حطها مثلا ايه على اليمين كده
تمام. انا كده ساحبها ايه غطا يعني كده، لو جيت حتى اعرف مقاسها كام اعمل كنترول زائد تي اشوف هنا كام الابعاد بتاعتها. هنا عندي الابعاد بتاعتها 1447 بكسل في 497 بكسل، ده الابعاد بتاعتها تمام. طيب ما علينا، انا دلوقتي عندي خليها على الشمال دي، هي دي البكسل او الراستر، وفتحنا اللايرز بتاعتنا اهي، نخليها فين بقى بس الحاجات المشتركه ما بينها دي، نخليها لوحدها كده. ايوه دول بقى مش عايزه طيب. انا دلوقتي عندي الصوره اللي هي الشمس دي جايبها كبيكسل، حطيتها عادي كراستر. لو جيت بقى عملت واحده ثانيه دوبليكيت ازاي؟ رايت كليك وبعدين بختار ايه؟ دوبليكيت تمام؟ هيفتح لي نسخه تبقى الاصل من العنصر تمام؟ هو طبعا فوق بعض فانا هحركها عشان ايه يباله، فخليهم ايه نفس الحزه بالظبط. طبعا الخطوط اللي انت شايفينها باللون البينك دي خطوط ارشاديه بتفيدك في موضوع المحاذاه، يعني دلوقتي انا بحاز العنصر ده مع العنصر ده بشكل مستقيم افقي، لو حبيت كده كده اقدر احازيه راسيا، فدي بيفيدنا عشان اظبط الالاين او اظبط المحاذاه بالنسبه للعناصر دي خطوط توأمين. لو حطيت العنصر بتاعي على نفس الصف بتاعه حطيته هنا تمام، ده خلاص كده شويه يعني اصبح دلوقتي عندي الاثنين نفس الصف. طيب عندي دي اللي هي دي اللي على الشمال دي راستر، هسيبها زي ما هي راستر، واللي على اليمين دي احولها لسمارت اوبشن. فطب انا واقف دلوقتي اقف على اليمين دي، اقف عليها اضغط رايت كليك وبعدين اختار لير 2 اللي هي كوبي دي، لير 2 كوبي تمام. انا واقف دلوقتي على اللير اللي هي اليمين دي تمام، عاوز بقى احولها لسمارت اوبجكت. احولها ازاي؟ بعمل رايت كليك على النموذج المعينه وبختار كونفرت تو سمارت اوبجكت، كونفرت تو سمارت اوبجكت كده حولها لي سمارت اوبجكت. عرفت منين؟ في ايقونه بتظهر هنا في النموذج المعينه عباره عن صفحه صغيره كده، الايقونه هنا لو تاخدوا بالكم الايقونه دي مش هتظهر بس على البروجيكتور عشان الاضاءه، لكن الايقونه دي بتظهر ان دي خلاص دي بقت سمارت اوبجكت، لما اشوف الايقونه دي يبقى دي سمارت اوبجكت تمام. طب انا دلوقتي حولتها خلاص سمارت اوبجكت ماشي جميل، انا مش شايف اي اختلاف. يعني ايه المطلوب بعد كده؟ المطلوب بعد كده ان انا هنعمل ريسايز لكل صوره من الصورتين دول ونعيد تكبيرهم مره اخرى ونشوف كل واحده هتحصل معاها ايه. يعني لو جيت انا في الصوره دي اللي على الشمال عملت لها ريسايز رايت كليك كده وقفت عليها قصدي وبعدين عملت لها ريسايز كده، انا بس عاوز اكبر الزوم شويه 100% بعد كده عشان نشوف مع بعض تمام ونجيبها دي صح. خليهم كده على جنب كده عشان نشوف كده ماشي كده واضحه شويه صح كده. طيب لو جيت دي راستر، دي راستر عملت كنترول زائد تي عشان اعمل ترانسفورم عليها وبعدين صغرتها او نخليهم يصغروا مع بعض هما الاثنين عشان نشوف الاثنين هيتصغروا ازاي. لو غلطت وقفت على الاثنين كده حددتهم وبعدين كنترول زائد تي وبعدين اصغرهم الاثنين مع بعض واكبرهم تاني كده صغرتهم بعدين ده خدنا انت تمام كده، بعدين كنترول وتي تاني وبعدين كبرتهم مع بعض بعدين انت. ايه اللي شايفينه؟ دي بقى كسلت ودي ايه؟ زي ما هي. ايه اللي حصل؟ انا صغرتهم الاثنين مع بعض، واحده فيهم كانت طبيعتها راستر والثانيه طبيعتها سمارت اوبجكت، فبالتالي لما صغرتها دي مثلا سي دي مثلا في حجمها الطبيعي كانت 1000 في 1000 بكسل ودي برضه نفس الحكايه 1000 في 1000 بكسل، بس دي حولتها لسمارت اوبجكت ودي زي ما هي راستر. لما جيت صغرتهم خليتهم مثلا 100 بكسل في 100 بكسل بالنسبه لدي وبالنسبه لدي وبعدين قعدت تكبيرهم مره اخرى من 100 بكسل في 100 بكسل ل 1000 بكسل في 1000 بكسل اللي هي طبيعه الصوره اصلا، دي رجعت لاصلها ودي ما رجعتش اصلا، دي بقى كسلت. طب نكبر بقى اكتر من كده، لو جيت مثلا كنترول زائد تي وكبرت اكتر من كده سحبت كده تمام، ممكن كمان لو تاخدوا بالكم دي برضه الدقه بتاعتها، يعني انا برضه عاوز اخليها لكم لوحدها عشان تشوفوها. انا عندي دي السمارت اوبجكت تمام، نخفي دي خلاص مش عاوزينها، دي السمارت اوبجكت انا نسيتها. لو جيت دي وضعها الطبيعي، لو جيت عملت كنترول زائد تي وكبرتها على حجمها الطبيعي بس واقف على الاثنين مع بعض ثواني بس دي بس لا اقف عليها كنترول زائد تي تمام، وجيت ايه كبرتها
حاطط على طبقة التصميم كده مش هنشوفوها بس. وبعدين سحبت كده. بص يا جماعه كده يعني البكسله بدات تبان شويه يعني برضه عشان البروجيكتور بس مش موضح، بس هتحس ان جودتها قلت شويه. ليه بقى؟ ان انا زودتها عن فوق طاقتها. ده سمارت اوبجكت. نرجع هيك. طيب ايه مميزات السمارت اوبجكت او بيفيدنا في ايه؟ رقم واحد ان هو انا دلوقتي بقى بشتغل جوه التصميم وارد جدا ان انا بشتغل او مغير عنصر معين الحجم بتاعه تمام من 1000 بكسل ل 100 بكسل، بعد كده حبيت اتراجع الموضوع ده اخليه 500 في 500، بعد كده حبيت اتراجع اخليه 300 في 300. اذا انا ماسك العنصر وعمال ايه اتحكم فيه كل شويه اغير في السايز. لو انا عملت كنترول وزد هيرجع لي كذا خطوه لورا بما فيها خطوات اللي هي الثانيه بقى، مثلا عملت سلكشن. انا مش عاوز كده، انا عاوز انا دلوقتي الخطوات اللي عملتها تمام ما ارجعش لورا، بس في نفس الوقت بيبقى في عندي امكانيه ان انا اصغر. مثلا عميل قاعد جنبي يقول لي معلش انت مش شغلت الشمس دي خليتها قبل كده، كبرها لي شويه خليها قبل كده. لو انا مش عامل سمارت اوبجكت هضطر احذف الصوره اللي موجوده اللي هي الراستر وابتدي ادخل صوره ثانيه بحجمها الطبيعي وابتدي اصغرها ثاني. لكن لو انا عامل سمارت اوبجكت يبقى عندي حريه التكبير والتصغير براحتي في حدود الصوره الاصليه. ده حاجه. دي حاجه رقم واحد. رقم اثنين الصوره لما لو خدتوا بالكم من الايقونه اللي هنا الايقونه دي بتبين لي لو انا ضغطت عليها هنا كليك كده هتدخلني في ملف ثاني. الصوره دي كسمارت اوبجكت بيسحبها من ملف خارجي. يعني انا لو دخلت في موضوع الراستر هو الراستر بيعمل لي انكلود جواه، يعني الصوره نفسها كراستر داخل جوه التصميم، لكن السمارت اوبجكت بيبقى ملف خارجي مرتبط بالتصميم. فانا لو جيت مثلا حبيت اعدل في لون الشمس دي انا اخليها مثلا لونها ايه؟ او احط عليها ستروك مثلا على سبيل المثال. لو انا وقفت على الراستر وحبيت اضغط على مثلا هي الاف اكس واخترت مثلا ستروك تمام؟ هيظهر دلوقتي حط لي ستروك باللون اللي خليه بس جريدجنت خليه بالكلر خليه باللون الاحمر مثلا وكبر الستروك شويه تمام كده عشان انا خايف اللاير. بص ايه المشكله بقى دلوقتي ان انا خايف اللاير نفسها كده كده ظهرت اللاير. طيب يبقى دي اللاير الراستر دي الراستر تمام. هاجي اقف عليها وبعدين اقول له ستروك جميل عمل لي دلوقتي الايفكت اهو تمام على اللي هي الراستر. لو حبيت اعمل بقى ايفكت بنفس الطريقه على اللي هي السمارت اوبجكت لو ضغطت هنا واخترت مثلا ستروك لا اعمل لي عادي. بس لو حبيت بقى اغير لونها يعني مثلا على سبيل المثال حبيت دي مثلا اخليها باللون اللي هو باللون اللي هو الايه؟ الفوشيا. طب دي لو حبيت اعمل معاها نفس الخطوات احددها واضغط هنا مفيش لوك طبعا شغال مش هيعمل حاجه. ليه بقى؟ انا لازم افتح الملف الخارجي بتاعها. افتحه ازاي؟ بضغط دبل كليك على الايقونه الصغيره اللي هنا دي هتفتح لي الملف منفصل الصوره في ملف منفصل. ابتدي اعمل التعديلات بتاعتي خليها مثلا باللون الاخضر واقول له الت باك سبيس كده خليها لي ايه؟ بالاخضر تمام. وبعد كده سيف. لما اروح بقى للتصميم بتاعي فين التصميم بتاعي؟ اهو لقاها باللون الاخضر تمام؟ اذا دلوقتي انا عندي ملفين اجيبهم جنب بعض كده اصغرها شويه انا عندي دلوقتي ملفين شايفين اهو ده الملف الخارجي بتاع الصوره وده الملف الاساسي تمام؟ لو انا عاوز اعدل في السمارت اوبجكت لازم افتح الملف الخارجي واعدل هنا في الخارج واسيف. هو اوتوماتيك مجرد ما اسيف هنا بيظهر هنا بيسمع هنا على طول. لكن العكس بقى لو انا جيت غيرت هنا تمام مش هيسمع هنا. يعني اغير من هنا يسمع هنا لكن العكس لا. تمام يبقى كده مرتبط بالملف الخارجي. ده هو السمارت اوبجكت. بالنسبه اول حاجه هو اتكلمنا على السايز واتكلمنا عن تغييره او تغيير اي حاجه تعديل فيها. طب نرجع تاني كده رجعتهم زي ما كانوا. نخفي اللي هي الطبقه دي اللي هي الراستر وده دلوقتي معانا هو سمارت اوبجكت. طيب ايه تاني بيفيدنا؟ انا اول حاجه اتفقنا ان هي سمارت اوبجكت اقدر ان انا اعدل في الملف الخارجي واقدر ان انا اعمل ريسايز للصوره عادي في وفقا لحجمها الطبيعي من دون ما اتبكسل. ده اول استخدام من استخدامات السمارت اوبجكت. تاني استخدام لو انا عندي مثلا صوره فيها نجوم كتيره والعنصر ده الواحد هو نجمه
فبدل ما اقعد افتح 100 لايرز كل لايرز فيها نجمه واقرر الكلام ده في التصميم وكل شويه اوجن او مثلا اعمل دوبليكيت لللايرز اللي فيها النجمه دي يبقى عندي كده 100 نجمه هنا. تمام؟ لا انا ممكن اعمل سمارت اوبجكت يبقى فيه الـ يعني النجوم دي كلها في ملف واحد خارجي وتسمع هنا عندي في التصميم. اسمائهم برضه موجودين يعني ما فيش مشكله ان انا عندي الاسماء بتاعت النجوم كلها هنا او اللازر بتاعت النجوم كلها كده. بس في الاخر هي ملف واحد بس هو المكرر نفسه جوه التصميم هو السمارت اوبجكت. لكن في الطريقه العاديه كل لايرز اكنها صوره دخلتها لوحدها يعني كل نجمه كل عنصر دخلتها منفصل مع لوحدها دي رقم واحد. طبعا الكلام ده بيوفر معانا في موضوع الحجم يعني في حجم قليل بالنسبه لملف التصميم او ملف البروجكت اقل شويه في السمارت اوبجكت. تمام؟ ده بالنسبه للسمارت اوبجكت. طيب دلوقتي انا عندي اللايرز مثلا زي دي اخفي دي دلوقتي انا حولت من لايرز من وضعها اللي هو الراستر خليتها سمارت اوبجكت. هل ينفع بقى ارجع تاني للراستر؟ لو حبيت دلوقتي انا عندي لايرز سمارت اوبجكت وحبيت ارجعها للراستر بضغط على رايت كليك واختار لو زميلنا او زميلتك كانت تسال على حاجه اسمها راسترايز اللي هو ايه؟ انا اخليها يعني نظام الراستر بختار راسترايز لاير كده حولها لي من سمارت اوبجكت رجعها لي تاني ايه؟ سمارت للراسترايز او للراستر يعني. تمام؟ يبقى ده ازاي اتحكمنا في موضوع اللي هو سمارت اوبجكت. طيب هنتكلم يعني بقى عن حاجه ثانيه دلوقتي موضوع اللوك. يعني ايه اللوك ده؟ يعني انا ممكن طبقه من الطبقات دي مثلا على سبيل المثال الطبقه دي احط عليها لينك احط عليها قفل اخليها ما اقدرش اتحكم فيها كده حطيت القفل بتاعي لونه ابيض اهو. القفل لونه ابيض ده معناه ده قفل على الكل قفل كل حاجه الحركه تغيير الالوان كل حاجه. تمام؟ طيب لو جيت انا حركت الطبقه انا هختار مثلا تصميم تاني دي واحده في ده خلاص مش عاوز نرجع للتصميم بتاعنا الرئيسي. عندي العناصر اهي الشمس لو انا حطيت لوك على الشمس لما اجي احركها هيتحرك ايه؟ الخلفيه. طب لو عاوز اثبت الخلفيه اعمل لوك عليها هيحط لي رمز الاف اللي هو الابيض جنب اللايرز بتاعتها اجي احرك الخلفيه مش هتتحرك احرك الشمس مش هتتحرك. طب احرك السحابه هتتحرك ليه؟ انا مش معمول عليها اف يبقى ده الاف العام. تمام؟ طيب في بقى اف تاني اللي هو بتاع الموف اللي انا مثلا عاوز كل حاجه متاحه يعني مثلا الشمس دي لو حبيت اعمل لها فيل لو وقفت عليها كده قلت لها فيل مش هتعمل حاجه دي انا عامل لوك شامل. تمام؟ لكن لو انا عامل لوك مثلا على السحابه دي بس لوك ايه اللي هو البوزيشن بس اللي هو الحركه او الموف بس كده مش هتتحرك لكن لو حبيت هتحط لها لون كده هتتحرك. لو حبيت بقى احط لها اللون بضغط على الاف اللي هو الاف ده الايقونه دي هو لوك ترانسبيرنت بيكسل. يعني ايه لوك ترانسبيرنت بيكسل؟ يعني اقفل لي الاماكن اللي هي شفافه ما تحطش فيها اللون. انا دلوقتي عامل الت باك سبيس احط لون في السحابه اي مكان في الليرز بتاعت السحابه شفاف ما تجيش جنبه ما تحطش لون فيه يبقى اقفل لي الاماكن الشفافه في الطبقه واملي لي اللون في الجزء اللي انا عاملين لون. فدلوقتي لو ضغطت كده الت زي الباك سبيس هحط لي ايه؟ اللون جوه السحابه بس. طب ليه في بقيه الاماكن دلوقتي انا قافل الاماكن الشفافه فعامل لوك عليه ده نوع تاني من انواع اللوك. تمام؟ في لوك اللي هو الالوان يعني عكس الكلام ده لو جيت انا ضغطت على اللوك ده وشلت اللوك الموف بتاع السحابه وجيت حركته كده كده بيتحرك عادي لكن لو جيت عملت الت باك سبيس سوري هغير اللون بس الاول ايه اللي بيحصل؟ البرنامج مش قابل هو دلوقتي سامح لي ان انا احرك احرك العنصر لكن مش سامح لي ان انا احط لون يبقى انا عامل لوك دلوقتي على ايه؟ اللي هو اللون اللي هو لوك ايمج بيكسل عامل لوك على البيكسل نفسها بتاعت العنصر يبقى كده ما اقدرش احط لون يبقى دي انواع من اللوك ان انا اقدر اتحكم في اللايرز بتاعتي. تمام؟ طبعا كل قفل بيبقى ليه شكل يعني مثلا القفل الابيض ده اللوك العام هنا في القفل اللي هو الرمادي ده اللوك على ايه؟ اللي هو البيكسل. لو جيت انا اخترت دي حطيت عليها لوك اللي هي الموف هيطلع لي برضه القفل الرمادي اللي هو ايه؟ في دايره بيضه صغيره جوه. ده موضوع الاف. طيب لو جيت انا
عندي كام طبقه محطوط عليها ستايلز، اجيبها لكم كده قدام شويه. كام طبقه محطوط عليها ستايلز؟ السحابه صح؟ طيب هنا عندي في امكانيه انا اعمل فلتر، لو جيت انا قلت له هات لي طبقات، طبعا التصميم بتاعي فيه 100 طبقه، ممكن اقول له هنا الفلتر خلي الفلتر على الافكتس، يعني هات لي الطبقات اللي فيها افكت. بس هو ايه ده؟ انا محدد له هنا البيفل اند امبوز، نخليه مثلا ايه كده، جاب لي الطبقه دي عشان فيها ايه دروب شادو، لكن لو فيها مثلا هنا بلو كده مش هيظهر. ليه؟ لان هي ما فيهاش اصلا ستروك كده، فيها ستروك فجابها كده، بعمل فلتر او فاز للليرز وفقا للافكتس. حاجه ثانيه لو حبيت كده رجعت القائم زي ما كان، عاوز لو في حاجه سمارت اوبجكت، لو مثلا حولناه ده خليناه كونفرت تو سمارت اوبجكت، وده كمان خليناه سمارت اوبجكت. كونفرت عشان عامل عليه اف، مش حاطط القفل عليه فطبيعي مش هيتغير، عشان حاطط القفل، شلت القفل اللي عليه دلوقتي. تمام، قلت له كونفرت تو سمارت اوبجكت. تمام، يبقى كده عندي لاير 5 لاير 3 الاثنين عليهم سمارت اوبجكت. ممكن بقى اجي هنا واقول له هات لي السمارت اوبجكت بس، شيل بس القفل ده عشان بضغط كمان على الايقونه دي، يعني سمارت اوبجكت، بعدين بضغط على الايقونه دي بيطلع لي اللايرز بس الموجوده فيها سمارت اوبجكت. تمام، طيب لو جيت خليته في الوضع الديفولت اللي هو كايند ده الوضع الديفولت، جيت هنا قلت له انا حدد لي الطبقه 4 والطبقه 2، دول الاثنين دول متحددين عليهم بس، جيت هنا قلت له هات لي السلكتد اللي هم ايه اللي متحددين بس، فكده بيجيب لي الطبقات المتحدده. فاذا انا اقدر افرز الطبقات وفقا، ممكن مثلا نيم، يعني هات لي مثلا الطبقات اللي فيها مثلا، لو جيت انا اتكلم مثلا دي خليها مثلا ايه جزع ودي شمس، تمام، ودي سحابه، ونعمل واحده ثانيه دوبليكيت. ممكن اسحبها بقى عشان اعمل دوبليكيت، اسحبها زي ما هي كده للايقونه بتاعت النيو كرييت نيو ليرز، هيعمل لي دوبليكيت من السحابه. تمام، طب جيت هنا قلت له النيم، نكتب هنا في الخانه عاوزين مكتوب فيها سحابه، كده عمل لي جاب لي الطبقات بس اللي مكتوب فيها سحابه وفقا للنيم اللي انا حطيته له، كده عمل لي فاز وفقا للنيم. يعني دي بعض الامثله بالنسبه للفاز. طيب في حاجه بقى جميله برضه ثانيه ناخدها، لو جبنا مثلا تصميم لون مرجعي لكل اللايرز، يعني مثلا اللايرز دي نخليها دي مع دي، نخليهم بلون ايه؟ بلون الريد. شايفين ايه اللي حصل؟ انا عامل زي بوك مارك كده، او عامل زي كده علامات ارشاديه، دي مثلا باللون الاحمر، نخلي مثلا مجموعه ثانيه دي مع دي. الثلاثة دول نخليهم رايت كليك وبعدين نختارهم لون ايه؟ الجرين. كده خليتهم بالاخضر، اصبح دلوقتي انا متصفح اللايرز بتاعتي عندي ثلاث طبقات بالاحمر عليهم ليبل احمر وعليهم يعني زي علامه كده بعلمها بيها. تمام، فانا ممكن الون الطبقات بتاعتي زي ما انا عايز، بحيث تساعدني ان انا مثلا مجموعه اللايرز دي ابقى عارف دي بتاعت ايه، دي اخضر مثلا ودي احمر. تمام، حاجه ثانيه دلوقتي زي ما انتم شايفين نموذج المعاينه كبير، لما تفتحوا فوتوشوب عندكم هتلاقي النموذج صغير. طب ازاي اتحكم في حجمه؟ لو ضغطت هنا على الشوط اللي فوق بعض دي وبعدين اخترت بانل اوبشن، يجيب لي الاوبشن او الخيارات بتاعت اللوحه دي او بتاعت الباليت دي. بختار هنا السمبنيل سايز، بختار هنا نان كده، لو جيت قلت له اوكي بصوا شايف كل نماذج المعاينه
اللي هي الصور المصغره دي خليها لي ايه اسماء بس. لو جيت ضغطت ثاني وقلت له بانل اوبشن وخليتها مثلا كده صغيره شويه بعدين قلت له اوكي كده خلى لي نموذج المعاينه صغير شايفين المربع بتاع المعاينه بتاع الطبقات صغير انا بتابع فيه ديز او بشوفها مثلا ديز زي دي كده تمام فيها ايه انا شايف ان هو الكيرف ده لو لونه ازرق تمام. طب لو جيت انا اخترت اكبر حاجه مثلا او ده اكبر مقاس بعدين قلت له اوكي كده خلى لي نماذج معينه كبيره فكده اقدر اتحكم في النماذج المعينه نفسها. طب هل ممكن انظم اللايرز اللي جوه البرنامج بفولدرات؟ اه زي ما انتم شايفين مثلا لو جينا فتحنا التصميم ده جبنا فين اللوحه بتاعت اف 7 جميل. عندنا دلوقتي اللايرز متقسمه ازاي؟ اولا مدينا لون يعني انا مدي مثلا لون اللي هو هكبر بس اللي هي شويه عشان نشوفها مع بعض. عندي اللون اللي هو البني ده مديه للوجو الفولدر بتاع اللوجو او المجلد بتاع اللوجو دي بيسموها جروب يعني حاجه زي فولدر كده بس بيسموها في الفوتوشوب جروب تمام مجموعه. والموديل نفسه شايفين الموديل ده ببياناته الموديل ده لو ضغطت كده على الرمز اللي هو اثنين لاين متقاطعين مع بعض كده بيظهر لي الحاجات اللي تحتيه. فاصبحت عندي الموديل اللي هو 207 ده تحتيه فولدر اسمه ايمج او مجموعه اسمها ايمج جروب بعدين نيم بعدين كود بعدين سايز بعدين كارد. لو جيت ضغطت على الايمج دي ونزلت كده هلاقي الصوره موجوده جوه المجموعه دي او جوه الفولدر ده تمام. طيب انا لو جيت انا خفيت دلوقتي عندي الفولدر هو او المجموعه اسمها الموديل دي لو جيت ضغطت على العين دي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هو بيخفي لي المجموعه كلها بكل اللايرز اللي جواها بكل الفولدرات اللي جواها يبقى كده باكج كله على بعض بخفيه. طب ممكن احركه من مكانه اه مفيش مشكله اضغط على الموف طبعا انا هحط عليه قفل فهشيل القفل الاول رايت كليك على القفل يتشال على طول كده بقى هيحصل ايه؟ سوري اه عاوز احركه بقى اعمل ايه؟ بعمل سيلكشن بإداة الموف تول على الجزء اللي انا عاوز احركه تمام كده؟ يبقى كده هيشمل الاجزاء دي كلها وبعدين بعد كده اروح ساحب كده يتحرك معايا تاني. انا لما كنت بعمل سيلكشن في أداة السيلكشن العادية انا بعمل سيلكشن عشان ايه؟ لا الا اقطع جزء من الخلفية لا الا اجيب لون لا الا احرك السيلكشن. طب دلوقتي انا هل ممكن اعمل اخلي مجموعة حاجات تتحرك مع بعض؟ يعني عاوز مثلا الحذاء ده مع البيانات دي كلها يتحركوا مع بعض. الكلام ده بعمله ازاي؟ بقطع موف تول سيلكشن بقطع موف تول واعمل سيلكشن على الحاجة اللي انا عاوز احركها. يعني مثلا عاوز احرك الحذاء مع البيانات دي مع ايه؟ مع السعر تمام كده. يبقى هو دلوقتي واخد ايه هياخد معايا ايه هياخد معايا الحذاء مع البيانات بتاعته تمام مع الشيب اللي هو الرمز البرتقالي ده مع السعر. لو جيت انا اتحركت كده هيحركهم ليه؟ لان انا ربطتهم مع بعض كمجموعه واحده تمام. دي حاجه. طب انا عندي دلوقتي الفولدرات دي او المجموعات دي جوه بعض رجعت كده تاني ممكن اخفي اي مجموعه كده الصوره مثلا هنا اسم الموديل يخفي مع بعض. طب جوه اسم الموديل في حاجتين في اسم الموديل كتكست هو السبور الحقيقي ده في تكست تاني في لاير تاني. لو جيت انا قفلت كده كده بيخفي مجموعات فضائيه من المجموعه الرئيسيه دي المجموعه الرئيسيه او لو خفيتها كلها اختفت مع بعض. طب الكونتاكت لو وقفت على المجموعه بتاعت الكونتاكتس اللي هي الايه بيانات الاتصال لو وقفت لو ضغطت كده ايه اللي حصل؟ هو كده خفاني العنوان وخفاني التليفون تمام. طب لو وقفت على اللي فوق ضغطت كده خفاني اللوجو. طيب ازاي بعمل الفولدرات ده؟ عندي ايقونه تحت هنا اسمها كرييت ا نيو جروب. لو انا ضغطت عليها كده كليك هيعمل لي جروب جديد جروب 1 اهي جيب الليز كده شويه تشوفوها تمام عمل لي جروب 1 زي ما انتم شايفينها اهي. لو جيت جوه الجروب 1 دي ضغطت تاني اعمل جروب 2. طب ممكن اخلي جروب جوه جروب اه مفيش مشكله وهسحب جروب 1 دي مدخلها جوه جروب 2 فكده بقت ايه جروب 2 متفرع منها جروب 1. بعد كده لو جيت عملت جروب جديده وخليت جروب 3 دي جوه جروب 1 يبقى كده جروب 3 متفرع من جروب 1 متفرع من جروب 2. يعني لو جيت خفيت الثلاثه دول او عملتهم ايه كابس اللي هو اللي يكبسوا مع بعض كده كده الجروبات بتفتح من بعض.
فاهمين الفكره؟ طب دلوقتي عاوز لايرز معينه من طبقه من هنا انقلها في مكان تاني. يعني مثلا لو سحبت ده شلت البلوك من عليه او هنا مثلا عاوز اخلي دي انقلها في ايه؟ اخليها في جروب 1 وانا ساحب اللاير نفسها ومدخلها هنا في جروب 1 كده دخلت اهي. لو جيت انا ضغطت هنا هتخفي ايه؟ الصوره دي. ليه؟ لان انا دخلتها دلوقتي في جروب 1 وانا بعمل اخفاء لجروب 1. طب جروب 2 لو ضغطت عليه هيخفي برضه. ليه؟ لان جروب 1 متفرع من جروب 2 فانا دلوقتي خفيت الاب فالابناء كمان هيختفوا. تمام؟ ده موضوع الجروبات. طب لو عاوز الغي الجروبات دي كده برضه لو حبيت انا اضغط على مفتاح الكنترول مع الجروب يبتدي يعمل لي جروبات متفرعه من بعض. بص زي ما انتم شايفين كل دي متفرعه من بعض. لو عاوز الغي الجروبات دي بسحب منها الحاجه اللي انا عاوزها وبعد كده الغيها. تمام؟ في اي مشكله؟ في حد مش فاهم اللي بنعمله ده؟ طيب لو حبيت اخش على النت اقدر اجيب مثلا فلايرز او اجيب مثلا تصميمات جاهزه العب فيها براحتي وتكون اوبن لاير يعني بي اس دي اوبن لاير. الكلام ده اقدر اجيبه عن طريق موقع، في مواقع كتير بس من اشهرها داونلود دوت بي اس دي. لو جيت فتحته داونلود دوت بي اس دي دوت كوم فتحت الموقع كده شكل الموقع كده يا جماعه داونلود دوت بي اس داونلود دوت بي اس ده الموقع. لو جيت اخترت اي حاجه على سبيل المثال مثلا ده مثلا تمام اقول له داونلود بي اس دي اضغط عليه الاول اخش جوه الصفحه بتاعتها. معلش هو النت بس بطيء شويه. اهو كده دخل خلاص. تمام كده دخل جوه الصفحه. انا عاوز اقول له هات لي التصميم ده مفتوح اوبن لاير. يعني داونلود بي اس دي. الووتر مارك اللي فوق انت هتشيل كل حاجه بقى فين الووتر مارك دي؟ هيبقى عليها انت بقى تشيل كل الكلام ده هيبقى اوبن لاير بالنسبه لك. هنا بيقول لي داونلود 721 تايمز يعني 721 مره تم تحميلها. طبعا هنا بيقول لي يعني اعمل ايه لايك او عشان اعمل اندوك للداونلود بقول له مثلا لايك ماشي مش مشكله او انتظر وقت مدته 233 ثانيه. لان انتظر 233 ثانيه لان اضغط لايك او شير اقول له مثلا شير عشان مش عايز بالظبط كده. ما تخافيش ما كنتش هنتظر طبيعي كنت هضغط على طول. لا احنا برضه ايوه بس هي صفحتك بقى تبقى ايه كل شويه ايه عليك كده تظهر اصحابك بقى يقول لك ايه انت عماله تشغليه ده هم مش فاهمين يعني.
ممكن تمسح البوست بعد كده تضحكي عليه انت شغاله دلوقتي تمسح البوست بعد كده تمام البوست ممكن اعمله تعملها برايفت ممكن اي حاجه انا قلت له شير كده بقى افتح لي اهو الاول بص بقى ظهر لي داونلود اهو هو ده انا عاوز اوصل له في الاخر لو ضغطت عليه دلوقتي كده هيبتدي التحميل دلوقتي تمام مسحت 44 جيجا مش هاخد 3 دقايق اول ما يحمل ممكن نتصفح نشوف حاجات تانية مثلا دي قوائم مثلا اسعار لو انت تعملي مثلا قايمة مطعم مثلا بيتزا او اي حاجة دي نماذج جاهزة طبعا الكلام ده كله للتدريج يعني انا مجيش انا اخد تصميم جاهز واقوم اغير حاطط اعلانات العميل واقول له اتفضل ده التصميم ما ينفعش طبعا يعني لازم ايه انا احط الابداع بتاعي ممكن استفيد من عنصر لكن ما ينفعش انا اخده زي ما هو كده تيبيكال يبقى كده انا واخد التصميم يعني ايه سرقه مش مقلده انا قلنا التقليد يجوز لكن السرقه طبعا ما ينفعش طيب ناخد حاجه عبارة ان هو يحمل موضوع اتكلمنا عن الفري ترانسفورم قلنا لو حبينا مثلا الحذاء ده نغير الحجم بتاعه نعمل ايه؟ كنترول زائد تي تمام او نعمل رايت كليك لا سوري كنترول زائد تي على طول تمام كده ايه؟ يبتدي يغير الحجم زي ما انا عايز جميل كده؟ طيب في حاجه ثانيه بقى لو انا ضغطت كده كانسل لو فعلت الخيار ده اللي هو في الاوبشن بار اسمه شو ترانسفورم كنترولز شو ترانسفورم كنترولز لو ضغطت عليه كده فعلته اهو تمام؟ هو حاطط لي مقابض كده اوتوماتيك اجي اقف على اي حاجه وقفت هنا وقفت هنا اتحرك يعني ضغطت كليك كده بقى ايه معايا المقابض بتاعته لو جيت فكيت اللوك من الليرز الثانيه دي تمام كده وجيت سحبت ايه شويه مش تمام وقفت بس هنا على فين اللي هو اللوجو ده تمام كده بقى لما شلت اللوك ظهر لي المقابض جيت وقفت هنا ظهر لي المقابض بصوا شايفين ضغط كليك بس عمل لي ادوات في وضع الستاند باي بتاع الفري ترانسفورم فده لو انا فعلت الشو ترانسفورم كنترولز حد مش فاهم الموضوع ده مفهوم؟ طيب يبقى كده الموضوع طب انا مش عاوز اخليه ظاهر معايا على طول انا بقى لما اجي اعوزه او اضغط كنترول زائد تي ابقى اشيل تشيك منها في حاجه بقى ثانيه دلوقتي عندي حاجه اسمها اوتو سيلكت يعني ايه اوتو سيلكت؟ لو تاخدوا بالكم لو انا بتحرك كده سحبت كده ضغطت كليك وسحبت اتحرك معايا الحذاء جيت ضغطت هنا ثاني اتحرك معايا اللوجو، جيت ضغطت هنا اتحرك معايا الشيب بتاع السعر، جيت حركت هنا اللي هو الشيب او الشكل اللي هو بيكون فيه رقم التليفون، جيت ضغطت كده برضه اتحرك يعني كل ما اضغط على حاجه هو ساحبها تتحرك معايا، ليه بتتحرك معايا بسهوله؟ مع ان انا ما بختلطلوش ليا يعني ما جيش انا ضغطت هنا قلت له اقف لي على اللير دي وبعدين حركها، ليه بيتحرك معايا من غير ما ارجع للليرز؟ لان انا مفعل له هنا خيار اسمه اوتو سيلكت، اوتو سيلكت يعني ايه؟ يعني يا برنامج انا ماليش دعوه مش عاجي كان بالجزء ده انا اضغط هنا اوتوماتيك انت تتوجه للليرز تقف لي عليها ضغطت هنا انت طبيعي بتتحرك يعني بص البرنامج بيتحرك مع نفسه لو ضغطت هنا شايفين شايفين في الليرز هو اوتوماتيك البرنامج بيعمل ايه انا دلوقتي واقف على الليرز هي بتاعت اللوجو هنا واقف على الليرز شايفين الحركه ما بين هنا وهنا اوتوماتيك بيتحرك ليه انا عامل اوتو سيلكت لكن لو لغيت الاوتو سيلكت ده لو لغيته خالص تمام جيت بقى حركت كده انا واقف دلوقتي على الحذاء ده هيتحرك معايا جيت وقفت على اللوجو هيتحرك الحذاء ايه ده انا واقف على اللوجو برضه هيتحرك الحذاء ليه؟ لان يعني انت واقف على الطبقه دي طبعا عاوز احرك اللوجو لازم اقف على اللوجو ستيب 1 اقف على اللوجو هنا بعد كده اتحرك بعدين اجي اقف هنا كليك بعدين اسحب كده بعدين اضغط هنا بعدين اسحب فاهمين الفكره؟ لكن لو عملت اوتو سيلكت ماليش دعوه بالقصه اللي بتحصل هنا دي انا اسحب يتحرك معايا على طول دي يعني ايه سلكشن سريع تمام هو طبعا هنا عشان اعمل كده بيتحرك معايا عادي مفيش مشكله كده بوظت الدنيا ايه خلاص سحبت كل حاجه بعيد عن المكان يبقى كده عملت اوتو سيلكت طب هو بيعمل اوتو سيلكت لايه؟ لللايرز صح كده؟ لو عملت ريفيرت
رجعت القص شلت الاف اللوك اللي انا عامله ده كله. انا واقف دلوقتي على الكونتاكت، الكونتاكت موجود فيها ايه؟ موجود فيها رقم التليفون ده، موجود فيها العنوان جي بي اس، تمام؟ ده الكونتاكت جي بي اس. طيب لو جيت انا واقف على اللاير وجيت سحبت كده هيحرك لي الشكل او الارضيه بتاعت الرقم، وهنا لو جيت سحبت هنا هيحرك لي رقم التليفون. لكن لو انا جيت قلت له خلي لي اوتو سيلكت للمجموعه للجروب مش لللاير، يعني ايه؟ اعمل لي كل ما اقف على مجموعه يحركها معايا. ازاي بقى؟ انا دلوقتي عامل له جروب، لو انا واقف دلوقتي على الجروب، سوري، واقف مثلا على الموديل، انا واقف على الجروب اللي هي الموديل، تمام؟ وجيت سحبت كده هيتحرك كله مع بعض. ليه هيتحرك كله؟ ان هو كان مجموعه. لو جيت وقفت هنا على الكونتاكت وجيت سحبت كده هيتحرك الكونتاكت كله مع بعض. ليه؟ انا بقول له اوتو سيلكت للجروب مش اوتو سيلكت لللاير. يبقى في عندي اوتو سيلكت لللاير واوتو سيلكت للجروب، تمام؟ طيب في حاجه ثانيه، المحاسبه ما بين العناصر. يعني دلوقتي انا عندي مثلا الحذاء ده، لو جينا خليناه اوتو سيلكت لللاير عادي، تمام كده. لو عندي الحذاء ده مع البيانات دي، لو او مثلا اقول لكم حاجه ثانيه عشان تبقى اوضح، الشمس انا هعمل لوك، نرجع القائمة زي ما كانت. عندي السحابة دي كده اهو، الشمس اهي، تمام كده. عاوز اعمل محاذاة، لو عملت سيلكت، لو عملت سيلكت كده كده هيحرك لي عنصرين مع بعض، تمام. لو عاوز اعمل محاذاة ما بينهم، مجرد ما اجي اعمل سيلكت، بصوا لو تاخدوا بالكم في هنا في الاوبشن بار، الاوبشن دي كلها معمول لها ايه؟ ان اكتف، يعني ايه؟ مش مفعله. لو ضغطت كده اتفعل الجزء ده، المجموعه دي اتفعلت. لو انا ضغطت بقى في اي حاجه فيهم، بص عمل لي محاذاه. لو قلت اي على سبيل المثال خليته مثلا ده كده، بصوا شفتوا ايه اللي حصل ما بين السحابتين؟ كده عمل لي محاذاه. طب لو اخترت ثلاث عناصر او اربع عناصر هيفعل لي المجموعه دي كمان. فاجي انا اقف هنا ضغطت مثلا مجموعه كده خلاهم لي ايه؟ محاذاه، او خلاهم لي كده مثلا كنترول ثواني كده بيخلي الاثنين يعني جنب بعض او تحت بعض على طول. دي ادوات كتير ممكن تجربوها مع نفسكم ان هي خاصه بالمحاذاه، تمام؟ معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هي اللاير الواحده بس تاخد عنصر؟ لا اللايرز تاخد عنصر. اولا اللايرز شفافه، ممكن تبقى فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه خالص، وممكن يبقى فيها عنصر واحد وممكن فيها عناصر كتير. يعني هو ليه في التصميم ممكن يعني نعمل لايرز كتير؟ عشان تفصلي ما بين مكونات التصميم، عشان تقدري تتحكمي فيها بحضية. يعني لو انا عندي مثلا تصميم زي ده، لحظة واحدة، لو ده كل ده في طبقة واحدة، كل اللي موجود قدام القضيب ده في طبقة واحدة، هتحكم فيه ازاي؟ لنفترض ان انا عميل دلوقتي قال لي المحاضرة هنغيرها، بدل ما هي الغيرة والعناد نخليها الغيرة بس، الغيرة عند الأطفال. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا مطلوب اعدل هنا، لو ده مش لايرز تكست اقدر اعدل فيها، وكل مدمج اضطر اقطع من الخلفيه وانضف مكان المكان اللي اقطع فيه، فبالتالي انا ليه اتعب نفسي ان دي كلها تبقى لايرز واحده؟ اجي اعدل مثلا الشخصيه دي او الولد ده، عاوز اشيله من التصميم. نفترض هنا في جريجنت، يعني دي سهله عشان ده لون ثابت، لكن نفترض في جريجنت او في خلفيه فيها عناصر الوان كتير، عاوز اقطع صوره الولد ده او اشيلها من التصميم، فيبقى انا هقطعها هيبان تحتيها الاصابع، لكن لما يكون الولد لوحده يبقى ده عنصر لوحده في لاير، اقدر اتحكم فيه، اخفيه، اصغره، اكبر حجمه، اصغره، يبقى انا عندي مطلق الحريه في التحكم في جميع عناصر التصميم. هو واقف ليه ال حصل كده صح تمام. انا ماشي الحمد لله خير مش مشكله. هو ده النت فصل. Thank you.
كده ميزته بقى ان هو ايه بيكمل مطرح ما وقف يعني. طب انت داونلود مرة كده دقيقة و 9 ثواني زي ما انتوا شايفين تصميم زي ده مليان ليرز زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا عشان اعمل سيرش عليه هنا بيبتدي بقى ايه يظهر لي المميزات بتاعت السيرش نفسها. خلينا ناخد حاجه ثانيه لغايه ما يخلص هو. هي الدوائر والحاجات دي بنتكلم عن النت ولا فين ايه؟ اللي هي انا عشان لك في التصميم نفسه؟ اه يعني نفسينا بالذات فين بقى؟ لا هي راحت دلوقتي الحاجات اللي هي تبع عقرب دي كان في حاجة عاملة كده. عقرب؟ ايه دي؟ مش موجودة بس شوية من الحاجات دي اللي هي انا عايز اعرف ايه؟ تبقى شوية تانية؟ تانية على طول؟ ماشي. طيب الحاجات اللي تحت دي تحت فين؟ اللي هو المربعات والمستويات دي هي لهزة ولا لا تسمير الشكل نفسه الخلفية الخطوة دي الشكل الأخضر ده؟ اه لا تسمير انت بتيجي تنسمي تعملي سيليكشن تمام وبعد كده تطلعي جزء من السيليكشن بعض كده. اه يبقى السيليكشن كده تمام؟ وفي حاجة اسمها كويس انتوا فاكرين في حاجة اسمها سموث على خد دلوقتي في السيليكشن كنا ما خدناهاش برضه في واحدة تانية اللي هي شكلها مموج شوية في حد العقرب برضه بس اللي فيها جي اس ثانية واحدة هنا؟ لا الثانية فين بقى؟ مش مكتوب اصلا. افتكرت كويس. الحاجات دي دي؟ عادي ممكن تاخديها جاهزه يعني مثلا ممكن تلاقيها في موقع المواقع اللي انا بتكلم عليها تجيب الكيرف ده هيبقى من جوه مفرغ تحط الخريطه دي او جي بي اس وده يمشي عليها من فوق. التصميم بتاعك ممكن تاخد عناصر جاهزه مثلا ده عنصر جاهز اللي هو كول اس ناو عنصر جاهز بنعمل على النت صوره بي ان جي مسحنا اللي عليه وحطينا رقم التليفون بتاعنا فوق العنصر ده يبقى كده استغليت العنصر وبعدين بعد كده عملت له فري ترانسفورم وخليته كتدوير يعني كده مايل شويه تمام. هنا عندي الايقونه بتاعت الجي بي اس دي ايقونه جاهزه بي ان جي جبنا على النت تمام وتحطيها هنا جنب العنوان. في حاجات في التصميم بتاعك ممكن تبقى جاهزه مش شرط التصميم بتاعك اي تو زد انت بتتبع انت عامله في حاجات جاهزه تمام اللوجو ده مثلا جاهز تمام بتحطي على عيالك كده على عيالك جنب اللوجو يبقى نفس اللون وكده عملت لوجو تمام. هو خلص دلوقتي التحميل نيجي بقى نفتح الملف بتاعنا هو كده في كورنت يعني ايه التصميم عامل وش وده عامل اكستراكت انا برضه نخليه اكستراكت نيجي نفتحه طبعا ليه الرساله دي بتطلع يا جماعه؟ الرساله دي لما يكون في فونتات موجوده في التصميم ومش موجوده في جهازي انا يعني هو دلوقتي الديزاينر اللي هو عامل التصميم ده مستخدم فونتات معينه خطوط معينه الفونتات دي موجوده عنده لكن مش موجوده عندي فبيظهر البرنامج بيقول لي خلي بالك في ميزنج فونتس يعني في فونتات مفقوده تمام فانا دلوقتي بيقول لي اعمل ريسولف للموضوع ده ولا دونت ريسولف اقول له دونت ريسولف دلوقتي هيظهر لي هنا بقى في التكست هناخد نعالج الموضوع ده ازاي يعني نحط بص علامات التعجب دي شايفينها علامة المثلث اللي هي علامة التحذير دي معناها ان في الخط المكتوب بيه التكست ده مفقود مش موجود في الجهاز نعالجه ازاي؟ على الكلام ده هناخده المحاضرة الجاية ان شاء الله. طيب انا دلوقتي شايف قدامي التصميم فاضي ايه ده؟ هو التصميم اللي انا حملناه فاضي؟ لا مش فاضي هو بمنتهى البساطة المصمم سيف التصميم سيفهولك بس مخفي يعني خافي الارتباط فاحنا جينا لو ظهرنا كده كده هتظهر التصميم بتاعنا نيجي نخفي ده التصميم ظهر فهمتوا الفكرة؟ هو مسيف التصميم وخفيه انت لما تيجي تفتحه هتلاقيه فاضي ما تخضش هو خافي الطبقات يعني كده التصميم بتاعنا كبر شويه
زي ما انتم شايفين ايه هاي كواليتي زي اول كده نسبه كده نسبه 100%. طيب لو جينا مثلا البودكاست ده لو جينا اتحركنا كده هيتحرك معايا. بصوا ليه؟ لان هو عنصر موجود في طبقه لوحده تمام كده. كده اقدر اتحكم في العناصر براحتي. هنا عندي طبعا هم قسموا كذا جروب كده. المجموعه دي بخفي زي ما انا عاوز اتحكم في زي ما انا عاوز. هنا الباك جراوند كده عمال العب في التصميم عادي خالص. بس المجرد نجيب كمثال عملي ايه نقدر نتحكم كده قدامي. ده تصميم مفتوح لو يعني جينا عملنا ريفيرت طبعا نفس اللي هيطلع نفس الرساله عشان ايه رجعته نيجي نخفي ده. ده مش عاوزينه بس نرجعه كده. زي ما انتم شايفين ده تصميم اظن يعني بروفيشنال تمام. ومعاك مفتوح طبقات اهي تقدر تلعب فيها زي ما انت عايز. يبقى الموقع ده فيه داونلود بي اس دي تقدر تحمل نماذج وتبدا تتدرب على الموضوع ده. دلوقتي واحد عميل طالب منك برايس ليست للمطعم تبتدي بقى تشوف النماذج. اتفقنا على موضوع التغذيه البصريه. بدون تغذيه بصريه مش هتعرف تصمم. يعني حضرتك لو ما بتتفرجش او ما بتشوفش مثلا حاجات كتير مثلا على سبيل المثال حاجه زي كده مثلا لو مش هتشوف الفكره دي في موقع او في تصميم تاني مش هتعرف تعملها. مش هتجيلك الفكره نفسها. هنا مثلا ايكونت جي بي اس دي ده العنوان. دلوقتي بتفكر احط جنبيه بدل ما اكتب العنوان او الادرس لا اشيل الكلمه دي واحط مكانها الايقونه. في فرق ما بين الايديتور وما بين الديزاينر. الايديتور بيكتب العنوان الاسم فلان الفلاني مش عارف العنوان كذا ده ايديتور ده محرك. لكن الديزاينر يحاول يستعيد على التكست بايقونات. يعني مثلا بدل ما اكتب العنوان لا احط الايقونه اللي دي معبره عن العنوان. هنا احط له السماعه مع الايقونه بتاعت ايه الرسائل او الواتساب تمام. بحيث ايه الرقم ده عليه واتساب وتقدر تكلمني عليه تمام. يبقى كده اول موقع خدناه هو ايه download.downloadbsd.com. انا كده فاضل لنا ساعه كمان عشان بدايين متاخر. ساعه انتوا جايين الساعه كام؟ ما هو 5 ونص. لو انا بدايين لو بدايين 1 ونص لكن انا جيت الساعه 2 هنا ما لقيتش الا 3 بس موجودين في القاعه. بس 3 بدري. 3 بدري يعني شفتوا بقى هم ليه يعني. انت جاي الساعه كام؟ 3 ونص. 3 ونص؟ حضرتك هتمشي 7 ونص. يبقى 7 ونص ان شاء الله. 7 ونص بهزر. بهزر قدامنا ساعة كده ونخلص إن شاء الله. المرة الجاية بقى 1:30 عشان نمشي 5:30. مش عاوزين تمشي 5:30؟ 1:30 نبدأ. المحاضرة 4 ساعات على فكرة. ما هو 2 كان معانا حد تقريبا عنده كورس. ماشي نخليها 2 مفيش مشكلة بس نثبت المعنى عشان اللخبطة دي بتخلي الناس تتلخبط. لا أنا لسه فاضل لنا حاجات كتيرة. فاضل لنا التكست وفاضل لنا لسه فلسفة التصميم. لا في النهاردة. النهاردة؟ الحاجات دي خاصه الليز. كل ما هو ريليشن بالليز عشان ما نبقاش سايبين حاجه في الليز. يعني لسه بنتعامل مع الليز عشان بعد كده نيجي بقى المحاضره الجايه نتكلم في التصميم. يبقى عندنا احنا كده خدنا السليكشن المره اللي فاتت وخدنا الليز النهارده. فاظن كده قطعنا شوط كويس في الفوتوشوب. يعني اظن كده بدانا نفهم الفوتوشوب ماشي ازاي تمام. استعجلوش يعني نضلنا ساعه كده ونخلص. المره اللي فاتت بدات يعني انا عندي لوجو انا اللي عامله تمام فبدات ان انا كنت بحاول اعمل كارد لاير فموضوع الريسايز ده كويس تمام. لسه بقى اهم حاجه التطبيق. يعني انت بتاخد اسبوع كامل تطبق بقى باستمرار كده. عرفنا الموقع الاولاني كده يا جماعه خلاص اللي هو الداونلود اقدر احمل منه اي حاجه. طيب ناخد بعد كده ايه في عندي موقع مشهور جدا تمام. في موقع مشهور جدا اسمه فريبيك. فريبيك فريبيك ده بقدر احمل منه نماذج برضه اوبن سورس زي ما انا عاوز. كوبي فريبيك طبعا هو فري وبعدين واخد اول مقطع من بيك شوت بي اي سي. افتح كده فريبيك ده يعتبر قاعده بيانات عالميه في موضوع التصميمات. تقدر تعمل سيرش مثلا على سبيل المثال انا عاوز دلوقتي اعمل فلاير تمام.
فانا اجيب فلاير تمام واقول له سيرش. ده هيساعدك في بدايه التصميم، هيساعدك انت تاخد افكار وانت تشتغل تاخد تمبلت معين تعدل فيه كده. افتح لي فلايرز، اختار الفلايرز اللي انا عاوزه. كل ده مفتوح يا جماعه. حلو. اخر واحد فين ده؟ فين ده؟ مش شايف الناحيه ده؟ طب ده جميل نجيبه، مفيش مشكله. يعني هو بسيط قوي بس تمام. خلاص تمام. هو دلوقتي لما ضغطت عليه فتح لي الصفحه، هيظهر لي دلوقتي النموذج المعينه بتاع التصميم نفسه. بس يحمل وجنبيه نقطه اهو بتاع التصميم. تمام كده؟ عامله ازاي؟ ايه؟ عامله ازاي؟ عامله زي ايه التصميم؟ انا هنحمله دلوقتي نشوف هنكشف بقى هو فاز. قلنا ما نكون ليه؟ دي اصلا احنا بنعملها في فوتوشوب؟ اه كل الكلام ده بيتعمل في فوتوشوب. بس انا سمعتها متقدمه. تمام ما تقلقوش فوتوشوب ده وحش جديد، ده صوره في عالم الجرافيكس يعني. قبل الفوتوشوب ما يظهر كان الناس شغاله بطريقه يعني هي كانهم في العصر الحجري يعني. طيب دلوقتي نفس الفكره يعني انا بقول نفس الفكره، هنعمل فري داونلود عشان ما يقعدش نحمل بس كده، نعمل فري داونلود ويحمل. بس في حاجه بقى في فري بيت ده، موقع فري بيت في تصميمات فري وفي تصميمات تجاريه، فمش شرط ان يطلع لك مفتاح فري بيت فري داونلود سوري، ممكن يطلع لك المفتاح معناه ان انت تشتري التصميم. في مفتاح تاني يوجهك لموقع تاني زي اسمه شاتر ستوك، لو تسمعوا عنه شاتر ستوك ده بموقع مخزن عالمي للصور، لازم تشترك في الموقع ده عشان تقدر تحمل منه، فتلاقي تصميم جميل عجبك على فيه بكتير تفرح، تلاقيه للاسف شاتر ستوك، فتضطر تشترك في شاتر ستوك عشان تقدر تحمل من الموقع التاني. ففي تصميم يوجهك لموقع تاني او انه يحمل مباشره اللي هو زي في داونلود، او ان هو تجاري تشتريه من فيه بيك، فهتلاقي تصميمات بقى مختلفه يعني في الموقع ده. بس ده طبعا موقع عالمي يعني. في موقع تاني اسمه نو باك باكس، او جينا فتحناه كوبي، ده موقع برضه جميل جدا هتحبه، لان هو بيوفر لك صور بي ان جي في جميع التخصصات مفضله ومخصوصه جاهزه قص احترافي. مثلا نخش جوه نو باكس ده نكتب سيرش يعني مثلا ايه ندور على الفود مثلا. شوف هيطلع لي ايه. هو دلوقتي دخلت كتبت جوه المربع ده اللي انا عاوز ادور عليه. هنا بيقول لي جاب لي هو بدا يحمل لي تحت اهو. بص انا قلت له حط لي الفود او الطعام، فظهر بقى عندي ايه؟ جاب لي كوبايه شاي، مغ شاي زي ما انتم شايفينه، ده ساندوتش برضه، ده توست تمام؟ زي ما انتم شايفين طبعا صفحه واحد في صفحه اثنين. يعني مصر كده منفصل بقى؟ دي بي ان جي مخصوصه جاهزه، بي ان جي ترانسبيرنت. زي ما انتم شايفين الخلفيه، بص شايفين المربعات اللي هي الظاهره دي، مربعات ترانسبيرنت اللي احنا اتفقنا عليها. فكده لو جبت الساندويتش ده مثلا او جبناه كده ضغطنا على الكوبي ضغطنا عليه قصدي كده على طول قلت له حمل الصفحه الخاصه بيه تمام. وبعد كده يجي يقول له ايه هنا بيقول لي داونلود فول سايز، في مفتاح هنا مكتوب عليه داونلود فول سايز، لو ضغطت عليه ده موقع مجاني برضه هيحمل دلوقتي التصميم. عاوز بس تمام كده كده رفعوا لي اضغط على مفتاح الداونلود اللي هنا في الزاويه هنا مكتوب فيه كلمه داونلود، شايفين الجزء اللي مشاور عليه ده في هنا داونلود، اضغط عليها اكيد يحمل او خلاص سيف الفايل بعد كده حمله خلاص اهو انا فاتحه اهو. طبعا التفاعل في الويندوز بشفافيه لونها رمادي، لو جيت بقى فتحت التصميم ده تقول بعد اذنك كده هاته دخله على الفوتوشوب او كده سحبته على الفوتوشوب. ايه اللي حصل بقى؟ اهو التصميم بتاعي اهو ساندويتش اهو جاهز مقصوص جاهز. ممكن بقى اي عنصر تاني تاخدوه نفس الفكره بالظبط. لو عملنا باك ما تسيرش على حاجه تانيه مثلا اللي هو سبورتس مثلا سبورتس
طبعا مفيش مفتاح انتر، انت مجرد ما تكتب الكلمه وتضغط انتر نفس المفتاح هو يوديها اوتوماتيك. اه جاب لك ايه احذيه مثلا كوتشيات كوتشي، عشان قلت له ايه دور على السبوت. نفس الفكره تقدر تحمل منه اي صوره انت عاوزها كلها بي ان جي مخصوص. الموقع ده اسمه nobags.com، اكتبه لكم تاني عشان تكتبوه. nobags.com تمام كده. الموقع الثالث bng3.com، ده بقى مش مجاني بنسبة 100%، ده فيه فلوس وفيه لازم تشتغل، اللي بيحب بيخليك تحمل صورتين مجانا كتجربة، لكن بعد كده تشتغل. يعني انت لو حضرتك دخلت عليه دلوقتي هيقول لك انت مسموح لك تحمل صورتين بس، اختار اي صورتين يعجبوك من الموقع كله، لكن حبيت بقى الصورة التالتة يبقى ايه لازم تشتغل يعني. اسمه bng3 اكتبه برضه. هو بيعرف يبقى دي ولا ايه؟ اه بالظبط. طب موقع برضه اكتبوه bng3 شجرة bng.com. ليه؟ كاتب فري فين؟ هنا؟ اه ما هو بيكتبوا فري بس برضه في حاجات بفلوس يعني مش على طول فري يعني. هو بص حضرتك لو انت بتتكلمي هنا فري صح؟ انا مكتوب ايه بقى؟ غير اللي هو بريميوم اللي هي علامة الانتاج دي اللي هي الحاجات التجارية يعني تمام؟ هنا بقى الموقع ده ممكن برضه تدور على اي حاجة مثلا ايه؟ لو جيت قلت له فلاور مثلا هنا بقى بيقسمه لي، هنا عندي الاول وعندي البي اس دي والاي اي والاي بي اس. يعني دلوقتي بقول له ايه؟ انا دلوقتي ممكن اختار لان الاول يجيب لي كل حاجه، لان البي اس دي بس هات لي البي اس دي بس، لان الاي اي ايه هو الاي اي؟ الاي اي هو الفايل اكستنشن بروجكت الرئيسي بتاع الاستريتور، الفوتوشوب امتداده الرئيسي بي اس دي، تمام زي ما اتفقنا، الاستريتور بقى اي اي تمام؟ يبقى الاي اي ده بتاع الاستريتور والبي اس دي ده بتاع الفوتوشوب، الاي بي اس بتاع الاستريتور ده المندوب بتاع الاستريتور ده البرامج التانية يعني لما يجي تداول الملفات يعني. طب هو دلوقتي ظهر لي فلاور مثلا على سبيل المثال حاجه زي كده مثلا، لو حبيت مثلا اعمل كارت او حاجه هديه مثلا لحد مثلا في عيد ميلاد ولا حاجه، ممكن اختار حاجه زي كده الفريم ده، الفريم ده مثلا عاجبني مثلا الفريم ده تمام، واسيبه هنا الا بي ان جي الا اي اي. شايفين انا بشوه هنا بي ان جي وهنا بي اي، طبعا انا مش هشتغل الاستيتور يبقى انا سايبه ايه؟ بي ان جي، بضغط هنا بي ان جي. اه هنا بيقول لي ايه؟ سجل عشان تاخد الصوره تمام؟ هو كان مسموح لي باثنين ما اعرفش هو لغوه ولا ايه؟ بخل او بلا ماشي لازم برضه ايه؟ اه لازم اسجل. اوكي ماشي طيب ده بالنسبه للموقع ده. هناخد بقى نماذج موجودة أصلا متحملة في بيك زي ده مثلا النموذج ده، ده برضه لو فتحنا الليرز بتاعه هلاقي مثلا دي فلاير لوحدها، يعني الخط هنا دي فلاير لوحدها تمام، مجموعة الصور دي مع بعض عاملها في فولدر أهو، لو اخترت مثلا فولدر الفرعي لكن أهو تمام في ده كل حاجة موجودة.
حظكم حلو ان في امسيه الساعه 6 في امسيه الساعه 6 هتبدا بعدين انا مضطر يعني انا خلص خلال 5 دقايق مش ساعه زي ما قلت فهناخد 5 دقايق وبعد كده ايه ماما جاي الاسماء هم ما خدتوش اسامي ليه طب بصوا بعد لكم نشوف برضو نماذج سريعه كده يا جماعه على سبيل المثال في مثلا اوريكم حاجه كده دي مهمه جدا عشان تشوفوا بصوا التصميم زي ده بصوا بقى لما اجي اشوفه بقى متكون التصميم ده انتوا شايفينه كده على بعض قطعه واحده او حاجه واحده لو جينا فصصناه طبعا ليه زي ايه ممكن اسجل كل حاجه لوحدها كل بعد كده الايه ده الصور كل حاجه لوحدها من لوحدها عاوز تسيبها توصل التصميم اعملها في طبقه شفافه وسيبها بي ان جي يعني انا مثلا خدت النسر ده هو ده صاغ ولا نسر مش عارف صاغ ولا نسر ما علينا هو يعني تمام هتحركه كده تمام هنحركه ونوديه مثلا ايه طبقه جديده مثلا لو جينا في فايل جديد اهو سبيل المثال وقلنا له ايه كرييت شفافه اهو زي ما هو تمام نيجي للتصميم بتاعنا هو فين اخر واحد طبعا لما يكون في تصميمات كتير يبتدي بقى يظهر لك هنا مثلث هنا بيقول لك انت هتروح التصميم نقفل بس بعض الحاجات كده عشان ايه ما يبقاش عندنا زحمه في التصميمات ماشي يا جماعه طيب دلوقتي عندنا جبنا الصاغ ده او النسر يعني نيجي نسحبه هنا ونحطه هنا في تصميم لوحده كده حطيناه في تصميم لوحده وبعد كده نسيف سيف ايه طبعا هنتحكم في حجمه زي ما احنا عاوزين مثلا حطيناه كده تمام بعد كده سيف از ايه بي ان جي يبقى كده حطيته في ملف لوحده ممكن طبعا اعمل له كروب براحتي يعني ممكن اجي كده اعمل له كروب بحيث ما يبقاش المساحه دي كلها فاضيه كده عملت له كروب يبقى المساحه دي بس تمام طيب نيجي بقى نرجع للملف بسرعه عشان كده وقتنا هنقفله طب شوف بقى التصميم بتاعنا ده متكون من ايه بصوا كل حاجه هطفي النور بس لو ضغطنا هنا مثلا بس مش باين خالص ان هو متركب يعني مش باين ما طبعا ما الفوتوشوب بقى ميزته في ايه؟ ان انت لما تكون محترف التصميم نفسه مش هيبان ان انت مرتبه لكن بيتقال بقى التصميمات البدائيه ان هي فوتوشوب ليه؟ لان بيبان الفضايح فانت كل ما تبقى محترف كل ما ايه؟ يبقى الموضوع مش ظاهر ده طبعا واحد محترف فاكيد طبعا مش هيبان ان هو متركب بصوا بقى شوف التركيب بمناسبه التركيب شوفوا ايه الحاجات اللي بتتغير في التصميم يعني بصوا شايفين تمام دي حاجه مثلا حاجه زي كده شايفين ايه اللي بيتغير في التصميم تمام مش شرط يبقى مرسومه ممكن يبقى مرسومه ممكن جاهزه المهم يعني التصميم بيتكون من ايه من عناصر مختلفه تمام انا بغير ايه قاعد بلعب في التصميم بص اشيل حتى الصاق بص الخلفيه بقى حاجة زي كده. بصوا حتى ايه السحب موجوده لوحدها كل حاجه كل حاجه متركبه كل حاجه في بيز لوحدها شايفين ايه اللي بيتغير؟ ايه مش متصوره اساسا ايه؟ مش متصوره لا ده شغل اضاءه بقى وشغل لعب في لما قلنا الفوتوشوب برنامج معالجه الصور تمام؟ ليه بقى الارضيات اللي مالي يعني تمام؟ كده شفت الجبال بص لو تاخدوا بالكم انا برجع ايه انا كده بوصل للجريدينت يعني كده بوصل اللي في الاخر يبقى قدامي زي جريدينت كده ده الماسك ده الماسك طبقه الماسك تخفي حاجات وتظهر حاجات المهم يعني انتوا فهمتوا ازاي التصميم متسكب كده كده نشوف ايه اللي باقي لنا طبعا ده الفولدر اللي فيه الصور اللي اشتغلنا فيها النهارده في المحاضره كل صور لوحدها بي ان جي لوحدها طيب هنكتفي النهارده بهذا الجزء
شاء الله المره الجايه ميعادنا 1:30 عشان نمشي بدري. المره الجايه ممكن اكون قاش فيه ومساعه تكون 8 بالليل. انتوا حابين ده المره الجايه ان شاء الله كده ميعادنا 1:30.